بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم في اولى لقاءاتنا معكم لهذا الاسبوع. النهارده الخميس 13 سبتمبر 2018. طبعا الاسبوع كله كان فيه حاجات كتيره، احداث كتيره، حاجات على الصعيد السياسي، اشاعات كتيره طبعا كالعاده، يعني ما بين حاجات اتنست في ساعه او ساعتين وما بين شويه اشاعات فضلت كده كام يوم موجوده، لكن في كل الاحوال دايما في امل، في امل ان شاء الله باذن الله في بكره افضل، في امل في شباب الحقيقه بيشتغل ومجتهد جدا، وفي نماذج حلوه قوي على فكره من شبابنا، احنا بنكون فخورين طول الوقت في مساء دريم ان احنا نلقي الضوء عليهم. ما بنكتفيش بانه حضراتكم تبعتوا لنا، احنا كمان بنحاول قدر استطاعتنا كل زملائنا في مساء دريم ان احنا نشتغل وندور على النماذج الايجابيه الجميله دي طول الوقت من يوم ما بدانا مساء دريم مع حضراتكم، واحنا في جهد مستمر ان احنا نقدر نحاول نوصل لاكبر عدد ممكن من الشباب. الشباب اللي بيكافح بيشتغل عنده فكرة، سواء بيشتغل على حاجة ليها علاقة بالمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى متناهية الصغر، سواء شباب قدر يبني نفسه بنفسه زي ما بيقول، شباب اتخرج من جامعة وقدر يعمل حاجة، شباب كافح كتير قوي علشان يقدر يقف على رجليه ويكون أسرة. يعني الحقيقة لما تدور حواليك هتلاقي، مش عايز أقول آلاف أو عشرات الآلاف، ربما مئات الآلاف من هذه النماذج، ودي مش مبالغة، لكن احنا بنحاول قدر استطاعتنا ان احنا نوصل لهؤلاء الشباب ونقدمهم دايما في مساء دريم، وحتى يعني دايما من خلال تقاريرنا الخارجية اللي زملائي بيشتغلوها بقينا بنركز جدا على الموضوع ده، لانه لما بتشوف كده حالة زي كده او نموذج زي ده بيدي لك انت طاقة والله حقيقي، وبيدي لك احساس كده ان الدنيا حلوة. يعني بعيدا بقى عن السلبية، لسه كنا بنتكلم انا وزمايلي من شوية بنقول فيسبوك بقى يعني تحس كده انه بقى ايه، مخزن للسلبية والاكتئاب والإشاعات، ومحدش طايق نفسه، والناس كلها بتشكك في بعض، والناس كلها متضايقة من بعض، تحس كده انه في حالة من السلبية فظيعة. فبعيدا بقى عن الأجواء دي، الأجواء الافتراضية اللي في فيسبوك دي وتويتر والحاجات دي، لأ على الحقيقة في حاجات تانية حلوة تستاهل قوي انك انت تشوفها وتلقي الضوء عليها. بمناسبة بقى الكلام عن الشباب وعن الحاجات اللي تستاهل انه حضرتك تلقي الضوء عليها، منتديات ومؤتمرات الشباب اللي بدأت فكرتها منذ ما يقرب من عامين، اللي بتكون بحضور طبعا رئيس الجمهورية، واعتقد انه يعني مش محتاجين نقعد نتكلم اكتر، لانه صعب قوي ان دلوقتي مبقاش في حد مش عارف فينا حتى كمصريين انه المؤتمرات دي بتكون فرصة ممتازة انه رئيس الدولة يقعد مع شباب من مختلف الفئات، من فئات اجتماعية كتيرة جدا، من محافظات مصر المختلفة، من الصعيد ومن الدلتا ومن القاهرة الكبرى، من كل مكان، بيتكلم معهم بشكل مباشر، بيسمع آرائهم، بيسمع هم عايزين يقولوا إيه، بيسمع أفكارهم، بيسمع شكاواهم. بتوصل في بعض الأوقات لدرجة إنه في شباب بيبقى عنده فرصة إنه يرفع إيده ويقوم ويتكلم مع الرئيس على مشكلة في قريته، على مشكلة مية عندهم في القرية، على مشكلة صرف عنده في المية، بيطرحوا عليهم أفكار. الحقيقة ده غير بقى المؤتمرات، الندوات نفسها اللي بتقام في المؤتمرات دي اللي بيكون فيها تنوع في اختيار المواضيع، كل حاجة ممكن تتخيلها بتلاقي الشباب دول بيتكلموا عنها، بتتكلم على حاجات سياسية، بتتكلم على موضوعات اقتصادية، أطروحات، أفكار، محاكاة للحكومة، محاكاة للبرلمان، محاكاة للأمم المتحدة، محاكاة لمنظمات دولية. كل دي أفكار الحقيقة رائعة ومهمة ومحترمة، اللي بيصممها واللي بيفكر فيها واللي بينفذها وبيشتغل عليها واللي بيقدمها كلهم شباب في المقام الأول. الشباب دول الحقيقة لما انطلقوا بمنتدى شباب العالم اللي كان في شرم الشيخ منذ شهور، الحقيقة انه يعني تم الإعلان مؤخرا انه هيكون ان شاء الله المؤتمر الثاني بقى لشرم الشيخ العالمي او منتدى الشباب العالمي، هيكون ان شاء الله خلال نوفمبر القادم 2018 كمان في شرم الشيخ. الحلو في الموضوع انه في شباب بقى بره، يعني شباب مش مصري، شباب أجنبي، من خلال أكتر من مؤتمر الحقيقة، كان من ضمنهم يعني مثلا على سبيل المثال يورو إيجيا، والمؤتمر ده موجود حاليا، مقام حاليا في روسيا. الحقيقة إنه الشباب ده بشكل تطوعي، يعني لا حد قال له ولا حد اتكلم معاه ولا حد قال له لو سمحتوا النبي يعني بعد إذنك بس اتكلم لنا كده شوية على منتدى شباب شرم الشيخ، لا الشباب دول اللي من كذا دولة في العالم اللي بيحضروا حاليا مؤتمر يورو إيجيا، هم الحقيقة اتكلموا في إحدى هذه الندوات عن
منتدى شباب العالم اللي إن شاء الله سيقام في شرم الشيخ، التاني بقى اللي سيقام في شرم الشيخ في مصر. كمان هم الحقيقة وجهوا دعوة للشباب هناك اللي كانوا موجودين بيحضروا المنتدى ده في روسيا، إنهم يسجلوا في هذا المنتدى، يدخلوا على الويب سايت يسجلوا، يعملوا ريجستريشن عشان يقدروا يكونوا من الناس أو الكانديدتس اللي ممكن تيجي تحضر أو يتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر وزيارة مصر أرض السلام والحضارة. دي الحقيقة كانت يعني الحقيقة كانت حاجة محترمة جدا، يعني فكرة إنه زي ما بقول لحضراتكم الناس دي محدش قال لها لو سمحتوا اتكلموا عننا، هم الشباب هناك في اللي بيحضروا المؤتمر ده من مختلف الجنسيات اللي موجودين في روسيا هم سمعوا عن الفكرة دي. وعلى فكرة بصرف النظر بقى إن إحنا يعني نتكلم على إنه ده منتدى يعني محترم وجميل وفكرة حلوة وفكرة جديدة، لا يعني حضرتك ننظر كده لبعض التجارب مثلا في دول أخرى حول العالم، ما اعتقدش او يمكن يعني ما سمعناش انه كان في مثل هذه المنتديات اللي موجوده في العالم، وبالتالي دي فكره محترمه، فكره مصريه شبابيه في المقام الاول، راعتها الدوله المصريه والقياده السياسيه بشكل كبير جدا. امبارح كمان كان في فريق للتسويق الدولي او اللي هو الانترناشنال ماركتنج كان في اكوادور، زار الجامعة هناك، شباب التسويق ده راحوا زاروا جامعة إكوادور، ودي الحقيقة كانت أول جامعة تم تأسيسها ويمكن تاني أكبر جامعة موجودة هناك. والإنترناشنال ماركتينج تيم ده من شباب الدولة نفسها هناك كمان عملوا نفس الحاجة اللي عملوها الشباب في روسيا، وقفوا كده هناك وسط الشباب وقعدوا يتكلموا عن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ اللي جاي ان شاء الله، قعدوا يشرحوا للناس اللي حاضره الشباب اللي موجودين بقى ايه فكرته، وانه ده يعني يوث كونفرنس او مؤتمر للشباب، ويتكلموا معاهم عن انه بيبقى في شباب من كل مكان في العالم، الكلام ما بيبقاش عن اي اختلافات، احنا وي دونت لوك فور ديفرنسز، احنا وي لوك فور common issues، او احنا ما بنبصش لا ننظر الى امور اللي احنا مختلفين فيها، احنا بننظر للامور اللي العالم شباب العالم مشترك فيها، شباب العالم مشترك في مشاكل لها علاقه بالتلوث، لها علاقه بالحروب، لها علاقه بالمجاعات، لها علاقه بالعلم والتطور، لها علاقه بالتكنولوجيا، احنا مشتركين في الامل لبكره، مشتركين في النظره الجديه لغدا، مشتركين الى محاولة، أو دي يمكن كلمة شباب العالم وجهها حتى من منتدى شرم الشيخ الماضي، وأكيد إن شاء الله هيعمل على توجيهها كمان في المنتديات القادمة، نداء إلى العالم كله، مجلس إدارة العالم، كفانا حروب وكفانا اختلافات وكفانا صراعات، ولننظر إلى الأمور المشتركة ما بيننا، ولنحاول أن نذيب تلك الخلافات اللي موجودة، لأن شباب العالم النهاردة يرغب له ولأولاده في المستقبل إن شاء الله أن يحيا حياة أفضل بكثير من تلك الحياة المليئة بالصراعات الكثيرة حول العالم. هنطلع فاصل سريع نشوف فيه أبرز أحداث هذا الأسبوع، ونرجع مباشرة نبدأ حلقتنا الليلة من مساء دريم. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المصرية والإقليمية والعالمية. الرئيس السيسي يصدر قرارين بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية. المالية تعديلا لتعريف الجمركية لبعض السلع المستوردة لحماية ودعم الصناعة المحلية. الحكومة 93 محطة رصد ومتابعة لمستويات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا. مصر للطيران تعلن ختام رحلات عودة الحجاج من جدة بستة رحلات. البابا توادروس يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رعوية. شكري يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات إصلاح المفوضية الأفريقية. إعادة فتح الحدود بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة منذ 20 عاماً. 5 دول أوروبية تطالب إسرائيل بعدم هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية. الخارجية الأمريكية تعلن إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. ترامب يمنع 25 مليون دولار من المساعدات لمستشفيات فلسطينية في القدس. الأمم المتحدة: إدلب قد تصبح أسوأ كارثة إنسانية في القرن 21.
المندوب السوري في الأمم المتحدة دمشق عازمة على تحرير إدلب من النصرة وإعادتها إلى كنف الدولة. ألمانيا تقول إنها ستتخذ قراراً منفرداً بشأن التدخل في سوريا. ترامب يوقع أمراً يتيح فرض عقوبات على أي تدخل في الانتخابات الأمريكية. زعيم كوريا الشمالية يطلب في رسالة عقد اجتماع ثان مع ترامب. رئيس الصين يدعو لاتحاد موسكو وبكين لمحاربة الحماية التجارية. روسيا تبدأ أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف جندي. روسيا تقترح على اليابان اتفاق سلام دون شروط مسبقة بحلول نهاية 2018. دي سيلفيا ينسحب من انتخابات الرئاسة البرازيلية ويختار مرشحا من أصول لبنانية. إفراج مشروط عن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بعد وفاة زوجته. تقرير أممي 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا. مصر تتأهل إلى دور الثمانية في بطولة العالم لفرق السيدات للإسكواش بالصين. الموت يغيب المطرب الجزائري رشيد طه عن عمر يناهز 59 عاما. شوف ما يصنع فيك ما تبيع وما تشري. يوم الاثنين اللي فات بدأت فعاليات الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان. المجلس ده طبعا بيتبع الأمم المتحدة، والفعاليات كانت في جنيف في سويسرا. في عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية اللي متواجدة هناك بالفعل بتشارك في الدورة دي، الدورة 39. والحقيقة أن مجموعة المنظمات دي عقدت عدد من الفعاليات واللقاءات والندوات على هامش اجتماعات المجلس لكشف حقائق كثيرة أمام المقررين، يعني الحاجات طبعا اللي ليها علاقة بقضايا حقوق الإنسان وتفنيد أكاذيب وادعاءات جماعة الإخوان في مصر. لسه كنت بكلم حضراتكم من شوية على الشائعات حتى، وده جزء الحقيقة من حرب الإخوان على الدولة المصرية. وأعتقد أنه أصبح في وعي كبير بده دلوقتي، أنه فكرة تصدير الإشاعات وطول الوقت تصدير السلبية والصورة القاتمة وأنه ما فيش أمل وأنه الدنيا رايحة لحاجة مش حلوة، دي كلها يمكن جزء كبير منها ما فيش شك يعني مقصود ويتم عمله عن طريق لجان إلكترونية طبعا منظمة خصوصا على السوشيال ميديا، لأنه ده دلوقتي أكبر مجال بيجذب الناس وبيعمل تفاعل بين الناس. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عملت أو عقدت ندوة كان عنوانها الحقيقة ملفت جدا، الاختفاء القسري في مصر. وخلونا كده نتكلم شوية على موضوع الاختفاء القسري. واحنا عارفين انه الدولة المصرية من فترة مش قريبة ردت اكتر من مرة في اكتر من مناسبة وقالت انه ما عندناش ما يعرف بالاختفاء القسري، وانه الناس اللي بتتكلم على ناس مش موجودة او ناس اختفت او ناس اتخذت من بيوتها ومحدش لقاها او ما الى ذلك، الناس دي حاجة من الاتنين ملهاش تالت، اما ان هم محكوم عليهم في احكام قضائية، يعني ناس بتحاكم مش مختفيين قسريا، معروف مكانهم فين لأن الناس دي بتحاكم، يا إما جماعات أو ناس تانية بيختفوا فعلا وحقيقة محدش بيعرف حاجة عنهم ولا أهلهم ولا الدولة ولا أي حاجة، والبعض منهم بعد كده بنبص نلاقيه في فيديوهات وداخل داعش وطالع لابس لك لبسهم وماسك السلاح في إيده ومصور له فيديو بيقول وأنا انضميت لداعش وقد هداني الله، يعني خلاص فبنبقى عارفين.
وفي طبعا بقى جزء اللي هو بيهاجر الهجره غير الشرعيه، ونتمنى طبعا يا رب والدوله المصريه الحقيقه شغاله بقوه بقى لها فتره في مكافحه الهجره غير الشرعيه، واعتقد يعني انه حتى بدون تدخل الدوله المصريه في محاوله مكافحه ده اي انسان عاقل بعد ما يشوف كم حالات الغرق والقتل والاختفاء والناس اللي بتعذب والناس اللي يعني بتهجر والناس اللي بتغرق الحقيقه وبيبقى مصيرها في النهايه للاسف مؤسف جدا، اعتقد انه مش ممكن يفكر في هجره بشكل غير شرعي او غير امن وغير مضمون. فدي الاختيارات اللي قدامنا، لكن فكره انك تقول ان في اختفاء قسري ووديتوا الشباب فين ووديتوا الناس فين، يعني اعتقد حتى بقى الناس دلوقتي بتسخر من هذه الكلمات. منظمه ماعت للسلام والتحالف الدولي للسلام والتنميه ركزوا الحقيقه جهودهم كمان على قضيه الاحتجاز التعسفي وبرضه الاختفاء القسري اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي. الاستاذ ايمن عقيل رئيس المؤسسه كان في حوار تفاعلي مع يعني بعض الخبراء هناك، وكان بيتكلم على الفكره دي، فكره اختفاء قسري، وانه يعني اللجنه او المنظمه قدمت تقرير عن هذا الموضوع بيتناول ادعاءات جماعه الاخوان الارهابيه في هذا الصدد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن التقرير اللي قدمته منظمه ماعت للسلام، وازاي فندت الاكاذيب اللي بتاتي دائما على السنه الاخوان بانه مصر فيها اختفاء قسري وانه فيها كذا وكذا. خلونا ناخد هاتفيا الاستاذ ايمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ما الذي جاء في تقريركم الصادر من منظمه ماعت للسلام بخصوص هذا المؤتمر يعني، وعن الاختفاء القسري وادعاءات جماعه الاخوان الارهابيه، ما ابرز النقاط التي جاءت في هذا التقرير؟ طيب يعني احنا مساء الخير على حضرتك الاول وعلى ضيوفك. احنا هنا في جنيف سواء ماعت التحالف الدولي للسلام والتنميه بنشارك في الدوره 39 في اكثر من محور، زي ما حضرتك تفضلتي قلتي كان محور مهم من هذه المحاور هو الخاص بالاختفاء القسري والخاص بمخاطر، حتى سميناه كده لما قعدنا مع المسؤولين عن ملف الاختفاء القسري في الامم المتحده، توظيف جماعه الاخوان المسلمين في مصر لادعاءات الاختفاء القسري. وقلنا ان للاسف هذا الملف بيمكن للاخوان ان تستخدمه في الاليات الدوليه وتزييفه وتزويره وادعاءات كثيره. لا شك طبعا لما اتكلمنا مع المسؤولين عن الاختفاء القسري ان الاختفاء القسري هي جريمه سواء على المستوى الدولي او على المستوى الوطني، وهم متفقين في ذلك، وقالوا ان احنا للاسف ما قعدناش مع حد كتير ومفيش حد من المجتمع المدني كان بيتواصل بشكل جيد مع اللجنه او مع الفريق المعني بالاختفاء القسري. ذكرنا ليهم بالدليل عدد من الاسماء وعدد من الوقائع اللي كان اهمها مثلا عمرو ابراهيم الديب نجل القيادي في جماعه الاخوان ابراهيم الديب، واللي كان مع داعش ومع الارهابيين في سيناء، واللي تم قتله اثناء عمليه مع قوات الداخليه. مش بس ان احنا اتكلمنا عن الديب، ولكن كان هناك وقائع واسماء اخرى زي محمد مجدي مثلا اللي كان من مواليد كفر الشيخ، واديناهم اسماء ثانيه زي براء مثلا اللي كان موجود في بير العبد لو كان خريج كليه الشريعه والقانون. فقدرنا ان احنا بالوقائع وبالادله هذه الاسماء وهذه الاشخاص، كان هناك بلاغات انهم مختفين قسريا، ولكن ثبت بالدليل ان هؤلاء الاشخاص لم يكن مختفين قسريا، ولكنهم كانوا يتدربون على حمل السلاح وعلى قتل الابرياء من الشعب المصري وعلى قتل الجنود سواء كانوا من الجيش او الشرطه، وكانوا مكلفين بتنفيذ بعض العمليات. عايز اسالك يا استاذ ايمن، معلش عايز اسال حضرتك بس في نقطه مهمه جدا، سير العمليه بتمشي ازاي؟ يعني حضراتكم كمنظمات حقوقية مهتمين أو معنيين بهذا الشأن، فكرة تفنيد الشائعات وادعاءات الجماعات الإرهابية والتدقيق أيضا فيما إذا كان هناك بالفعل حالات اختفاء قسري أم لا، دلوقتي أهالي الناس دي بتروح تقدم بلاغات وتقولوا إحنا أولادنا مختفين قسريا وأصل الدولة حجزاهم والدولة واخداهم. حضراتكم بقى كمنظمات حقوقية بتبدأوا إزاي العمل على هذا الملف، وبتفضلوا ماشيين فيه إزاي إلى أن تصلوا إلى نتائج يعني يقدر نقول إن هي مؤكدة طبعا وتصدروها في هذه التقارير، لأن دي تقارير مهمة والعالم بيطلع عليها. طب ده سؤال في غاية الأهمية لو وقت حضرتك يسمح يعني في دقائق قليلة. العملية كلها هي عملية متكاملة،
يعني احنا مثلا ما بنجيش ما جيتش اتكلم النهارده عن الاختفاء القسري دون ان يكون وارد في جدول اعمال مجلس حقوق الانسان مناقشات حول الاختفاء القسري وجريمه الاختفاء القسري، لان الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان هي منها اليات تعاقديه واليات غير تعاقديه. المجلس النهارده بينعقد بيناقش 10 بنود من البند 1 للبند 10، كل بند من هذه البنود بيناقش موضوعات محدده. إذا كان لينا رأي في هذه الموضوعات فبنتقدم بتقارير مكتوبة لا تتجاوز 1500 كلمة، ويمكن أن احنا نتقدم بتقارير أخرى للجان المعنية أو للمقررين الخواص أو فريق الخبراء المعني بهذه بهذا الموضوع. علشان كده بنقول احنا بنشتبك مع القضايا اللي المجلس النهاردة بيناقشها. يعني المجلس النهاردة بيناقش الاختفاء القسري، المجلس النهاردة بيناقش حرية الرأي والتعبير، المجلس بيناقش موضوع مهم جدا قالب العالم كله، هو تقرير لجنة الخبراء الخاص باليمن اللي طبعا ذكر انتهاكات كثيرة وأوضاع مأساوية هناك يا فندم، أوضاع إنسانية مأساوية بالضبط، وللأسف لم يتحدث عن الحوثيين وجرائمهم. يعني فهنا في حشد كبير موجود لتسويق هذه التقارير، فبالتالي هي دي العملية. في لجان معنية وفي مقررين خواص معنيين، احنا بنبعت لهم بنقول لهم والله دي الوقائع. في بعض الوقائع كانوا بيذكروها اهالي المختفين قسريا، قدروا يتواصلوا عن طريق بعض المنظمات الى اللجان والى المجلس والى المقررين خواص، وقالوا ان الناس دي مختفين قسريا. احنا استخدمنا نفس الآلية، احنا بنقول يا جماعة ان الاختفاء القسري جريمة، وإني لا يمكن ابدا ان ندافع عن اي طبعاً حكومة او اي حد او اي نظام يقوم بعمل هذا في ابناء شعبه، لكن طبعاً. هو السؤال احنا بجد عندنا حالات اختفاء قسري في مصر؟ هنا بقى هي دي تسجيل الحقيقه، ادي الناس اللي انتوا بتقولوا مختفين قسريا، اللي سافر سوريا واللي سافر ليبيا واللي موجود في سيناء، دول هاتوا لنا وقائع حقيقيه تكون الناس دي مختفيه قسريا، واحنا اول ناس هندافع عنهم معاكم، لان في النهايه لا يمكن ابدا ان احنا نقبل ان يكون هناك انتهاكات، لكن كمان لا نقبل ان جماعه الاخوان المسلمين تستخدم وتستغل الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان لتزييف الحقائق ولخداع الاليات الدوليه. هنا احنا قدرنا نعمل طبق كبير جدا، كون انك انت موجود النهارده في قلب مجلس حقوق الانسان، في قلب الاليات الدوليه، وموجود بتقدر ترد وبتقدر تقول، وفي نفس الوقت انت بتتكلم من منطلق حقوقي وليس من منطلق سياسي، وده اللي انا ركزت عليه في حوارنا مع السكرتير العام للجنه الاختفاء القسري، وقلنا له ان الناس بتستخدم الخلط بين العمل السياسي والعمل الحقوقي. احنا هنا حقوقيين لازم نخرج كلنا من منطلق، احنا ما بنتكلمش سياسه، بنتكلم عن حقوق بالظبط كده، لكن استخدام الملف الحقوقي كملف سياسي للضغط على دول وعلى حكومات لا. طيب. يعني هو ده طيب بمناسبه طيب بالحديث عن الدول والحكومات يا استاذ ايمن، في نفس الدوره على هامش، يعني الدوره 39 لمجلس الدولي لحقوق الانسان اللي في جنيف، كمان بالمنظمات المصريه ركزت انها تكشف عدد من انتهاكات النظام القطري لحقوق الانسان، سواء عن طريق المعامله اللا انسانيه للعماله اللي موجوده هناك، او التمييز ضد المراه وبعض البنود الاخرى. طبعا ده غير شق دعم النظام القطري للجماعات العنف والارهاب المستمر، ولسه ما زالوا بيقوا عناصر جماعات الاخوان الارهابيه حتى اليوم، ونقاط اخرى كثيره. ايه ابرز ما قدمتوه من نقاط لها علاقه بكشف ممارسات النظام القطري من دعمه وتمويله للارهاب في هذا التقرير؟ احنا قدمنا تقارير وقدمنا حتى للمقرر الخاص بالحق في التنميه، وقلنا فيما يتعلق على سبيل المثال بليبيا ان ليبيا تتاخر نتيجه دعم قطر للميليشيات العسكريه اللي موجوده في ليبيا، وده مخلي اهداف التنميه المستدامه لا تتحقق في ظل هذه الظروف. المشكله الاكبر بالنسبه لدوله قطر، احنا كمؤسسه اجتماعيه تقدمنا الى المقرر الخاص والفريق المعني بالدفاع عن الحقوقيين، تقدمنا بشكوى رسميه مكتوبه ضد دوله قطر لانها استخدمت اعمال عنف واعمال ترهيب واعمال تخويف عن طريق استخدام المنصات الاعلاميه الخاصه بها ضد مؤسسه اجتماعيه السلام والتحالف الخاص بها منذ مارس الماضي. يوم 19 المفروض مساعد المفوضية هيقدم تقرير خاص بأعمال الترهيب وأعمال الترويع اللي بتمارسها الحكومات والدول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. الغريب أن التقرير صدر النهاردة لم يتم الإشارة فيه إلى دولة قطر مطلقا، ويمكن ده اللي احنا هنركز عليه يوم 19، أن احنا تقدمنا بشكوى ولم ترد
هذه الشكوى في تقرير المفوضيه. ليه في اعتقادك يا استاذ ايمن؟ مكيالين. معلش استاذ ايمن، المفوضيه تكيل بمكيالين. الكيل بمكيالين طبعا طبعا. ما يحدث في اليمن، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في اكثر من دوله. المفوضيه النهارده للاسف الشديد، وده اللي حصل حتى من اول يوم تولت فيه حتى المفوضه الاسلاميه لما نزلت التقرير بتاعها او البيان بتاعها الخاص بالحكم اللي صدر بالاعدام ضد بعض الاخوان المسلمين. وده اللي اكد عليه كمان البعثه الدبلوماسيه لمصر معالي السفير علاء يوسف، ان تقريرها جاء مخيبا للامان، وتقريرها جاء على ادعاءات ولم تعرف الوضع. للاسف احنا النهارده عندنا كمان، مش عايز اقول حرب، ولكن عندنا مهمه كبيره جدا ان احنا نتصدى، وان احنا كمان نعرف الناس الحقيقه، وان احنا نكون موجودين داخل الامم المتحده علشان نقول لهم الحقيقه اهي. طيب يعني نقطة أخيرة معلش، بما أنه حضراتكم لاحظتوا أو يعني نما إلى علمكم فكرة أنه التقرير اللي طالع من الـ الـ يعني المجلس نفسه حقوق الإنسان طبعا التابع للأمم المتحدة تغافل خلينا نقول أو تناسى أو عمل نفسه مش واخد باله من ممارسات قطر يعني اللي حضراتكم رصدتوها، حضرتك بتقول انك طالبته بإعادة عرض هذا الموضوع وإعادة إدراجه في تقرير المنظمة، صح كده؟ احنا هنطالب بده يوم 19، بإن الجلسة هتتناقش الحوار التفاعلي هيكون يوم 19 إن شاء الله. إن شاء الله، عشان ده موضوع طبعا مهم جدا. بشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. خلينا نرجع لمصر، ومصر الحقيقة بقالنا فترة بنشوف أنه في اتجاه لتدعيم أو توطيد العلاقات مع بلدان القارة السمراء. الحقيقة أنه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية المائية والري التقى بالسيد صالح هابيمانا سفير رواندا في القاهرة والوفد المرافق ليه، كان حاضر طبعا الاجتماع ده يعني السفير رفيق خليل مستشار وزير الشؤون الخارجية، والجانبين في اللقاء كان عقد يعني يوم الاثنين الماضي تكلموا على التأكيد على قوة العلاقات اللي بتربط بين البلدين وبقى في تعاون في مجال المياه. والحقيقة انه اي حاجة ليها علاقة بملف المياه او تأمين مصر ان شاء الله في المياه والعمل على المصالح المشتركة، انا بعتقد انه ده موضوع في منتهى الأهمية. والفكرة العامة زي ما قلت لحضراتكم توطيد مصر ليها علاقاتها مع القارة السمراء كمان ده مهم جدا. كان في كمان دعوة الحقيقة للوزير للسفير الرواندي والوفد المرافق ليه انهم يشاركوا في اسبوع القاهرة للمياه، ده ان شاء الله هيكون من 14 ل 18 اكتوبر المقبل. خلونا ناخد هاتفيا سعادة الشيخ صالح حبيمانا سفير رواندا في القاهرة. يا اهلا بحضرتك معالي السفير. نشكركم كثيرا. اهلا وسهلا. اولا سعيده تتحدثون اللغه العربيه بطلاقه، هكذا قيل لنا. نحاول بقدر الامكان. يا اهلا وسهلا معالي السفير، كيف ترى العلاقات بين مصر ورواندا، ومن وجهه نظركم كيف نستطيع ان ندعم ونقوم بتوطيد هذه العلاقات في المستقبل القريب؟ اصلا العلاقات بين رواندا ومصر مش علاقات سياسيا أو دبلوماسيا، علاقات ربانية، من حيث أن الرحمن بنفسه جعل في الماء كل شيء حي. فالنيل العظيم يبدأ من رواندا ويكمل سفره في مصر، هذا دليل أن العلاقة بين رواندا ومصر علاقة منذ أن خلق الله السماوات والأرض وجعل فيها الماء. حدثنا عن اجتماعك مع دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، ما أهم ما جرى من مناقشات؟ وكما ذكرتم الحديث عن المياه طبعا يأتي في المقام الأول، وأعتقد أنه هذا ملف مهم جدا لكلا البلدين. أصلا هذا الوزير العظيم يعتبر هنا في مصر أنه وزير إفريقيا، لأنه مهتم بإفريقيا كثير جدا، ونحن كمان كسفراء نعتز به، خاصة سفراء دول حوض النيل. لذلك كنت محظوظ جدا الاثنين الماضي أن قابلته في الوزارة
وجرت ما بيننا المحادثات الطويلة، ومن ضمن الحاجات التي اتطرقنا إليها العلاقة الرواندية المصرية خاصة في محافظة الرمع. هذا ما جرى بيني وبين معالي الوزير. الرئيس عبد الفتاح السيسي معالي السفير زار رواندا بالفعل مرتين، أعتقد مرة خلال مشاركته في المؤتمر العام الإفريقي وكانت ب 2016، وزارها مرة أخرى في 2017. يعني كيف ترى دور مصر في قارة إفريقيا مع بداية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفكرة أن يزور رواندا مرتين في عامين تقريبا؟ صراحة إفريقيا ورواندا بالخصوص نعتز بفخامته. عبد الفتاح أنا سميته فتاح إفريقيا. المصريين وجدوا الإنسان الذي بقدرته وقوته وإدراكه الخاص يعتز بإفريقيا، ويحاول بقدر الإمكان أن يبدأ ويكمل مسيرة جمال عبد الناصر. لذلك عندما يزور رواندا فإنه يزور أخاه فخامة الرئيس بول كاغامي الذي بنفسه يعتز به. وبالمناسبة الآن فخامة الرئيس بول كاغامي ورئيس الاتحاد الإفريقي، وبعده مباشرة يأخذ زمام الأمور فخامته عبد الفتاح السيسي. قليلا عن رواندا معالي السفير، واسمح لي أسألك هذا السؤال لأنه أعتقد أنه سؤال يعني الكثيرون يعني يريدون إجابة له. رواندا كانت لفترة طويلة تعرف بأنها بلد الحروب، ويعني أعتذر للكلمة ولكن هكذا كانت توصف بأنها بلد الدماء. تحولت عبر سنوات إلى وجهة السياحة الأولى في إفريقيا، وأصبحت الآن محط أنظار العالم وتقوم بتنمية حقيقية. في اعتقادك كيف حدث هذا التحول؟ يعني ما هي نقطة السر إذا ما استطعنا أن نقول لهذا التحول في رواندا؟ قبل أن أتطرق إلى نقطة السر، علي أن أشير إلى ما ذكرت وتختفي وراء العبارات وتخاف أن تقولها. صراحة رواندا عرفت بالمشاكل وبالإبادة والتطهير العرقي، ما يسمى جينوسايد، حيث في سنة 1994 الروانديون قتلوا ما بينهم. تصور الإنسان بأنه يصف نفسه أنه هوتو، يقتل من قبيلة التوتسي، مليون ومئتين وخمسين ألف بشر في 100 يوم. هذا ما عرفنا في رواندا، وعرفت رواندا بهذه المجزرة البشعة. ولكن عندما نرجع إلى كلمة السر، والسر في نجاح الدول، أصلا الرئيس هو الذي يفعل كل شيء. الرئيس هابجريمانا فشل وكره أبناء وطنه، وكره بعض الأقاليم في وطنه، وكره بعض الأديان في وطنه، ومن ثم جاءت المجزرة وأثبت أنه فاشل. ولكن في نفس الوقت الرئيس يفعل كل شيء. جاءنا فخامة الرئيس بول كاغامي وحد بيننا وقال لا تنتصر على الانتقام إلا بعدم الانتقام، يجب ألا تكون هناك عذراً يعني عذراً. هل تعيد العبارة مرة أخرى؟ الانتقام، لا تستطيع أن تنتصر على الانتقام إلا بعدم الانتقام. شعراء، إذا كان هناك انتقام لأن قتل من قبيلة التوتسي مليون وزيادة بشر في 100 يوم، ويأتي قبيلة التوتسي عندما يستولى السلطة ويريد أن يكون وحده في السلطة وينتقم من قبيلة الهوتو، خلاص سنبقى في الانتقامات التي لا تنتهي. صار عندما جاء قال خلاص رواندا للجميع، رواندا للجميع والقبيلة لكل فرد. لذلك كلمة السر حتى في نجاح مصر حاليا هو أن مصر وجدت الرجل الذي جاء وقال الدين للفرد ومصر للجميع. صار الرئيس هو الذي يفعل كل شيء. الرئيس عندنا هابجريمانا فشل ودمر الوطن، الرئيس كاغامي جاء ونجح وبنى المجتمع كما نجح فخامته فخامة عبد الفتاح السيسي. رأس الدولة معالي السفير، رأس الدولة عندما يكون صالحا وراغبا في التطهير والتنمية، يعني أعتقد كل الأمور تختلف. وأنت أختي أظن إن شاء الله ممكن متزوج أو قريبة تتزوج إن شاء الله، وأنت أدرى واحد عندما تذهب إلى السوق و
وتريد أن تشتري السمك، ماذا تنظر في السمك؟ صلاحيات السمك، أين تنظر؟ أين تنظر أنت عندما تذهب إلى السوق لتشتري السمك؟ يعني أنظر إلى نوع السمك، وهل هو يعني جديد يعني صالح؟ هناك قطعة خاصة في السمك لا تنظر إليها، هناك قطعة خاصة في السمك لا تنظر إليها. العينين؟ الرأس، تنظر إلى الرأس قبل كل شيء، وتفتح الرأس تنظر داخل الرأس، إذا كان السمك داخل الرأس تقول هذا السمك هذا الصالح. نفس شيء كالدولة، على رأس الدولة إذا كان هناك إنسان فاشل، إنسان لا يحب وطنه، صحيح. إنسان يكره الناس، على الدمار والفشل. السر في هذا هو حصول على إنسان قادر. أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم كل التوفيق. كما ذكرنا معالي السفير الشيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة، كما ذكرنا رواندا كانت منذ سنوات ليست بعيدة تعرف يعني كما أوضحنا بأنها بلد الحروب، ويعني أضاف حتى سيادة السفير كانت بلد تطهير عرقي، كان في مجازر بتحصل، عائلات بتنتقم من بعضها البعض وحروب شوارع. النهاردة رواندا أصبحت رقم واحد كسياحة، كوجهة سياحية في إفريقيا، فيعني الأمور اختلفت تماما، البلد طهرت نفسها بنفسها، فهي تجربة محترمة جدا الحقيقة تستحق أن يتم الالتفات إليها. خلونا نروح لخبر آخر. سيد سامح شكري وزير الخارجية المصري النهاردة الخميس بدأ في زيارة لإريتريا بتستهدف طبعا دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيبقى فيه تناول للتطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، حرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام، طبعا حيناقشوا موضوع أمن البحر الأحمر وتطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. في الزيارة دي حيبقى فيه رسالة شفهية طبعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الإريتري أسياس فورف ورقي، تستهدف يعني إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين البلدين. إفريقيا طبعا بشكل عام ومنطقة القرن الإفريقي جنوب البحر الأحمر دي أكيد بتمثل عمق استراتيجي وامتداد للأمن القومي المصري في المنطقة، والحقيقة أنه الأمور كلها أو يعني العلاقات المصرية الإفريقية حقيقي دلوقتي بترجع تاني تشهد تحولات جذرية من عدة أشهر، يمكن كانت بدأت بتوقيع اتفاق سلام بين الجارتين اللدودتين خلينا نقول كما يعرف عنهما إثيوبيا وإريتريا، ده كان 9 يوليو الماضي، وده يمكن الاتفاق ده اللي تم توقيعه أنهى عداء دام يمكن أكتر من عقدين من الزمن، و امتدت حتى لتشمل الصومال كمان، وبالتالي هناك حراك في القرن الإفريقي، استراتيجيات وتصالحات واتفاقيات كثيرة أصبحت تشكل الآن، أعتقد يعني الخريطة الإفريقية ربما كلها بيعاد تشكيلها من جديد. القيادة العامة للقوات المسلحة طبعا طول الوقت بتعزز وبتدعم العلاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية نفذت تدريب بحري عابر في نطاق البحر الأبيض المتوسط، ده يمكن كان خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية سيف بي ان اس إلى جمهورية مصر العربية. تدريب الحقيقة كان فيه تنفيذ تشكيلات إبحار وحق الزيارة والتفتيش للسفن واشتبه فيها، تدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية اللي بتشارك من الناحيتين، ويعني أكيد الهدف العام من هذه التدريبات بيبقى توحيد المفاهيم العملياتية اللي بتحصل ونقل وتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف على العقائد القتالية المختلفة. فاكرين حضراتكم كنا لما التقينا في مساء دريم بوزير النقل الدكتور هشام عرفات، وكنا يعني أجرينا جولة خارجية معاه واتفرجنا على الطريق الدائري الإقليمي وشفنا، وكان في حاجات حتى يومها سيادة الوزير قال لنا أنه في حاجات خلاص بتخلص لغاية يعني افتتاح الرسمي ليها لما الرئيس إن شاء الله يفتتح المشروع ده، وشرحنا ساعتها وقلنا الأهمية إيه وحيبقى الموصل من فين لفين وحيسهل المرور من مناطق كتيرة جدا، هيربط محافظات كثيرة جدا ببعضها. الرئيس الحقيقة افتتح بالفعل هذا الأسبوع المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي، ده ضمن 5 مشروعات كبرى للطرق.
والحقيقة أنه الداخلية طلعت بيان قالت فيه أنه الطريق الدائري الإقليمي ده هيبقى فيه تواجد أمني ومروري مكثف على مدار اليوم، مع قرب تنفيذ القرار اللي اتكلمنا عنه الأسبوع الماضي في مساء دريم، والناس كلها يعني الحقيقة اتكلمت عنه، بموضوع منع سير النقل وفكرة النقل يطلع في أوقات معينة، حظر سير سيارات النقل اللي حمولتها تزيد عن 4 طن، مش هتمشي على الطريق ده من 6 الصبح لغاية 12 مساء أو منتصف الليل، وده هيبقى اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري. عايز اقول لحضراتكم بقى النهارده، يعني بمناسبه يعني اتكلمنا على السوشيال ميديا، الناس كلها عماله تعمل شير لشكل الصور اللي طلعت من الداخليه اللي فيها عساكر وضباط يعني قوات من الامن اللي واقفه بتستعد عشان تبدا تنزل تنفذ وتطبق هذا القرار. قرار انه ما فيش عربيه نقل حمولتها اكتر من 4 طن هتمشي من 6 الصبح ل 12 منتصف الليل على الدائري الاقليمي ده، على الدائري. فالحقيقه انه الناس كانت مبسوطه جدا. الصور معانا يا شباب؟ طيب هنشوف التقرير الاول وهنشوف برضو الصور بعدها اللي كانت الناس النهارده كلها يعتقد انه ده احتل المكانه الاولى في عمليات التبادل والشير على السوشيال ميديا، قوات الامن وهي بتستعد ونازله لتنفيذ هذا القرار. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. بعد أن افتتحه رئيس الجمهورية رسميا، استعدت وزارة الداخلية مبكرا لتأمين الطريق الدائري الإقليمي بكافة قطاعاته والتي تمتد ل 365 كيلومتر. 6 مديريات أمن يمر بها الطريق تشارك الإدارة العامة للمرور في عملية التأمين بهدف توفير مظلة من الأمان لمرتاديه، من خلال تخصيص قوات ذات كفاءة وقدرة عالية لتتولى عمليات التأمين والتمشيط الدائم بطول الطريق، مزودة بالمعدات والسيارات اللازمة للتعامل مع أي خروج على القانون. المديريات رفعت درجة التأهب والاستعداد لديها وبدأت فعليا عمليات الانتشار على الطريق بالتشارك مع الإدارة العامة للمرور وعلى مسافات متباينة من خلال نقاط الارتكاز الثابتة والأقوال المتحركة التي تهدف إلى بث طمأنينة لمرتدي الدائري الإقليمي على كافة محاوره. وتتضمن سيارات الإغاثة المرورية والأوناش المختلفة للتعامل مع الأعطال المفاجئة، حيث يشهد الطريق كثافات من سيارات النقل الثقيل، ومعه كانت الحملات المرورية لضبط السرعات الزائدة مع المراقبة الدائمة على مدار الساعة من خلال الخدمات المرورية المنتشرة بطوله. ويبقى على مرتدي الطريق الالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور لضمان السلامة الكاملة على الطريق. اعتبارا من يوم 15 من 6 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل هيتم حظر سير سيارات النقل اللي هي فوق 4 طن بالنسبة لدائري القاهرة، وبالتالي هيتم كله الاتجاه الدائري الإقليمي. بكل تأكيد النهاردة احنا بصدد الدائري الإقليمي بطول 365 كيلو، بيمر خلال 6 محافظات، بيربط ما بين القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية سواء وجه بحري أو وجه إبلي والشرق وغرب الجمهورية. احنا الجيزة بتأمن منطقتين، منطقة ما بين القاهرة والفيوم بمساحة 60 كيلو، ومنطقة تانية ما بين الفيوم والمنوفية بمساحة 124 كيلو. تم تقسيم المناطق إلى أقوال أمنية، كل قول أمني ليه مكان محدد يمر فيه. القول الأمني فيه بتبقى فيه ضباط مباحث وضباط نظام ومجموعات مسلحة من قوات الأمن ومن الأمن المركزي، وفي أجهزة للكشف عن المشتبه فيهم وتحقيق الاشتباهات أو الكشف عن السيارات المسروقة. ويجمع الخبراء ويتفق معهم المواطنون على أن هذا الطريق سيقلل كثيرا من الكثافات على الطريق الدائري القديم مع تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل عليه من 6 صباحا حتى منتصف الليل من 15 من الشهر الجاري لتسلك الدائري الإقليمي. لذلك تزامنا مع تطبيق القرار تكثف وزارة الداخلية من انتشارها عليه لتطبيق القرار بحسم وردع كل من يخالفه وفقا للقانون، مع تحويل هذه السيارات إلى الطريق الدائري الإقليمي والذي بدأ السائقون بالفعل في استخدامه لأنه يقلل من الوقت وما يتمتع به من انسيابية. صدر قرار السيد رئيس الوزراء بمنع سير السيارات التي تزيد حمولتها عن 4 طن بالطريق الدائري، ومن يخالف ذلك سيواجه بعقوبة الغرامة من 1000 جنيه ل 3000 جنيه.
جو من الأمان توفره الأجهزة الأمنية لمستخدمي الدائري الإقليمي، والذي يعد نقلة حضارية تسهم في زيادة عجلة التنمية بعد أن اختصر المسافات وقلل الزمن وسحب كثافات مرورية كان إقليم القاهرة الكبرى يعاني منها. أحيانا بمرور الوقت بننسى بعض الوقائع أو الحوادث اللي لما كانت بتحصل في وقتها الحقيقة كنا بننتفض، كلنا بننتفض حتى في الشارع في الإعلام، وبنقول رجاء امنعوا النقل يطلع الدائري، رجاء نظبط حركة المرور، رجاء اللي يمشي عكس اتجاه، يعني دي كلها كانت حاجات كنا طول الوقت بنقولها. ولما كانت بتحصل حادثة كبيرة، يعني ربنا يا رب يسلم ويرحم الجميع، كل اللي راحوا ضحايا حوادث، وربنا يصبر أهليهم ويشفي كل مصاب ويسلم طريقنا جميعا يا رب. لما كانت بتحصل حادثة من دول كنا بنفضل قاعدين نقول احنا عايزين القوانين والقرارات اللي تطبق بجد. فالحقيقة أنا ليه بقول لحضراتكم أن الناس النهاردة كانت فرحانة قوي بالصور دي اللي هي فيها قوات الأمن واقفة ومستعدة وعلى أهبة الاستعداد، ويعني لا يعني حقيقة تحس أنه في يعني جدية جامدة، يعني تحس انه المرة دي مش اللي هو ايه يا جماعة خدوا بالكم اللي هيطلع على الدائري هيعمل كذا، اللي هيخالف وما يمشيش في وقت الحظر ده هيحصل كذا، لا المرة دي في احساس عندنا كمواطنين انه القرار بجد هيطبق. والطلب الحقيقة اللي هنطلبه هنا من السادة في الداخلية، انتوا بتعملوا مجهود هايل، وده هيبقى مجهود هايل كمان منكم، ده مش سهل، والتأمين ده مش سهل، ده شيء صعب جدا، بس رجاء الاستمرارية في الاستدامة بقى، يعني مش ان هو نطبق اسبوع واتنين وشهر، لا ان شاء الله بإذن الله نفضل على طول شايفين التواجد الأمني ده موجود على الدائري، نشوف لو في اي نقل طلع على طول المخالفة دي تتعمل. وانا بعتقد يعني انه ما فيش حد هيجازف لو انا سواء نقل وعارف ان قوات الأمن دي واقفة مستنياني على الدائري او في كاميرات او هتجاب، ما اعتقدش ان انا هيبقى عندي يعني الجرأة قوي ان انا اطلع في اوقات غير الحاضر. الداخلية كمان طلبت من القائدي السيارات يلتزموا بقواعد واداب المرور وارشادات ارتياد الطرق، طبعا ايه توقيتات الحظر المقررة. وعايز اقول لحضراتكم ان هو على الدائري كمان في نقاط ارتكاز، كان هنشوف دلوقتي كده جزء صغير هيشرح ده بشكل فني اكتر، في نقاط ارتكاز هتبقى موجودة علشان اي مخالف لقرارات الحظر اللي هو المفروض اللي قلنا عليه ده يعني وقتي هيتم التعامل معاه. تعالوا نشوف مع بعض الجزء ده من هذا التقرير. كوزارة الداخلية معنيين بتنفيذ قرار حظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري نهائيا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 منتصف الليل. بيتم تنفيذ القرار بكل حسم، ويكاد يكون الطريق الدائري بأكمله خالي من أي سيارات نقل ثقيل بتزيد حمولته عن 4 طن، وكل ده عشان نهدف لزيادة أمان المواطن في سير المركبات على الطريق الدائري. خلينا بس طول الوقت الحقيقة نفتكر ونفكر بعض كده بصراحة شديدة، يعني إن ضبط المرور مش بس من الدولة، مننا احنا كمان كمواطنين، وده جزء كبير جدا. يعني التكست مسجز اللي بنقعد نكتبها واتساب واحنا سايقين العربية، الموبايل اللي على ودنا، وبعدين اللي جنبك يقول لك ركز في الطريق، انا مركز. علميا وعمليا عمرك ما هتبقى مركز بنسبة 100% أو التركيز المطلوب إنك تكون مركزه وحضرتك على الطريق، يعني أنت مسؤول عن روحك ولو في حد معاك في العربية، ومسؤول عن الناس اللي حواليك برضو، يعني مسؤول إنك أنت تمشي صح عشان ما تصيبش حد من اللي حواليك. ففي حاجات كتيرة، إنك تمشي عكسي، إنك تركن صف رابع، تطلع لايف
ماشي انك تطلع لايف وحضرتك سايق العربيه وتطلع لايف، في حد عملها مره قبل كده بس شالها من على الفيسبوك على طول. ماشي. لا يعني بجد والله في برضو حاجات احنا كمواطنين لازم ناخد بالنا بجد. ضبط المرور مش عمره ما هيبقى بس مسؤوليه دوله وقوانين، في بقى سلوكيات تانية احنا كمان لازم ناخد بالنا منها. الصحه والادويه، في كلام كتير كان طالع الكام يوم اللي فاتوا دول انه في عدد من الادويه ناقص وفي حقن ناقصه وكان في ادويه للاطفال ناقصه. فالحقيقه ان وزاره الصحه اول باول بترد، الدكتوره رشا زياده رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله في وزاره الصحه قالت انه مستمرين، الوزاره مستمره في عمليات فحص القوائم الدوائيه المسجله في الوزاره وحل المشاكل اللي بتواجه الاصناف اللي توقفت الشركات عن انتاجها، وان الوزاره بتسعى لتامين احتياجات البلاد من الادويه والادويه الحيويه بشكل عام يعني، وانها بتشتغل باستطلاع بتشوف ايه استطلاع نواقص يوميه لتوفيرها. الحقيقه حاولنا نتواصل مع دكتوره رشا زياده للاسف مش متاحه ان هي تدخل معانا على الهوا، لكن الحقيقه انه كان مهم ان احنا نسالها لانه في كلام زي ما بقول لحضراتكم انه في بعض الادويه ناقصه، رجع تاني في نقص نواقص في الادويه، فعايزين نتكلم على نقص الادويه معاها. بمناسبه الكلام عن الصحه بقى والدواء والصيدليه، اصل بتصرف دواء ده يعني صيدليه. في مجموعه من الاطباء الصيادله الدكاتره الصيادله يعني عملوا حمله فكرتها حلوة جدا، اكتشفوا انه في 20,000 صيدلية في مصر تقريبا اللي بيديرها غير متخصصين، لدرجة انه ممكن يعني اللي يصرف لحضرتك كمريض الروشتة يبقى عامل مثلا حاصل على دبلوم. كل احترامنا طبعا لأي حد عنده دبلوم او ايا كان مستوى العلمي تعليمي ايه، بس يعني هي الفكرة انه ما ينفعش حضرتك ده يصرف لك دواء. الموضوع ده مهم جدا وحضرتكم هتسمعوا بنفسكم ده في التقرير، فكرة الاستسهال واني اوقف حد في الصيدلية يمسك الروشتة يقرأ فيقوم يطابق اسم الدواء بده وهو مش صيدلاني ومش متخصص، دي كارثة. في تشابه ممكن يحصل، حقيقة انه كان في حادثة كانت شهيرة يعني لإحدى زميلاتنا في المجال الإعلامي من حوالي سنتين تقريبا، إنه يعني خطيبها دخل صيدلية ياخد حقنة، مع إنه المفروض إن الواقف ده صيدلي بس يعني بدل ما يديها له وريد اديها له، بدل ما يديها له عضل اديها له وريد، وتوفي في الحال بعدها بلحظات. في كوارث بتحصل حقيقة، رحمة الله عليه طبعا ورحمة الله على الجميع، يعني في كوارث الحقيقة بتحصل في الموضوع ده. ده موضوع لا يستهان به أبدا، فكرة مين اللي واقف في الصيدلية، ما فيش حاجة اسمها ان الصيدلي يبقى رايح مشوار فيوقف حد، الحد ده لو وقف 3 دقايق ممكن يصرف روشتة. في تشابه في أسماء أدوية، في زميل لينا كان بيحكي لنا انه زوجته وهي حامل راح يصرف لها دواء، فاللي واقف مش صيدلي اداله دواء تاني. التشابه عايز اقول لحضراتكم تقريبا في حرف او في حرفين، لولا ستر الله ان زوجة زميلنا يعني مثقفة وبتعمل في المجال الطبي، فلما قارت الاسم الدواء الغلط اللي اخدته ده كان ممكن لا قدر الله يسبب لها اجهاض لو اخدته. في بقى نقعد نحكي قصص للصبح، سلامة المريض وما ينفعش اي حد يصرف الدواء من الصيدلية وكده. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده اللي قعدته لنا زميلتنا مارينا امير عن حملة، وهي حملة امسك دخيل. مين الدخيل؟ الدخيل اللي هنعرف هو مين في هذا التقرير، الدخيل هو كل من يقف في صيدلية او يقوم بصرف الدواء للمريض وهو غير متخصص. نشوف مع بعض التقرير. معروف تماما خطر البخلاء على مهنة الصيدلة وعلى صحة المريض المصري اللي هي تعتبر أمن قومي. الفترة اللي فاتت بدأت تظهر مشاكل كتيرة من البخلاء، عند إعطاء حقن، ممارسة حتى يعني يمكن بيمارسوا دور الأطباء، مش بس دور الصيادلة، بيمارسوا دور الأطباء. يعني السنة اللي فاتت كان في طفل في منطقة الجيزة هنا مات بسبب ان شاب مش مؤهل اداله حقنه ولقى ان الطفل بدا يخش في غيبوبه، بدا يعمل له اسعافات بطريقه معينه مات. السنه دي
في منشورات الإدارة المركزية كانت بتحذر من حقن معينة وبتحذر من أدوية معينة، الدخلاء ما بيراعوش لأن ما بيوصلهمش المنشورات دي. المساعد ما يكونش عارف أضرار الجانبية للأدوية فما يقدرش يشرحها كويس، ممكن في بعض الأدوية بتسبب حساسية لمرضى معينين هو ما يكونش عارف بيها، بيبقى في تدخلات أدوية جرعات مش مظبوطة ساعات، كل دواء طبعا بيبقى الاكثر واحد عنده علم بيها هو الدكتور الصيدلي. ما نسيبش اي حد ما عندوش علم زائد خبره انه يتعامل مع المريض بشكل مباشر، لازم يكون عنده علم وخبره، ما ينفعش علم بس وخبره بس، لازم يكون عنده الاثنين، علم زائد خبره عشان يقدر يتعامل مع المريض. بلاش نخون الامانه عن طريق ان ما يكونش همنا الاساسي هو المكسب المادي، مش اي مريض يدخل على الصيدليه لازم يخرج بكيس مليان ادويه، لا ممكن يخرج بنصيحه هتفيده اكتر من الادويه دي. اسماء الادويه بقت كتيره جدا، ممكن حرف واحد ينقلك من دواء لدواء تاني، بمعنى ايه؟ في دواء مثلا يبقى منوم وفرق بينه بالحرف، الدواء السكر مثلا حرف، ده يعمل كارثه لو اتصرف غلط يعني. فلا بد يكون الصيدلي طبعا هو ادرى واكتر واحد بيفهم بالروشتات والادويه والاسماء، ويعني وعارف الجينيك نيمز والكيميكال نيمز والتريد نيمز، فيعني هو اهم واحد بيصرف في الدواء في منظومه صرف الدواء. لازم اتاكد ان انا بتعامل مع صيدلي عشان كانك برضي ما اديكيش حاجه غلط وتبقى الدواء غلط يضر، ما ينفعش، فلازم نتعامل مع دكتور صيدلي. المريض ما يصرفش اي روشته غير يتاكد ان اللي بيصرفها له صيدلي، ويتاكد من الادويه وما ياخدش، يعني لو مثلا الدكتور قايل له اسبوع 10 ايام ياخد على قد الكميه بالظبط، عشان لما بيفيد الدواء ما بيستعملوش بعد كده. رجاء خاص لكل الصيدليات انها تتاكد ان اللي بيشتغل معاها صيدلي وما يشغلش اي واحد حتى لو هو عنده خبره في الصيدليه، عشان ده بيضر بحاله المرضى. تعالوا نتكلم مع بعض كده في موضوع ندردش فيه بشكل صريح جدا بصراحة. يعني حضرتك من حقك تدخن، من حقي أشرب سجاير، من حقي أشرب شيشة، من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن مش من حق حضرتك تضر اللي قدامك. موضوع التدخين السلبي ده أعتقد أنه العالم كله بقى عارفه دلوقتي، فكرة أنه حد ممكن ما يبقاش بيشرب سجاير خالص بس من كتر ما هو بيقعد في بيئة محيطة بالدخان الرئة عنده وجهازه التنفسي وكله يعني كأنه بيدخن، بيبقى هو مدخن سلبي، وبالتالي فكرة هنا بقى التدخين اندور واوتدور ده العالم كله بدأ فيها من سنين طويلة. مستحيل مستحيل، مش هنتكلم عن أمريكا وأوروبا، بتكلم على دول عربية شقيقة وصديقة، دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا، هل يجرؤ مواطن أو وافد أو أي حد أي بني آدم انه يكون في مكان اندور داخلي، يعني سواء مول، مصلحه حكوميه، مدينه ملاهي، ايا كان، انه يولع سيجاره؟ مستحيل، لانها لو حصلت هيطبق عليه غرامه، غرامه كبيره كمان، قانون، على طول الشرطه هتروح جياله تعمل له مخالفه، قانونه بيطبق. وبالتالي هنا في فكره المسؤوليه كمان. الحقيقه المشهد، بس معلش يمكن ده ملوش علاقه قوي باللي انا هقوله دلوقتي او بالتقرير، بس المشهد اللي في منتهى بيمثل لي منتهى الاستفزاز الحقيقة يعني، ولازم نخلص من المشهد ده في مصر، انه حضرتك تدخل على موظف في مكتبه، واعتقد بالذات لو حكومي لانه القطاع الخاص مانع برضو تدخين بشكل كبير، يعني اغلب القطاع الخاص دلوقتي مانع التدخين داخل جوه اندور، تدخل على موظف مكتب حكومي هو ماسك لك السيجارة وقاعد كده وماسك بيشتغل لك، لا يعني بيبقى فيه استراحات على جنب، حركة عايز تشرب سيجارة كل فترة بتقوم تقف على جنب في مكان هوا أو دور مكتب فيه 5-6 موظفين ومواطنين صعب، في حاجات كده صعبة. وبعدين بقى الأكثر استفزازا إنك تبقى مستني الأسانسير ويفتح باب الأسانسير تدخل تلاقي واحد واقف بسجارة بيشرب سيجارة جوه الأسانسير، حاجة كده تحس إنك عايز تاخده على الاسم، والله العظيم ده ما ينفعش تتكلم معايا، ده تاخده كده على الاسم تعمل له محضر. في حاجات لازم نبدأ نغيرها، وثقافات لازم نبدأ نغيرها. ما بتكلمش هنا على فكرة التدخين أو لا، كل واحد حر، أنا بتكلم على فكرة تدخن فين، ويعني لا ضرر ولا ضرار. وزارة الأوقاف أصدرت قرار محترم جدا، منع التدخين في أماكن العمل الرسمية تماما،
والحقيقة إنه لما عرفنا القرار ده على طول حبينا نسأل الناس رأيها إيه في القرار ده، وهل عايزين نتخيل كده إنه القرار ده المفروض إنه باقي الوزارات كمان وباقي الجهات الحكومية تبدأ تعممه ولا لأ؟ أول مرة أنا بقول لحضراتكم، أول مرة ننزل نصور تقرير ناخد رأي شريحة كبيرة من المواطنين في الشارع ما نلاقيش مؤيد ومعارض، نلاقي كله مؤيد، مؤيد لفكرة تعميم منع التدخين في الأماكن العمل المغلقة بالذات تحديدا يعني، والوزارات والأماكن الحكومية. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا سارة اللي قدمته لينا عن قرار وزارة الأوقاف بمنع التدخين داخل أماكن العمل. ايه رأي حضرتك في قرار وزارة الأوقاف بمنع التدخين في أماكن العمل الرسمية؟ وافق طبعا على القرار وأؤيده بكل قوة يعني، وياريت يتطبق في كل الوزارات وفي كل الهيئات الحكومية. والله وحضرتك ممتاز جدا، وياريت يتنفذ يعني ويبقى خدم من الناس اللي ما بتدخنش، لأن ده في ضرر اللي مش بيدخن بس، ضرر اللي ما بيدخنش كمان. قرار حكيم وقرار سليم من ناحية الصحة ومن ناحية إن التدخين ضار أصلا، حتى اللي ما بيدخنش وبيدخن جنب واحد ما بيدخنش هيتضر. القرار ده كويس، وان هم كمان يعني في ناس ما بتدخنش، انا ذنبهم ايه ان انا اذيهم؟ هو قرار جيد جدا بالنسبه للعاملين وبالنسبه للناس المواطنين اللي جايه تقضي مصلحه جوه المصالح الحكوميه. في ناس بيكون عندها ضيق تنفس، في ناس بيكون عندها مرض، فيجب تستحمل حكايه التدخين دي. بيبقى في اعمار مختلفه وممكن يبقى فينا حد تعبان وكده مقفول، فدوت هيبقى كويس يعني، احسن ما يبقى مطلق الحرية في حد بيقدر في ناس ما بتقدرش كده يعني. حضرتك مع ولا ضد تعميم هذا القرار في الهيئات والوزارات الأخرى؟ لا مع التعميم بصراحة. مع طبعا مع التعميم طبعا حضرتك، لأنه ضار بالصحة. أي مصلحة بيكون فيها مواطنين سواء عامة أو خاصة لازم يتمنع فيها التدخين تماما. مع تعميم طبعا، أن هو يبقى موجود في كل الوزارات. مش معاه في التعميم طبعا، أن هو يخليها على الشركات كلها. أرى أنها خطوة مهمة، أرى أن التدخين له أماكن خاصة به لا يمكن أبدا، وده المجتمعات الأوروبية والمجتمعات المتحضرة والمتقدمة سواء كانت في الدول العربية في أماكن للتدخين وللمدخنين يتخصهم بها في هذه الأماكن، لكن لا ينبغي أن يكون يعني أنا أجلس في مكتب ويلوث تنفسي أو يلوث سمعي أو يلوث بصري بتدخين، كما أنك لك حق أن تدخن أنا لي حق أن أتنفس هواء طبيعيا نظيفا نقيا بعيدا عن التلوث. فلذلك أعتقد لو الوزارات المعنية جميعها أخذت على عاتقها هذا الأمر قد تنحصر هذه الآفة، وقد نوفر أيضا موارد مالية كثيرة جدا. كم من الذين يعالجون من الربو ويعالجون من صحة الصدر وكل هذه مسألة أعتقد عليها إجماع وليس عليها أحد يشز منها. جات لنا استغاثة من طلاب الجامعة العمالية. الجامعة العمالية طبعا ليها 11 فرع على مستوى الجمهورية، لأنه حسب ما قالوا لينا وموضحين في التقرير التالي جالهم فجأة قرار مفاجئ للطلبة أنه شهاداتهم هتتحول من بكالوريوس لدبلوم، والدبلوم ده كمان حسب ما تقال لنا في التقرير برضو حبينا نفهم يعني إيه دبلوم منتهي، بالرغم من أن الكلية نفسها منذ إنشائها المفروض أنها 4 سنوات وبتعادل البكالوريوس. والناس اللي قدمت بقى الفكرة أنه الطلبة اللي مقدمين اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده بس يعني ده حاجة يعني off the record كده، بس هي حاجة برضو مهمة الحقيقة، ده المدخل بتاع الطلاب عشان يدخلوا الجامعة العمالية في اسكندرية فرع اسكندرية. ده حاجة يعني يمكن ملهاش علاقة بالاستغاثة، بس ده يعني برضو مشهد الحقيقة غريب جدا. بيقولك انه الـ 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 المدخل عشان يدخلوا الجامعة بتاعتهم بيعدوا زي نفق او حاجة تحت الارض تقريبا، او في ظهر بيت حاجة كده، وبيمشوا بمسافة طويلة عشان يدخلوا مدخل الجامعة. حاجة غريبة شوية الحقيقة، بس دي جزئية تانية. تعالوا نسمع مع بعض التقرير وناخد عليه اتصال هاتفي مهم نعرف شكوى هؤلاء الطلبة، هل هم محقون في هذه الشكوى أم لا. الموضوع وصل بيهم ان هم بيقول الحقونا، احنا مستقبلنا بيضيع، احنا بندفع كل المصروفات اللي علينا، ولما التحقنا بالجامعة واصبحنا في سنة اولى او تانية فيها
ده حصل على اساس انها 4 سنين وانها بكالوريوس، ما ينفعش فجاه واحنا في الجامعه نتفاجئ انها بقت سنتين وبقت دبلوم مش بكالوريوس. نتابع معا تقرير زميلتنا مارينا امير. دلوقتي احنا اول ما دخلنا عميد الفرع كان اسمه دكتور علاء الزمراني، سالته كذا مره احنا 4 سنين ولا اتنين، قال لي 4 سنين، وعملوا كذا مؤتمرات احنا 4 سنين ولا اتنين، قال 4 سنين ومعتمده وكل حاجه من الوزاره. اول ما جيت قدمت هنا جيت قدمت يدوي، لان انا سنين قديمه في الدبلوم، فما كانش ينفع ان انا اقدم في الدبلوم من الدبلوم للتنسيق يعني. فلما جيت قدمت هنا قلت لهم يا نظام الجامعه ايه، قالوا لي ان انت بتاخد بكالوريوس. انا كان عندي علم ان بعد اول سنتين انا ممكن اعمل معادله وامتحن وادخل منها هندسه حكومه، وتقريبا انا وكام شخص من عندنا من هنا كنا ماشيين على النظام ده ان احنا هنعمل كده. دلوقتي هم عاطين لنا شهاده مختومه ان هي دبلوم منتهي، يعني حتى ما ينفعش اقدم ثالثه ورابعه في اي معهد تاني. يعني في ناس دلوقتي معانا بتعمل معادله عشان تقدم هندسه، وبعدين خدوا الشهاده وراحوا عشان فرع كفر الشيخ عشان يقدموا هندسه ويمتحنوا المعادله، قالوا لهم انت دبلوم منتهي، ما ينفعش ما ينفعش تقدم في اي حاجه ثانيه. دفع يمكن يدخل في 12000، ده غير الناس اللي بتيجي مثلا من مناطق بعيده وكلام ومصاريف وكلام من ده. بالنسبه للكتب، الكتب كانت يعني كانت بتنزل قبل الامتحانات يمكن باسبوعين بالظبط، كنا يعني شغلنا كله يعني اعتمادا على المكاتب اللي بره والكلام ده كله. هو كده خلاص قضى علينا من كل ناحيه كده، هو قضى علينا ما لناش ان احنا نكمل في اي حته ثانيه بره. حتى الناس اللي جايه بتقدم بتعرف ان هي سنتين بتسيب الجامعه وبتمشي. بالاضافه ان في مشاكل في الجامعه ذات نفسها احنا مالناش دخل بيها، دي هيئه التدريس مع الوزاره مع دي، احنا مالناش دخل بيها، احنا طلاب مالناش دعوه بالوجع الدماغ ده كله. وضع الشارع احنا بنعدي من جحر صغير كده من تحت بيت، طبعا احنا عادش عندنا هنا كلهم هيئه التدريس كلها مع عربيات فبتسمح لها من طريق تاني تبقى انضف شويه، لكن احنا كطلاب كلنا عشان ناخدوا مواصلات بنعدوا من جحر تحت بيت، بعد كده بنعدي سكة قطر، بعد كده بنخش بين مخازن شركات. مخازن شركات دي بعد ما تقفل ما بيبقاش عندنا هنا غير الغفر، ممنوع حد يعدي في الشارع. يعني لو واحد اتأخر بيه الوقت في محاضرة جوه ممكن ما يسمحلوش اللي هو يروح. الورشة تحت الصفر. احنا بنتكلموا الآلات كلها قديمة وورشة تحت الصفر، تعليم بسيط جدا يعني يعتبر حاجات بدائية. احنا معترفين ان التعليم ده ما يسويش الواحد هيطلع مهندس مراقب جودة، بس احنا دلوقتي هيبقى موقفنا ايه اللي قدمنا؟ احنا اللي موجودين جوه الجامعة ده هيبقى موقفنا ايه؟ بصحى من النوم لقيت نفسي مفيش تعليم، طب انا مستقبلي راح فين؟ انا واحد مقدم على اساس 4 سنين، طب وبعد ال4 سنين انا بقى جيت نمت كام يوم قالوا لي ده انت سنتين، انا واحد عايز اكمل تعليمي واشوف مستقبلي واهلي اللي مستنيين ان انا ابقى حاجة ضاع كل ده. خلونا نحاول نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، تحياتي لحضرتك كل السيدات والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حضرتك سمعت معانا هذا التقرير وسمعت استغاثه هؤلاء الطلبه، ايه الفكره يا فندم؟ وانا بس هبدا بالسؤال البسيط قوي، ازاي ابقى في اولى او ثانيه بالفعل وفجاه اتفاجئ عفوا بهذا القرار انه مش هتبقى بكالوريوس هتبقى دبلوم وهتبقى سنتين بدل 4؟ وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت بيان رسمي مؤرخ في أرقام القرارات الصادرة بشأن الجامعة العمالية. الجامعة العمالية تابعة لوزارة القوى العاملة. الدور الوحيد لوزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلي للجامعات هو اعتماد الشهادات الصادرة عن الجامعة العمالية. وفقا لحضرتك التقارير الصادر اللي أنت وضحتوها حاليا، الطلاب أنفسهم أقروا بأن نظام التعليم لا يرقى من مستوى منح البكالوريوس. اللي حصل ان المجلس الاعلى للجامعات ارسل لجان متخصصه من اساتذه وخبراء في كل التخصصات اللي بتدرس في الجامعه العماليه، ووجد 3 مشكلات رئيسيه.
مشكلة تتصل بالموارد البشرية، مشكلة تتصل بالإمكانات المادية، مشكلة تتصل بالإمكانات الفنية. ووجدت هذه اللجان أن ما يمنح من درجة علمية بالنسبة للجامعة العمالية لا يرقى لدرجة البكالوريوس. ويبقى التساؤل، هل في هذه الحالة من المجلس العالي للجامعات يجد في هذه الحالة نمنح شهادات جامعية دون توافر الإمكانيات بالفعل لتجعل مجلس مطمئن إلى الشهادة الصادرة عن الجامعة؟ الحقيقة اتخذ هذا الموقف. النقطة الثانية حضرتك اللي بتشير لها في التقرير أن أنه تم مفاجأة الطالب بذلك، قرار حضرتك صادر عام 2015، يعني مر عليه حاليا 3 سنوات. يعني طلبت أولى وتانية، يعني طلبت أولى وتانية ما تفاجئوش وهم في الجامعة؟ إطلاقا، إحنا البيان الرسمي الصادر عن الوزارة وأدعو أبنائنا الطلاب للدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي مؤرخ فيها قرار المجلس الأعلى للجامعات. طب سؤال معلش قد يكون بهذا الموضوع، طب يعني سؤال فني معلش، انا اسفه، سؤال ممكن معلش حضرتك ما تبقاش برضو يعني معاهم هناك، هم بيقدموا طبعا، بس ممكن يبقى عندك فكره، هل الطالب لما بيروح يقدم في السنتين اللي فاتوا في وسيله كوميونيكيشن او اتصال انه يعرف الموضوع ده؟ جامعه حضرتك تبع وزاره القوى العامله، اسال حضرتك انه تسال وزاره القوى العامله في هذه الجزئيه، هل وصل حضراتكم قرار المجلس الاعلى والجامعات؟ لان دي مشكله الحقيقه قديمه وليست مشكله حديثه. طب يا الجامعه العمليه درجه البكالوريوس ده كلام رسمي. طب يا فندم، لذلك انا بقول لحضرتك هذه الجامعه لا تتبع وزاره التعليم العالي، ولكن وزاره امال يا فندم معلش ثواني، معلش يا فندم استاذن حضرتك، احمد والنبي هات لنا الجامعه نفسها، يعني اليافطه او اسم الجامعه نفسه من بره مكتوب عليه وزاره التعليم العالي يا فندم، اهو مكتوب معتمد من وزاره الشهاده التي تصدر تعتمدها وزاره التعليم العالي، تعتمدها وزارة التعليم العالي، بمعنى أن الشهادة الصادرة عن الجامعة تعتمدها الوزارة. الوزارة لكن التبعية الإدارية والتبعية الفنية كلها لوزارة القوى العاملة؟ طبعًا. طب إحنا نحاول، لازم نحاول نتواصل مع القوى العاملة برضه. طبعًا وحياتنا، عشان كده حضرتك بنقول إيه؟ البيان الرسمي يرجى مراجعته، لأن البيان الرسمي بيقول طيب. إنه باختصار أن الجامعة العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة. طيب هسأل حضرتك سؤال في الجزء الخاص بالتعليم العالي، سؤال ما كانش من الممكن ان احنا بدل ما نعقد المجلس ده ونخلص الى هذا القرار ان احنا ننزل من البكالوريوس لدرجة دبلوم، فمن 4 سنين لسنتين، ما كانش ممكن ان احنا نرتقي بالمناهج اللي بتقدم؟ طب هذا اللي طلبه المجلس، وقال المجلس ايه في قراره؟ حينما تستكمل كافة المقومات البشرية والمادية والفنية اللي هي بتوازي حال أوضاع الجامعات المصرية سيمنح هذه الدرجة، مفيش تعنت على الإطلاق، لكن الوضع الحالي للجامعة لا يمنح درجة البكالوريوس. إذن الشباب الموجود في أولى وتانية دلوقتي حاليا لم يفاجأوا، وهذا القرار موجود بالفعل وأعلن وأعلم به الجميع رسميا في 12/12/2015، قرار رسمي صادر عن المجلس الأعلى للجامعات بأن الدرجة الممنوحة هي دبلوم مهني منتهي سنتين. طيب. قولا واحدا، ولما يكون ختم الشهادة يا فندم مكتوب عليه وزارة التعليم العالي، يبقى انا بقول لحضرتك ما هي الشهادة، لما نقول دبلوم منتهي ومعتمدة من التعليم العالي اعتمدها كدبلوم مهني. هو كلمة دبلوم منتهي معناها ايه يا فندم؟ دبلوم منتهي معناها أن إمكانات الجامعة الموجودة البشرية والمادية والفنية ترتقي لمنح دبلوم مهني منتهي، يعني معناها حضرتك أنه ده مش بكالوريوس، ده رقم واحد، يعني ما ينفعش. يعني كلمة دبلوم منتهي معناها أنه مش بكالوريوس، هو ده المعنى؟ طبعا دبلوم بالنسبة للطالب يؤهله مهنيا، لكن ليست الدرجة الأكاديمية اللي هي تعطي الطالب حق الحصول على البكالوريوس. طب الدبلوم ده يا فندم، الدبلوم ده هيعرف يدخله جامعه بعد كده ولا خلاص ده اخره في التعليم؟ بص حضرتك، هي المساله ايه باختصار؟ المساله باختصار ان المجلس الاعلى للجامعات حينما يعطي شهاده معتمده، اي معهد موجود في مصر، اي جامعه موجوده في مصر بتعطى شهاده معادله، معناها ان هذه الشهاده معادله من المجلس الاعلى للجامعات. اللجان المختصه بمراجعة الموارد البشرية، بمراجعة أوضاع الجامعة المادية، بمراجعة الأوضاع الفنية، بمراجعة إمكانات التعليم، وجدت أن
الدرجة الوحيدة التي يمكن أن تمنح من الجامعة هي الدبلوم المهني. منتهي. السؤال هو كالتالي، طب يا فندم، ما هو برضو مش ذنب الطلبة، مش ذنب الطلبة أن المناهج، عشان كده بقى بستفسر من حضرتك وبقول لحضرتك أرجو أن تستكمل دائرة الحوار وأن تراجعوا الجهة المعنية بإدارة الجامعة اللي هي القوى العاملة وتراجعوا. طب أنا هعمل كده إن شاء الله. هنعمل كده إن شاء الله. ممكن بكرة إن شاء الله يكون معنا قوى العاملة على التليفون، نعرف بس وجهة النظر التانية دي، يعني فيما يتعلق بالمناهج والارتقاء بيها عشان نرجعها تاني تبقى بكالوريوس، ده يا فندم تبع القوى العاملة مش تبعكم. يوم ما يتم الارتقاء بالمناهج واستكمال الموارد البشرية واستكمال الموارد المادية والفنية في الجامعة لن نتأخر. أيوة يا فندم، والثلاث حاجات دي المسؤول عنها القوى العاملة مش حضراتكم، صح كده؟ بالضبط. عشان بس بكرة لو كلمنا القوى العاملة ما يقولناش التعليم العالي اللي مسؤول. ده كلام اللي أنا بقوله لحضرتك، كلام مؤكد. تمام يعني. تمام. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عادل عبد الغفار، متحدث باسم وزارة التعليم العالي، وإن شاء الله نتابع الموضوع بإذن الله، عشان بس الشباب دي، يا دول شباب عايز يتعلم وداخل نفسه يطلع بكالوريوس وعايز يكمل وعايز يشتغل بشهادة عليا، فيعني ان شاء الله نتواصل بكره باذن الله، ان شاء الله نتواصل بكره مع القوى العامله بس ونشوف ايه بقى الامكانيات ان احنا نشتغل بسرعه على فكره ان احنا نغير المناهج ونطورها ونشوف الامكانيات الماديه والبشريه ايه. هنشوف مع بعض التقرير حالا دلوقتي هقول لحضراتكم عليه، وبعدها مباشره هيكون لنا لقاء خاص جدا الحقيقه في مساء دريم النهارده مع سياده اللواء محمود خليفه المستشار العسكري لامين عام جامعه الدول العربيه. الحقيقه كنت من قليل بتحدث مع حضراتكم عن المشهد في القرن الافريقي وما يحدث في افريقيا وتغيرات كثيره جدا بالمثل هناك على المشهد او على الصعيد العربي، يعني ليبيا من ناحيه، اليمن من ناحيه اخرى، العراق ما زالت مقسمه وبها الكثير من المشاكل، طبعا القضية الفلسطينية هي دائما في يعني تأتي في المقدمة للطرح حتى المصري على مستوى السياسي وأيضا اهتمام جامعة الدول العربية. كل هذه الأمور والملفات سنناقشها مع سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة بالتفصيل إن شاء الله، لكن هنشوف مع بعض تقرير دلوقتي عدوا لينا زميلنا عبد الله منتصر اللي بحييه جدا الحقيقة على الفكرة كمان اللي تقدم بيها. عبد الله كان عايز يعرف هو احنا ليه في مصر عندنا اسامي قرى واسامي يعني مدن احيانا غريبه جدا، يعني غريبه لدرجه ان في منها حضرتك ما تقدرش تقوله كده على الهوا مثلا، يعني طب والناس ساكته ليه؟ طب ومش من قله الاسامي؟ وبعدين فقلنا له طب يا عبد الله الفكره حلوه جدا يعني الحقيقه، وحتى اخترنا اسم للتقرير، بشكر زملائي اللي اختاروا لي الاسم اصلها وفصلها، عايزين نعرف اسم الـ اصلها وفصلها. شكرا زميلنا العزيز محمد عباس، وشكرا على الجندي المجهول اللي ادانا فكره الاسم كمان. اصلها وفصلها عايزين نعرف هي القريه دي او المدينه دي او الزاويه دي او المنطقه دي اتسمت كده ليه؟ ايه اصل التسميه وايه فصله بالظبط؟ بدانا الحقيقه بالجربوعه. جربوعه، خليني بس الاول اقول حاجه، ده ان شاء الله باذن الله هيكون تقرير اسبوعي معانا، كل اسبوع زميلنا عبد الله متحمس جدا انه ينزل يشوف اسم قريه او مدينه في اي مكان في مصر اسمه يبقى غريب شويه، غريب يعني عننا وعن كلامنا، ويسال الناس هناك ويعرف اصل الاسم ده ايه، لكن عمرنا ما بنقصد من التقرير ده لا السخريه لا سمح الله ولا التريقه ولا اي حاجه. بالعكس كل الاحترام، وفي ناس بتبقى اسامي قراها غريبه شويتين ثلاثه بس هم بيكونوا حابين الاسم ده ومقتنعين بيه ومش عايزين يغيروه، بس في المقابل في ناس كتيره عندها اسامي قرى الحقيقه صعبه شويه. يعني الجربوعه ده اسم قريه وهي تابعه لزاويه غزال مركز دمنهور محافظه البحيره، وبعدين لما يعني كلمني زميلي عبد الله منتصر وبنتكلم على اسم القريه فانا بقول له ده بجد بجد والله في قريه اسمها كده، قال لي اه والله، واتكلمت مع الاهالي كمان وعارف، هو اتكلم مع الاهالي وعارف سبب التسميه ايه، وقال لك ده كان في خواجه كان اسمه ايه ليفي، جان ليفي مش عارف جاك ليفي، موجوده في التقرير جان ليكي ليفي خواجه، بيقول لك ده غالبا فرنساوي، يعني مش عارفه فرنساوي ازاي وجربوعه اسم الفاميلي نيم، فدي غريبه شويه الحقيقه. هل الناس مبسوطه من الاسامي دي من الاسم ده مثلا على سبيل المثال اللي احنا بدانا بيه؟ هل الناس متضايقه؟ طب ما احنا ممكن على فكره يعني واحنا بنتكلم على الاحياء بقى وبنتكلم على نظره جديده للاحياء في بعض القرى كده ممكن نفكر نغيرها، يعني
تيالي الجربوعة ممكن تتغير أعتقد يعني، بس كل واحد حر في زاويته وقريته. تابع معا تقرير زميلنا العزيز عبد الله منتصر في أولى سلسلة فصلي يعني احكيها وأصلها وفصلها إيه، ونرجع مباشرة إن شاء الله بعد هذا التقرير نتحدث عن الشأن العربي والملفات العربية وأبرز ما يشغل دائرة جامعة الدول العربية، وهذا الحوار الخاص مع اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية بعد هذا التقرير. بالطبع داخل جمهورية مصر العربية في أسماء كتيرة قوي للمدن أو المراكز غريبة. نزلنا النهاردة محافظة البحيرة قارة الجربوعة، هنعرف من أحد الأهالي ليه سموها باسم الجربوعة. هي سميت باسم الجربوعة لأن صاحب الملك صاحب القرية اسمه صبحي جربوعة. طب السبب الاسم ده ما بيسبب لكوش مشاكل؟ لا سبب مشاكل كتير بالنسبة للمدارس وللناس والحالة النفسية بتاعت الناس، أي واحد يتكلم يقول لك ده أنت جربوع. هي موجودة من أيام الرئيس جمال عبد الناصر وبداية وجودها، يعني بيقولوا في خواجة كان صاحب الملك هنا وكان اسمه صبحي جربوعة، وبناء عليه سمت الاسم وطلع على الاسم وسبت على كده. عمر البلد دي قديم من كم سنة؟ لا من سنين، ده من أيام الناس الكبيرة ديت، يعني الناس الكبيرة دي عندها بتاع 60 سنة 70 سنة ومن أيام جدودهم ومن قبلهم كمان. أنا أصغر واحد في عيالي عن 30 سنة، يعني من زمان أنا جاية هنا، أنا لقيتها الاسم دي جربوعة كده. أنا عندي 71 سنة، العزبة دي كانت فاتن ملك، في جنب منهم الوكيل وفي جنب كان بتاع واحد خواجة اسمه جربوعة. وتسمت على اسمه؟ وتسمت القرية على اسمه، لأن الوكيل كان قاعد على القرية على البحر، ولما جت المحطة قسمت خدت أرض الوكيل فتمت كلها على اسم جربوعة. أنا اتولدت لقيتها كده. وعندك كم سنة؟ أنا عندي 21 سنة. والله احنا طلعنا جوا اسم جربوعة. وانت عندك كم سنة؟ مفيش، احنا عندنا 8 سنين، عندنا 55 سنة. يعني من قبل 55 سنة باسم الاسم ده؟ من زمان. لكن ما تعرفش هي تسمت كده ليه؟ لا والله يا ريت يتغير، يا ريت يتغير، كلنا عايزينه يتغير. تفرق معاك؟ لا ما تفرقش كتير، بس بالنسبه للاجيال الصغيره اللي طالعه ده بتفرق مع الشباب الصغير اللي طالع ده. من عمر البلد احنا طلعنا لقيناها اسمها جربوعة وما تعيبناش في حاجه. وعندك كم سنه؟ انا عندي 67 سنه. يعني هي يعتبر من قبل 67 سنه؟ اه، ومن جدود جدودنا كمان. ساكن هنا انا باني بقالي حوالي داخلين في سنتين ثلاثه، بس الاسم مش عاجبني بصراحه. في ناس بتطلب تغيره، انت منهم؟ يا ريت والله بصراحه. هتستفيد ايه؟ يعني الاسم مش عاجبني، الاسم حضرتك مش عاجبني. اي حد راح فين؟ راح جربوعه، جاي منين؟ جاي من جربوعه. يا حضرتك جربوعه دي يعني والخواجه يعني خلاص زيت بيت الدنيا اسمه جربوعه. في 100 اسم يعني حضرتك. العالم العربي طبعا للأسف الشديد يعني عبر السنوات الكثيرة الماضية، بقى مش القليلة، بقى له سنوات يمكن من غزو العراق للكويت، ربما من الحرب بعدها، ربما من مشاكل كثيرة، تدخلات إيران في المنطقة المستمرة، ثم طبعا الربيع العربي اللي البعض بيعتبروا أو الكثيرون بيعتبروه يعني خريف الحقيقة وليس بربيع. كل ده خلف عدد كبير جدا من القضايا والمشاكل والحروب، وخلينا نقول انه بعض هذه الحروب حروب معلنة، يعني احنا عارفين الوضع في اليمن، وللأسف الوضع في اليمن يعني مش بس حرب، هو حرب ومآسي إنسانية كبيرة جدا وكثيرة، وحرب معلنة في ليبيا وحرب معلنة في سوريا، وهناك حروب أخرى غير معلنة يعني هي ما بتشوفهاش بشكل كبير.
زي بقى حروب الجيل الرابع والخامس والحاجات اللي بنتكلم عليها طول الوقت واللجان الإلكترونية اللي بتشتغل وحشد الإعلام وحشد الجماهير مثلا وتوجيه الرأي العام لأفكار معينة زي موضوع الاختفاء القسري مثلا كنا بنتكلم عليه في البداية. كل دي حاجات نعم هي جزء من الحروب ضد الدول، فكرة التشكيك الدائم والتخويف الدائم والتخوين الدائم، كل دي أيضا عناصر كثيرة جدا. بصفة عامة ما هو الوضع الآن في المنطقة العربية؟ ليبيا والملف الليبي ملف مهم جدا بالنسبة إلى مصر، لا نتحدث عن يعني أهمية هذه الملفات لمصر فقط وإنما للمنطقة العربية وللدول العربية ربما من وجهة نظر جامعة الدول العربية، مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في هذا اللقاء الخاص في مساء دريم سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا زميلنا. أهلا بحضرتك. منورنا. شكرا يا فندم. تحب نبدأ من فين؟ زي ما حضرتك عايزة، لأنها كلها طرق مؤدية لبعضها. يعني صحيح. أكيد يعني. صحيح. يعني ليبيا، ملف ليبيا وملف سوريا، ملف العراق والقضية الفلسطينية طبعا، واليمن. صحيح. والخليج. صحيح. العربي. صحيح. والمقاطعة مع قطر. صحيح. كل دي أمور يا فندم بتشوف إن هي ليها صلة ببعضها؟ طبعا أكيد يعني. إحنا أقول لحضرتك بداية أنا بشكر حضرتك على والقناة طبعا وكل من فيها على الاستضافة، وطبعا إحنا سعداء إن إحنا نواجه إخواننا في مصر الشعب المصري والشعب العربي من يسمعهم مننا. يعني إحنا بنسعى دائما إلى المصداقية في الموضوع ولن نتكلم ب قد يكون بمنطق بعض السياسيين يعني الكلام على الأد، لكن احنا هنتكلم بالصدق وأيضا المتوازن في نفس التوقيت، يعني لأن احنا برضو طبيعة ضابط جيش فالمباشرة هي أساسا هي اللي ما تؤدي إلى الهدف المطلوب يعني. ميري يعني. طبعا كلام ميري، هنقول كلام ميري من دلوقتي. الآخر يعني طبعا. عايز أقول لحضرتك احنا بداية موضوع حتى حضرتك ذكرت الربيع، بعض قالوا الربيع وحضرتك قلت ان هو خريف، انا اتصور منتهى البساطه زمننا ان هو لا يمت لاي فصل من فصول السنه، ما حدث من 6 أو 7 سنوات لا يمت. ليه بمنتهى البساطه؟ لان كل فصل من فصول السنه له مزايا ومش يعني له كذا وكذا، حتى الخريف له مزايا من حيث المناخ وكذا، حتى في بعض المحاصيل الزراعيه بتنبت في الخريف بالذات. اذا لكن ما حدث لا يمت لأي شكل من الأشكال الفصول أبدا. لما نيجي على ما حدث في من 2011 حتى ممكن الآن. ممكن سؤال قبل بداية الشرح نستفيد من حضرتك. فضلي. الناس اللي بتطلق عليه الربيع العبري تتفق مع هذا؟ والله هقول لحضرتك حاجة، البعض بيقول هذا من منطلق أن كل القضية كلها تخص إسرائيل تماما، وأنا بقول للمستمع قناعات على الأقل الشخصية، الموضوع مش موضوع إسرائيل فقط كدولة عبرية، الموضوع مصالح دول كبرى أكبر من إسرائيل، وهي يعني تتمنى أن احنا فكرنا دائما أن إسرائيل هي من تقود العالم. صحيح. وهذا الموضوع، لكن أعتقد مليارات البشر مش هيقودهم 10 أو 20 حتى لو سيطروا على المال وسيطروا على الإعلام، لكن لن يقودوا مليارات البشر في الدول الكبرى الأوروبية في الغرب ودول الشرق. حتى لو اقتصادهم هو الأكثر تأثيراً هو في العالم؟ قد يكون، ما أنا قلت في البداية يمتلك المال بمعنى الاقتصاد. صحيح. ويمتلك الإعلام الآلة الإعلامية التي تروج لأفكارهم من المؤكد، ولكن الدول الكبرى التي ترعى إسرائيل، حضرتك عارفة المؤتمر الصهيوني الأول اللي كان من سنة 1897 بتاعته يدور هرزل في بازل في سويسرا، لو حضرتك تذكروا هذا الموضوع قرارات المؤتمر سنجد أنه لا يسير على خطط بكل دقة. رقم واحد كان إنشاء وطن قومي لليهود من سنة 1897، اتعملت سنة 1948 يعني بعد 51 سنة، المخطط نجح على امتداد فترات كبيرة. 2، جمع رؤوس الأموال اليهودية في العالم للمساعدة في إنشاء هذا الوطن، وقد كان. طب رقم 3، أن تكون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وقد كان اللغة العبرية لغة إسرائيل. أما الرابعة ودي مهمة جدا جدا، الارتكاز على دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي، دولة كبرى للمساعدة في إنشاء الوطن والمساعدة على استمراره. كانت في هذا التوقيت بريطانيا يا رقم واحد في العالم. حضرتك بريطانيا. ولما بريطانيا قفلت بقت أمريكا.
تحولت المساندة قفلت بمعنى ايه يا فندم؟ لما قفلت يعني اصبحت ليست القوة الكبرى في العالم. كانت بريطانيا صاحبة الامبراطورية التي غاب عنها الشمس، وفي عهدها صدر وعد بلفور، ولكن اجهزتها المخابراتية ما زالت ذات تأثير، ما زالت تعاون الآلة الامريكية. صحيح. ولذلك هما الاثنين متوافقين حتى في الاتحاد الاوروبي. امريكا فضلت والاتحاد الاوروبي لحد ما انتزعت بريطانيا من موافقتش على العملة الاول انها تبقى العملة اليورو، وتصممت للسترليني، وكانها كانت مجهزة ان في يوم من الايام هتطلع ستنفصل بريكزيت. صح كده. فاذا هذا هو الموضوع. فبالتالي لما بريطانيا اصبحت دولة ليست القمة في العالم، اصبحت ايضا لما امريكا اصبحت رقم واحد العالم، هي التي ترعى اسرائيل وتحافظ على امنها وتتعهد تماما. ولما نشوف بريطانيا اللي اصدرت وعد بلفور، وفي عهدها فلسطين اعلن او اسرائيل بقت في دولة. لما أصبحت أمريكا وحاليا رقم واحد قطب الأوسع في العالم، هي اللي جاء بكل قوة ويرفض قرارات الأمم المتحدة، وهي الدولة العظمى في العالم، وفي قرارات أممية بتقول أن القدس من الوضع النهائي، مفاوضات الوضع النهائي، هو اللي قال أدي التوقيع بتاعي أمام العالم. يبقى إذن هي حققت الهدف، الارتكاز على دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي للمعاونة في إنشاء الوطن اللي هي بريطانيا، والمحافظة على استمرار وأمن اللي بقت أمريكا دلوقتي. فإذن الموضوع ممتد. إحنا لما بنشوف ما يحدث فيه أصلي فندم، فكرة عفوا بدون مقاطعة حضرتك، الناس اللي بتقولك أنه كان ربيع عبري مش ربيع عربي، لأنه فعلا لما حضرتك تمسك الخريطة كده هتلاقي كل المنطقة المحيطة بإسرائيل مشتعلة، أضيرت من الإرهاب عدا إسرائيل، كلها حروب. صحيح. ومشاكل وبتاع، وهي منورة كده. هو طبعا إحنا ممكن نمشي مجازا في هذا التعريف تماما، ما فيش مشكلة. وهي فعلا مسار للتساؤل، إن ده يؤكد أن الصناعة، أن الإرهاب صناعة أجنبية بنسبة 100%، يدار منها كل الوطن العربي. صح. ولا يدار منها الدولة اللي هي أساس الإرهاب في المنطقة، لأن الدولة الوحيدة اللي ما زالت محتلة على مستوى العالم ولم تنال استقلالها هي فلسطين، واللي محتلها إسرائيل. صح. واللي بتدعم هذا الرغم. هو لحضرتك بداية الإرهاب جت من هنا، من هذا لأنه في توتر بقى حصل موجود. الحاجة الثانية إن حتى فلسطين صادر لها قرار، هي والجولان السورية الضفة وغزة، اللي هو الجزء اللي في اتفاقية الفصل أو قرار تقسيم فلسطين لو سنة 47 إلى دولتين، دولة اللي هي اليهودية والعربية، إن هذا القرار صادر في 97 بالانسحاب من اللي هو 242 من الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ما قبل 5 يونيو 67، وصادر من مجلس الامن الاله الدوليه. عشان بعض الناس يقول لك القرارات ما اعرفش الجامعه العربيه ما تنفذتش، طب القرار الامم المتحده، قرار مجلس الامن اللي موافقه عليه امريكا في القرار ولم تعترض، لماذا لم تنفذ هذا القرار بالانسحاب من الاراضي العربيه المحتله سواء الجولان او سواء الضفه الغربيه وغزه؟ اذن الموضوع مش موضوع قرارات، الموضوع هو تفعيل القرارات وتنفيذ. في الاساس لابد ان يتواجد الاراده الدوليه والشفافيه والمصداقيه، ومن يملك القوه هو من يفرض رايه على العالم. دي اللي عايز نقولها للناس عندنا، ان الموضوع الحكم وامتلاك القرار والسياده في القرار ليس بالاماني ولا بالاهواء ولا بالحماس، لا، بالبناء والتنميه، ويبقى عندنا اقتصاد قوي، ويبقى عندنا قوه عسكريه رادعه، هكذا نملك ارادتنا، اراده شعبنا تبقى قويه تتوافق مع الاراده السياسيه في تحقيق الامن القومي. طيب، لكن بدات الثورات نعم. من 2011. نعم. وسواء بقى من يطلق عليها ثورات الربيع العربي أو العبري أو الأجنبي، كل أو كما يريد. نعم. في النهاية دمر الوطن العربي. صحيح. ده أعتقد أنه واقع لا نستطيع أن نختلف عليه. صحيح. دمرت أجزاء كبيرة من الوطن العربي. نعم. وأصبحنا لدينا العديد من الجروح المفتوحة والملتهبة. صحيح. لدينا ليبيا، العراق إشكاليات فيها. العراق ثم سوريا ثم ليبيا ثم اليمن ثم مصر وتونس. هقول لحضرتك حاجة، وحتى الشقيقة السعودية مش حصل فيها تفجيرات؟ صحيح. وما زالت تعاني حد الوقت من عمليات فردية. والكويت مسجد الصادق، طب ما هو حصل فيه تفجير في الكويت. والبحرين حصل فيها، وعلى الحدود التونسية في منطقة بن جردان حصل فيها عمليات إرهابية. إذا أنا عايز أقول إيه، زي ما حضرتك قلت إن في إشكاليات في الدول العربية حصل فيها، حتى الدولة المستقرة تتأثر حتى اقتصاديا من الأمان الغير موجود في الدول الأخرى. يعني التأثير أصبح تأثير شامل، إن لم يكن تأثير
أمني واقتصادي مباشر، إلا أنه أمني واقتصادي بأسلوب غير مباشر في الدول العربية. اللي حصل عندنا يمكن لما نشوف مثلا الشقيقة العراق ما حصل حدث فيها سابقا، نقول الأول العراق كانت إيه يا أستاذة منى؟ العراق كانت حضارة، موطن عمل من لا عمل له، فرصة العمل ليس في مصر ولكن الدول العربية والدول الأسيوية الفقيرة والدول الأفريقية كانت موطن العمل، وكان تملك زي ما نقول أنا بقولها الحسنيين المياه والبترول، عندها الأنهار وعندها البترول موجودين، الفرات يكفي الفرات. الحاجة الثانية كانت تملك جيش مصنف من أحسن جيوش العالم مثل الجيش المصري والجيش العربي السوري، كان عندنا في المنطقة العربية ثلاث جيوش أقوياء. دي كانت العراق. لما الإرهاب تمكن من الاستيلاء على نصف العراق موجود ومناطق البترول الاستثمارية بحجة وجود نووي وهو طبعاً ما لم يثبت طبعاً فيما بعد. لعلم حضرتك حتى عشان برضو الناس دي بتلعب بثقافتنا للأسف، عندما قالوا ان هم عندهم نووي كانوا يعلموا ان هناك من العرب، وانا بقولها بمنتهى الصراحة، سيؤيدهم لقناعاتهم انه فعلا ان هم طالما دول اعلنوا على لديهم وسائل معلوماتية عالية سيقتنعوا أن فعلا عنده نووي وسأيدهم حتى لو مش مباشر. يا فندم، بس عندما يصدر بيان بعد سنوات طويلة وبعد الخراب ما أنا كنت لسه أتكلم عن نقطة دي، بيان يقول فيه مش فاكرة كان وزير كولين باول أعتقد لا اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا اللي هو توني بلير. توني بلير لما طلع قال أوبس سوري اتوزمستيك، صحيح احنا أغلطنا، كانت خطأ. وأيضا كولين باول برضو، أنا عايز أقول لحضرتك أنا قصدي أقول إيه، هم بيكسبوا لما بيعلنوا ان هناك في نووي في العراق بيكسبوا اصوات بتدعمه لان في ناس عندنا بتصدق. طب ولما بيعلن بعد سنوات بعد ما دمر العراق انه كان خطا برضه بيكسب من ناس يقول لك شوف الناس دول ناس واقعيين بيعترفوا بالخطا، في ناس بتصدقهم في جميع الحالات. يعني هو لما يجي يعترف ان يقول ان في نووي بيكسب ناس تتعاطف، ولما بيجي يعترف بعد سنوات يقول لك لا ده هم دائما بيدرسوا صح وبيعترفوا بالخطا ودي ميزتهم. لا يا فندم ده مش خطا انه قرر يشغل خط لا لا ده دمر دول، ده دمر دوله كامل وجوارها برضه في مشاكل. ما اقول لحضرتك حاجه، هي العراق لما اتدمرت ما بتحدث مشكله اقليميه امنيه ومشكلة اقتصادية، يعني الذي يتضرر من هذا الموضوع ليس الدولة المباشرة فقط، الملاحة تؤثر، الاقتصاد يتأثر، كل الأمور. وأنا عايز أقول حتى الدول العربية من الشرق إلى الغرب عندما يكون دولة هناك فيه مشكلة أمنية أو اقتصادية كل الدول العربية بتتأثر. دي لازم نقولها، مش بنقولها سياسة لكنه حقيقة هذا الموضوع. وأيضا لو هناك أمان واقتصاد عالي يؤثر ويساعد الدول الأخرى. دي العراق. لماذا لم تستطع العراق حتى الآن الوقوف على قدميها؟ لأنه لحضرتك حاجة، بالرغم من أنه كل فترة بنسمع عن تقدم الجيش العراقي ضد جبهة النصرة، تقدمهم ضد داعش. العراق يمكن النصرة في سوريا لكن هتكلم في لفة سوريا داعش. أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا من بداية عشان حضرتك قلت لفظ داعش، أنا عندي مقولة مشهورة جدا وبقولها في كل الإعلام، الإرهاب ليس فقط داعش، كل من يحمل السلاح ضد دولته أيا كان المسمى هو جماعة إرهابية. صحيح. يطلع داعش، يطلع نصر، يطلع انصار بيت المقدس عندنا، يطلع حسب، يطلع أحرار الشام، يطلع الجيش الحر، الكلام ده كله طالما ضد دولته. وأنا بقول بمنتهى البساطة، هل أي دولة عربية أو أجنبية تقبل أن تكون المعارضة بالسلاح؟ إذا كان يقبل أن تكون المعارضة بالسلاح إذن في دولة أخرى يقبلوا عنده، يبقى بالتالي هذا المبدأ مرفوض تماما كلمة داعش. نيجي بقى نقول اللي في العراق دلوقتي إيه الموضوع أساسا، هي للأسف الشديد مرجعية كانت مغلوطة، ديننا الإسلامي مش كده، مرجعية عقائدية. فبالتالي المشكلة عندما تكون العقيدة موجودة قد يلقي المقاتل اللي هو الإرهابي السلاح، ولكن ما زالت العقيدة داخله تحتاج إلى تطوير وتنوير وتظبيط ودراسة وكلام ده كله، لأن الفكر المتطرف ما زال معانه، ما زال داخله، أينما وجد السلاح سيقوم بعملية إرهابية. العناصر اللي موجودة التي تبغي أن يكون العراق دائما في مشكلة لاستمرار نزيف السلاح واستمرار نزيف الاقتصاد واستمرار الحالة الأمنية واستمرار التفكك. دلوقتي في البصرة كان في بعض الناس في بعض المظاهرات عشان المرافق، ليه؟ لأن الإرهاب يؤثر على التنمية، المرافق اللي مطلوبة في الدولة تتأثر بأن الفلوس أو الناحية المالية موجهة لصالح
مكافحة الإرهاب، وبالتالي تؤثر على التنمية الداخلية والمرافق الدولة. عشان كده هناك في مشاكل أمنية موجودة خاصة الموضوع ده. ولكن الذي يحسب للجيش العراقي والشعب العراقي وكلاهما كإرادة شعبية وإرادة سياسية أن المناطق التي كانت محتلها يحتلها سواء موارد اقتصادية بترول آبار البترول وحقول البترول والممتلكات الخاصة والممتلكات العامة كانت اللي هي الدولة المزعومة دولة الإرهاب مش عايزين الإسلامية كانت تمتلك كل هذا الموضوع. ولكن يحسب ان هم طهروها من الأرض، اصبح من يقوم بعمليات من الجحور من جحورهم ومن اوكارهم يقوموا بعمليات، ولذلك هم حاليا بيقتلوا هؤلاء اللي هم الجماعات الشرازم التي تطلع تخرج من جحورها وتقوم بعمليات، ولكنهم حقيقة على الأرض لا يتمسكوا بقطعة من الأرض في أرض العراق. ده الوضع اللي في العراق، يعني ما فيش قطعة في العراق مستولة محتلة عليها أو لا نهائيا أو محتلة نهائيا زي ما بيعملوا. كان عندنا في سيناء لا يوجد شبر مربع في سيناء، ولكن بيقوموا من آل لآخر يجمعوا نفسهم من الأوكار ويقوم بعملية ثم يتواجد في المحور. طبعا العملية دي لما بيقوموا بيها بصرف النظر عن حجمها حتى لو صغيرة ومحدودة جدا لها أثر إعلامي على الأقل وأمني، الذراع الإعلامي عندهم يشتغل عليها بسيارة. صح. نيجي بقى بالنسبة للشقيقة سوريا. الشقيقة سوريا ودي موضوع مهم جدا جدا. أنا قبل ما أتكلم زمنا بقول 3-4 نقاط في الموضوع ده مقدمة اللي أقوله في سوريا. أليس من حق أي قيادة سياسية في أي دولة أن تحافظ على تماسك الدولة أم يترك أن تتفكك؟ إذن من حق القيادة السورية، ولا نتكلم عن بشار أو غير بشار، لكن من حق القيادة السورية أن تحافظ على الدولة وحدة متماسكة، ده لصالح الدولة ولصالح الوطن العربي اللي يتم تجزئته كما المخطط اللي موجود. النقطة الثانية أنا اتكلمت عليها في وسط الحديث، المعارضة هو في بعض القوى العالمية، وأنا بقول تحديدا حتى الغرب وأمريكا، يريد أن نتجرع أن المعارضة تكون بالسلاح. في عرف الديمقراطية، هل في أي دولة عرف الديمقراطية أن المعارضة تكون بالسلاح؟ لماذا يريد أن يكون كل دولة عندنا المعارضين في مصر وغير مصر يحملوا السلاح؟ هل تقبل الإدارة الأمريكية على نفسها في بلدها؟ بلد صح الحريات كده. بلد الحريات هل تقبل أن تكون هناك معارضة بالسلاح؟ معارضة بالسلاح؟ إذن هذا ما نقول، إذن لا نقبل على سوريا الشقيقة. نقطة الثالثة، أليست الجماعات المسلحة في سوريا مسلحة بأسلحة تقتل من جميع سواء جيش أو غير جيش العربي السوري أو المدنيين؟ هل هم مسلحين بمدافع مياه؟ فبالتالي هم يصيبوا أيضا بهذا الموضوع. أما النقطة الرابعة، من أين يأتي هذا الدعم اليوم بالسلاح؟ هل لديهم مصانع العربيات الدفع الرباعي؟ هل لديهم مصانع الأسلحة داخل سوريا؟ إذن هناك قوى دولية تضمن وصول الأسلحة لكل الجماعات الإرهابية في كل الدول العربية. عربيات الدفع الرباعي دي بتعبر إيه؟ بتعبر محيطات وتعبر بحار وتعبر حدود دول متعددة. من يؤمنها حتى تصل إلى مكان عملياتها في دولنا؟ ايه ابرز الحدود يا فندم اللي بيدخل منها السلاح والعربيات الدفع الرباعي اللي يعني بتستخدم طبعا في العمليات الارهابيه الى داخل سوريا؟ هقول لحضرتك حاجه، شوف هقول لحضرتك حاجه، طبعا في حدود مع كل الدول، احنا مش عايزين نقول دوله معينه لان دول كلها اشقاء ولها حدود مع ايران ولها حدود مع تركيا، احنا مش عايزين نحدد، لكن من المؤكد ما فيش مصانع للعربيات الدفع الرباعي اللي بتستخدمها كل العالم العربية داخل سوريا. مصنعها معروف، احنا عارفين، مش عايزين نقول الدولة فين، من وراء المحيطات وحدود متعددة. كيف تأتي إلى مناطق العمليات في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان؟ إذن هناك قوى دولية بتضمن وبتدعم وصول هذه المعدات المتطورة إلى أماكن الجامعات الإرهابية. في النهاية يا فندم، حتى وإن كان التوجه العام أو جامعة الدول العربية أو حتى رأي الشارع في المطلق كده، إنه زي ما حضرتك ذكرت في البداية، بصرف النظر عن من هو قائد النظام في سوريا، صحيح، فكرة إنه القيادة هناك تريد أن تحافظ على تماسك، صحيح، الشعب وألا تترك الوطن للتفكك، صحيح. فالفكرة دي يا فندم، الفكرة دي بيقابلها البعض أنه بيقولك في النهاية أنت مع أم ضد، لكن في النهاية هناك أطفال وأبرياء وأرواح تزهق كل يوم. ده كلام حضرتك صح، ولكن هقول لحضرتك بمنتهى البساطة، إحنا بنقول دائما حتى في الجامعة العربية لها موقف هذا الموضوع،
أن الحل الأمثل وحتى المبعوث الدولي ستيفان دي مستورة والأمم المتحدة الكل بيقول أن طبعا أن الحل السياسي الدبلوماسي هو الأمثل، لكن من بيده إجبار الجماعات الإرهابية على إلقاء السلاح. إذا تم بمناسبة الحل الأمثل، في تصريحات مؤخرا صدرت من بعض يعني المسؤولين في بعض الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية اللي كانوا الحقيقة يعني الأكثر رفضا لبقاء نظام بشار الأسد. نعم. وثم مؤخرا تغير الموقف، تغير الحمد الموقف لله. وأصبحنا نتحدث عن حل سياسي. صحيح. في اعتقادك لماذا هذا التحول؟ أقول لحضرتك حاجة. أولا الحقيقة يعني إحنا دايما بنقول إن الدولة التي يجب أن يكون لها كيان لابد أن تمتلك ما يسمى بقوى الدولة الشاملة، لأن هي اللي بتستطيع منها أنها تفرض إرادتها، القوى العسكرية، القوى الاقتصادية، القوى السياسية، القوى الثقافية والإعلامية، كل دي عناصر الدولة إذا توجد. لما نيجي على الوضع على الأرض، عندما استعادت أو استعاد الجيش العربي السوري حتى لو بمساعدة آخرين، وأنا شخصيا رغم أن أنا ما بقولش مين اللي بيساعد، ولكن من حق كل دولة أن تحافظ على كيانها، استعادة الأرض حمص وحماة والغوطة الشرقية ومحافظات كثيرة تم استعادة. والغوطة الشرقية كانت صعبة جدا يا فندم، كانت منيعة على الموضوع ده. لما حصل هذا الموضوع أصبح الوضع الميداني على الأرض أن غالبية سوريا أصبحت موجودة على الأرض، أو القوات السورية أو الانبساط السيطرة السورية على معظم أرضها أصبح. فإذا الموقف الميداني تغير وأصبح وجود بشار الأسد حقيقة موجودة. إحنا بتكلمش إن إحنا معاه أو ضده، الشعب السوري هو من يقرر، صاحب الحق الأصيل. وبالتالي إحنا دلوقتي لما بنقول عايزين نحافظ عليه الدولة، يبقى الشيء الطبيعي إن دلوقتي بقت الدولة معظمها تحت دي عادة إدلب دلوقتي، إذا لابد أن يتواجد ونبتدي بعد ما يستعيد الأوضاع النهائية بعد تحرير إدلب إن شاء الله وهينجحوا، يبقى بالتالي نقدر نتفاوض ونقدر نتكلم. لكن إحنا دلوقتي وإحنا في وسط المرحلة النجاح بقى 90%، نيجي نقول دلوقتي إن بشار ما يكونش موجود دلوقتي؟ لا، يخلص المعركة النهائية وبعد هذا يكون في استقرار أمني واقتصادي، يبقى الحل ده وده عين العقل اللي هو مطلوب دلوقتي. لكن إحنا لما نيجي دلوقتي، هو ناجح بالمقاييس العسكرية على الأرض، هو ناجح في استعارة الأرض، لأن هو عمله حاجة يمكن أنا بعتبرها كقائد عسكري حاجة ذكية عسكريا وسياسيا. عندما ابتدى يهاجم معاقل الإرهاب في قرية أو مدينة أخرى، فكان دلوقتي يخيرهم ما بين ترحلوا الإدلب سالمين بأسركم ولا هيحصل فيه تدمير ليكم كجماعات إرهابية، فكانوا بيختاروا، فتتم تجمعهم جماعة ثم الثانية ثم الثالثة في إدلب إلى أن أصبحوا في حتة واحدة موجودين، وتم تحرير كل أراضي. وبعد انتهوا دلوقتي من شيء طبيعي إن هو لا يبقى على إدلب. هناك بعض الأقاويل بتقول أن إدلب دي ممكن تكون مدعومة من الغرب وأمريكا أنها تستمر لتصبح كيان سياسي منفصل مستقبلا، حتى يكون شوكة مثل إسرائيل في وسط الدول العربية. زي ما كان في كلام من فترة على كردستان وفصل إقليم كردستان، والبعض كان بيقول ساعتها أنه كان في دعم من جهات أجنبية لهذه الفكرة. أقول لحد دائما فكرة طبعاً الفصل، طبعاً دائما فكرة الفصل بيشجع عليها الشرق الغرب، الأوسط الجديد يعني الشرق والفوضى الأوسط الجديد. أنا أقول لحضرتك حاجة، التوافق ما بين المرحلة دي من مرحلة من 100 سنة إيه؟ إن من 100 سنة كان في اتفاقية سايكس بوكت في إطار الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الأولى من 14 ل 18 تدور رحاها في وسط الحرب الدولتان التي كانت منتظرتا الانتصار اللي هي بريطانيا وفرنسا، فكروا بقى قبل سنتين من نهاية الحرب كيف ستكون الغنائم، ففكروا في تقسيم الوطن العربي اللي كان إقليم واحد إلى دولات، عشان كل دولة بعد انتهاء الحرب تأخذ ده مجموعة من الدول بمواردها الطبيعية بثروات. وهذا ما حدث. إذن التقسيم تم في إطار حرب كانت موجودة. الحرب ضد الإرهاب حرب فيها دول، فيها منطقة كاملة، فيها وطن، وأفريقيا اللي شغالة بوكو حرام فيها منطقة كبيرة شغالة. فالتقسيم سيتم من خلال الفوضى مثل الحرب الأولى، أيضا في حرب الإرهاب اللي موجودة. كان منتظر أن الجيوش كلها تقع، لكن الجيش المصري العظيم ومصر العظيمة تماسك بقوة، أحبطوا
كل المخططات. ولذلك لما نشوف دلوقتي سوريا بقى حوالي 10% منها، العراق ما فيش دلوقتي متر منها موجود تحت الإرهاب، مصر لا يوجد شبر ولا سنتيمتر مربع على الإرهاب. إذا حتى في الشقيقة ليبيا بنغازي ودرنا وبعض الحقول البترولية وجار إن شاء الله، وتمنى بإذن الله كل ليبيا الشقيقة كلها موجودة. طيب. إذا كون أن تم تحرير هذه الأراضي يعني إيه؟ أن تم إحباط المخطط اللي كان مطلوب لتقسيم، لأن الأراضي تم تحريرها. في ناس لغاية النهاردة يا فندم بتشكك في موضوع مخطط التقسيم ده، في ناس أصلا بالأساس بتشكك في موضوع المؤامرة. مؤامرة إيه؟ فيش مؤامرة على الوطن العربي. المشكلة إذا مني هقول لحضرتك حاجة، للأسف الشديد قالوا أن العرب لا يقرؤون التاريخ، وأنا بقول لحد كبير بمنتهى الصراحة، وأنا قلنا في البداية هنتكلم بصراحة، كانوا صادقين في هذا الموضوع، لأن احنا لا نتعلم من دروس التاريخ إلا إذا وقعت الكارثة. عندما صدر قرار سايكس بيكو بالتقسيم لم نصدق إلا لما تم تقسيمها وحصل، لكن أكيد كان في شعب وفي قادة سياسيين وفي إعلام في هذا التوقيت ولم يتخذوا أي إجراءات والتقسيم نجح. طب لما حصل في وعد بلفور سنة 17 قالوا ده في تقسيم دولتين، أساس الخراب الحقيقة. لا نحن لا نصدق إلا بحدوث الكارثة. فإحنا لما بنتكلم من دلوقتي، من حمى الشعب المصري وأرض مصر من التقسيم أن هناك رجال يعني صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مثلنا وكثير من المصريين ومن كل طوائف المجتمع تكلموا أن هناك مؤامرة ومؤامرة، والثقافة والوعي الذي ارتقى، مش عايز أقول وصل كما نريد بمنتهى الصراحة، لكنه ارتقى، حمينا مصر بهذه الثقافة، لأننا أصبحنا ندرك أن هناك خطر دائم مش عايزين يتكرر ونتقسم مرة أخرى. عشان كده بنقول المؤامرة موجودة بدليل أقول لحضرتك حاجة، لو في سلام وفي أمان وما فيش إسرائيل، مبيعات السلاح للدول الكبرى هتروح فين؟ البطالة هتبقى عندهم كبيرة، المصانع هتقفل، الموارد البترولية اللي موجودة اللي بياخدوها مش هياخدوها، القواعد العسكرية اللي فيها دول العالم زي اللي في ديجو جارسيا في البحر المحيط الهندي جنوب اليمن، واللي زي في العديد اللي موجودة في الخليج، واللي زي دي لو مش موجودة هذه الموضوع ده من حظهم. عايز أقول لحضرتك موضوع بس يا فندم، ربما جزء من العولمة وجزء من الاتجاه للشراكة والاستراتيجيات، ما هو إحنا لازم بنشتغل، لازم نعمل الصفقات دي ولازم ناخد. ما هي لو يعني في أمان، ما هو لحضرتك حاجة، لو في أمان مش هتطور، مش هجيب سلاح تاني، هتستكفي بالسلاح اللي عندك. لكن كل لما يبقى فيه توتر، ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، صناعة التوتر أحيانا بتحدث حتى لو مش حرب. وصناعة، وأشكر حضرتك على هذا المصطلح، صناعة التوتر تحدث رواج للصناعة لأعلى مستوى. كل دولة تريد أن تؤمن نفسها فتشتري صفقات سلاح. حتى أقول لحضرتك حاجة، أنا شخصيا بقولها أولا ويمكن أول مرة أقولها في مقاعة إعلامي، إيران لن تطلق سلاح مباشر من أرضها بدقة، ومش من اليمن، من أرضها على الخليج، لكن والخليج مش هيطلع طلقة مباشر من أرضه. أي فندم، بس الصواريخ اللي لقوها في البحرين على سبيل المثال كانت صنع إيران. أنا قلت المكان، أنا قلت حضرتك إيه المكان، لن يتم إطلاق من الأرض الإيرانية. من الأرض. إذن لكن مش الصنع. شوف أقول لحضرتك، لأنه الصنع في منه إيران. أقول لحضرتك الصنع وارد من كل دولة، وإيران طبعا، ووارد السلاح يجي من كل دولة، وارد من جماعات الجريمة. شوف أقول لحضرتك حاجة، يتوافق مع الجماعات الإرهابية باقي الجرائم الأخرى، الإتجار في البشر، الإتجار في السلاح، تهريب المخدرات، صحيح، الجريمة المنظمة، كل دول يتوافقوا مع الجماعات الإرهابية، صحيح، لأن هدفهم واحد. إذا الموضوع المصالح كلها بتيجي مع بعضها. أنا بستغرب جدا يا ست اللواء لما مثلا نلاقي في الضبطيات والشغل الهائل قواتنا الأمنية تعمله في سيناء طبعا، فمثلا إيه يقول القبض على مثلا مداهمة أو قرر الإرهابيين، والقبض على عدد من الإرهابيين، والتعامل مش عارفة مع كذا، والمخدرات وضبط عدد كبير مثلا من المخدرات. فبقعد اقول ايه يعني، الناس دي بتقول لك قال الله وقال الرسول، المفروض يعني هم طبعا ما لهمش علاقه بالدين ولا بالاسلام اصلا، لكن لا عندهم الغايه يعني تبرر الوسيله. المفروض يعني ان هم جماعه بتوع ربنا، المفروض ده المفروض في الكتب. مخدرات ايه بقى دي يعني شوف انا عشان كده بقول لحضرتك دائما حاجة، فعلا مرتبطين بتهريب مخدرات والاتجار فيها. اقول لحضرتك حاجه، جماعه طالبان في افغانستان الانفاق الرئيسي منها مين؟
من الافيون، من الافيون زراعه المخدرات. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بقت مشكله. طب ازاي افكار ما اقول لحضرتك حاجه، عشان كده لما السيد رئيس الجمهوريه، واحنا بتكلمش عشان نتكلم ان احنا بنعمل دعايه لحد، لا ده كلام واقعي، لما نتكلم على تطوير الخطاب الديني ان يكون يعني عايز اقول ايه، يتمشى مع هذه الافكار، عشان يقول مش معنى انك انت دلوقتي في هدف معين تاجر في الممنوع ده ده ده, ده صحيح مش عندنا في مصر، لكن ممكن يكون في سيناء برضو من الجامعات الإرهابية بيعملوا هذا الكلام. لكن في دول قائمة على التجارة الرئيسية لتجارة المخدرات، وهم من يقولوا ان احنا اسلاميين، وهذا الموضوع مشكلة كبيرة جدا جدا. قلت يا فندم عندهم الغاية تبرر الوسيلة، ده المبدأ للأسف. فبالتالي ده انا عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا في اليمن، عشان احنا ما مسيناش اليمن وليبيا لسه عايزين نتكلم، وهنتكلم عن ليبيا. اليمن الحمد لله عندنا قوات التحالف العربي واللي بتقوده الشقيقة المملكة العربية السعودية، واحدث نتائج كبيرة جدا جدا، لكن بمنتهى الدقة، طالما الحرب مستمرة يبقى امدادات السلاح مستمرة. قاعدة، اي منطقة فيها استمرار عمليات ارهابية واسلحة متنوعة، يعني أسلحة صغيرة وأسلحة ثقيلة ودبابات وأسلحة وصواريخ باليستية، يبقى كون الصواريخ الأسلحة دي المتنوعة موجودة، يبقى يعني أن هناك ما زالت إمدادات الأسلحة لهذا العنصر موجود. طب منطقي اليمن من أين جاءت هذه الأسلحة؟ ما كنت أقول هذا الكلام. اليمن تحديدا يا فندم دايما ليها وضع خاص، لأنه إيران تحس أنها أحد أهدافها الرئيسية والكبرى هي أن تبسط سيطرتها على اليمن وجماعات الحوثيين وما تفعله، أن تستخدمهم كأداة بدون شك. وجه ضرباتك للمملكة العربية السعودية، وجه ضربتك القادمة للبحرين، تمام، فتت المنطقة، اعمل كذا. طيب ماذا عن دور جامعة الدول العربية في التعامل مع إيران؟ ما هو إحنا برضو جامعة عريقة ولنا أدواتنا، ونرى ملء الأعين ما تفعله إيران من تدخلات، نعم، في المنطقة. هقول لحضرتك حاجة، جامعة الدول العربية هي إيه؟ جامعة الدول العربية هي اتحاد الدول العربية، هي 22 دولة عربية. بمعنى من يصدر القرار، وأنا دايما أقولها في الإعلام، من يصدر القرار الذي يرضي المواطن العربي يبقى دولته هي شاركت فيه. 22 دولة عربية ممثلوا الدول، تمام، سواء على مستوى المندوبين او السادة الوزراء او مستوى القمة، والعكس بدون تفصيل صحيح. اذا اساسا الاداة التنفيذية لتنفيذ القرارات هي الارادة السياسية للدول العربية نفسها. الجامعة الدول العربية اللي موجودة عندنا في القاهرة هي ليست الاداة التنفيذية لتنفيذ القرارات، وبالتالي في مؤتمرات القمة أصدرت الجامعة العربية لـ 22 دولة زي ما اتفقنا بتجفيف منابع الإرهاب، ورفضت بالنسبة للتدخل، لأن رفض تام التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية. المشكلة الرئيسية في تهريب السلاح اللي بيتم لليمن، لأن هو ده اللي بيعمل استمرار. التهريب يتم من أين؟ يتم من خلال أساسا من خلال منفذ أو من خلال ميناء الحديدة اليمني الموجود على البحر الأحمر. لك أن تعلم موقع أن استراتيجي طبعا، ده هو اللي على البحر. قوات التحالف حررت محافظات كثيرة ومدن كثيرة في اليمن، وأنا سألت أحد اليمنيين المحترمين، وجميع محترمين طبعا، يعني احنا بنقول إنهم ناس من القوات الشرعية، لماذا؟ ايه المشكلة الرئيسية؟ قال لي من الكلام ده من حوالي سنة، قال لي المشكلة الرئيسية ان ميناء الحديدة ان هناك تحذيرات امريكية من اقتراب قوات التحالف من هذا الميناء، فمعنى ذلك ان عدم اقتراب قوات التحالف من ميناء الحديدة يعني يريدوا استمرار امدادات الاسلحة المهربة الى داخل اليمن، وبالتالي يريد استمرار الحرب في اليمن كما هي موجودة عليه، لأن فاتورة السلاح اللي بيتم بيعه مستمرة بهذا الموضوع. إذا مصالحهم شغالة، ولذلك شفنا الأمم المتحدة من حوالي شهر ونص أو شهرين عندما قامت قوات التحالف بمهاجمة منطقة محافظة الحديدة، حذرتها منين؟ هي ثابتة في هذه الكلام، هي وأمريكا والغرب،
من العوامل الإنسانية أو الناحية الإنسانية. يا فندم إحنا كل فترة في اليمن ما بين كوليرا بتروح وتيجي وبتزيد وبتتفشى فتصبح وباء لحالات إنسانية كثيرة جدا لأمراض وأوبئة برضه. لا ده أنا عايز أقول يا أستاذة منى، عايز أقول لحضرتك والموضوع مش موضوع الكوليرا، أنا قصدي أقول إيه؟ لا بتكلم على أمراض إنسانية. هما بيحذروها، هما بيحذروا كأنهم بيقولوا ما تهاجموش ميناء الحديدة عشان يظل منفذ للتهريب السلاح. خدت بال حضرتك من الموضوع بقى؟ فطالما في تهريب سلاح مستمر، إذن الحوثي مستمر، إذن القتال مستمر، إذن مبيعات السلاح الغربية والأمريكية. يعني يا فندم كل اللي بيحصل في اليمن ده، ما أنا بقول لحضرتك إنه حضرتك كمان عشان ذكرت موضوع النواحي الإنسانية، برضه بقول لحضرتك إن الأوضاع الإنسانية مؤسفة جدا هناك. كل اللي بيحصل في اليمن وما وصلت إليه اليوم، كل ده عشان أخلي تجارة السلاح مستمرة. طبعا مصالح الدول شغالة، اقتصاد الدول شغالة. هم بيوجهوا الاقتصاد ده يا فندم لحاجات تانية. لا 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 هم يفتحوا مصانع لا لا بس اقول نتمنى الموضوع ده يعملوا اي حاجه. لا نتمنى ما كانش يبقى فيه. اقول لحضرتك طب الناحيه الانسانيه، احنا لما بنشوف دلوقتي وسوريا دلوقتي بتحاول تحرر ادلب، نفس التعبير بالظبط، الامم المتحده وامريكا والغرب اوروبا نحذرهم من مهاجمه ادلب للنواحي الانسانيه. اصبحت المكان اللي مش مطلوب ان الجيش الوطني في كل دوله يهاجم المنطقه المفروض يتواجد فيها الجماعات الارهابيه او المنطقه اللي مطلوبه بيدعموهم، دايما يقولوا عمليات الانسانيه. وانا اعتقد وانا بقولها من دلوقتي في البرنامج مع حضرتك، هيتجهز من دلوقتي صور الاطفال المحروقين، وهيتجهز من دلوقتي السيدات النحيب والبكاء على الأسرة، وهيتسجل من دلوقتي الناس اللي بتطلع من تحت الإنقاض، بيتجهزوا من دلوقتي عشان عندما يتم الهجوم على إدلب يتم يقول إن دلوقتي أدي النواحي الإنسان اللي موجودة ليكسبوا التعاطف اللي موجود. وفي هناك ناس بيتعاطفوا، في ناس بتعاطف. احنا برضو في كسب تعاطف حصل ايام الضرب بالكيماوي يا فندم، ما مع انه التقارير لم تثبت بعدها على فكره موضوع. يبقى هذا يؤكد ايه زي منا ان ما يقال ليس حقيقي. اذا ما يقال صور الاطفال يا فندم اللي طلعت مشوهه واتقال النظام بشار ضربها بالكيماوي يا فندم. طبعا اقول لحضرتك حاجه، طب ما هو في احنا في اثناء رابعه، أثناء رابعة كان بيجهزوا ناس بيتحركوا في الأكفان بتاعتهم، وهم أطفال وأطفال كله شيلوا الأطفال أكفانهم يا فندم. صح كده. إذن الأسلوب واحد، الجماعات الإرهابية في مصر أو في سوريا أو في العراق أو كده أسلوبهم منهجهم واحد، الغاية تبرر الوسيلة، وبعدين يجدوا من يدعمهم في حول إنسان. حتى لما صدر أحكام القضاء العادل المصري على الأحكام الإخوانيين اللي موجودين فوري بدون أي حاجة، منظمة أو حقوق الإنسان الدولية قالت مصر كذا 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 كذا. طب بموضوع حقوق الإنسان بالمناسبة، يعني كنت لسه النهاردة في بداية الحلقة بتكلم مع هاتفيا مع الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، وهم موجودين بيحضروا في جنيف في مؤتمر حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الدولي هناك، قدموا مذكرة طويلة عريضة للأمم المتحدة هناك فيها رصد للكثير من المخالفات اللي النظام القطري بيقوم بها بالدلائل والانتهاكات، بالدلائل والوقائع والانتهاكات والمخالفات وكل حاجة. قاموا هناك في الأمم المتحدة أخدوا وطبعا قدموا حاجات تانية متعلقة بالقضايا المصرية وما إلى ذلك، لن يظهروها مش يظهروها، أخدوا كل الحاجات التانية وقضية قطر دي وقعوها منهم كأنها ما اتكتبتش. وقال لي بس قال لي الحقيقة يعني وده لفتة محترمة جدا منهم، إن هم مصممين أن يتم تناول انتهاكات قطر، وإن هم يوم 19 في الشهر هيقدموا طلب لبحث ما تم عرضه من قبل. شوف يا زمان هقول لحضرتك حاجه، ده تعمد يا العالم. هقول لحضرتك حاجه، العالم بعض الناس يقولوا ايه، احنا مش في غابه، لكن انا اقول بمنتهى الصح وانا ضابط جيش، من يملك القوه، انا ما اقولش انا بقول القوه الشامله مش القوه الاقتصاديه العسكريه، لا، من يملك القوه يملك القرار، من يملك القوه يملك القرار. الدول الكبرى القويه مش تتعامل بمعيارين، تتعامل ب 500 معيار مكيالين واكتر. لا مش مكيالين، ازاي اقول لك انا بكره اللي بوشينا بقى، انا في ناس ب 100 وش دلوقتي. بيقول لك دلوقتي من كتر ما بقابل ناس ب 100 وش وحشوني الناس اللي الناس بوشين. صح كده، معنى قلنا الاولى يعني. فاذا عندنا بقى مش بمعيارين، عندنا ب 500 معيار، كل دوله طبقا لمصالحها. عايز اقول لحضرتك حاجه، بقول برضه للشعب المصري، الناس متصوره ان ما يحدث في تركيا دلوقتي هيؤدي الى انهيار تركيا.
انا بقولها انا اتمنى ان هي عامله لنا مشاكل، ولكن لا نتمنى انهيار تركيا، لا 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 نتمنى ان يتم ان تعود على رشدها. نتمنى ان يحاسب نظام اردوغان على صحيح. كل ما قام به صحيح. من تمويل ودعم إرهاب وتدخل صحيح. في شؤون الدول العربية واستضافته صحيح. حتى اللحظة لرموز وقيادات من جماعات الإخوان والقنوات اللي مطلقة هناك عنده اللي بتهاجم وبتشتم في الوطن العربي صحيح. تحديدا في مصر طول الوقت. لكن تركيا كدولة صحيح. طبعا ولكن وكشعب. عشان كده أنا بقول يا زمنا لن تسقط تركيا. منتهى البساطة ليه؟ لأن الدول اللي هي دلوقتي عارفة أن تركيا دي ضد مصر وضد كم دولة في المنطقة، والدول الكبرى دي أساسا هي مش عايزة مصر تبقى قوية، يبقى بالتالي لن يسقطوا الدولة اللي هي ضد مصر. هي عندها مشاكل اقتصادية أنا أقول لحضرتك مع أنه تركيا اقتصاد تركيا قوي. أقوى من أقوى طيب. اقتصادات العالم كده. بصراحة إذن ممكن تحدث، لكن الآن يمر بمشاكل طاحنة. ممكن تحدث، ممكن يفكروا فيهم يغيروا النظام الرئاسي، ممكن يفكروا، لكن في جميع الحالات ممكن قرصة ودن معينة، ممكن مشكلة، لكن الدولة اللي بتعمل لهم توازن هما من وجهة نظرهم تركيا بتعمل هذا الموضوع مطلوبة ستستمر. يا فندم حتى بس لو ممكن يتدخلوا وينقذوها ازاي اذا كان النهارده لسه سمع انه ما على سبيل المثال العمله نزلت والفايده والفايده 24% 26 او انا بقول لحضرتك كل ده دي مشكله حقيقيه. بصوا لحضرتك هيحصل مشاكل اقتصاديه، انا بقول لحضرتك هيحصل مشاكل اقتصاديه، لكن لن تسقط تركيا. طب ايران نفس الموضوع. لا احد يريد ان تسقط تركيا، هي في النهايه دوله ولها شعب ولها تاريخ. نتحدث عن نظام اردوغان هل سيستمر طويلا يا فندم؟ انا بتكلم فيما يفعله من دعم صريح للارهاب. انا بتكلم على المواطن العربي العادي اللي هو متصور حتى لا يبني تصور على حاجه لن تحدث. انا قصدي اقول كده ان هو بيتصور ان ممكن اللي بيحدث في تركيا ده ممكن يؤدي الى ان تركيا تسقط بالاقتصاد، لكن انا بقول له ممكن تحصل مشكله لكن لن تسقط، هتتوازن. طيب قبل ان نغلق ملف تركيا، بخبره حضرتك كده ورؤيتك للامور، هل تعتقد انه من الممكن ان يستفيق الشعب التركي ويعلم جرائم النظام وما يقوم به ودعمه للارهاب وتدخله السافر في شؤون دول اخرى؟ واردوغان الحقيقه علاقاته مع الكثير من زعماء العالم دلوقتي اصبحت سيئه جدا. كل شيء هقول هل يمكن ان يستفيق الشعب التركي؟ هقول لحضرتك حاجه، كل شيء وارد، ولكن الآلة السياسية الدولية في المنطقة في أوروبا وأمريكا والغرب طبقا لقرار ومقدرات لمصالحهم. إذا كانوا يريدوا استمرار أردوغان بنفس المواصفات بنفس إمكانياته بنفس ما يتخذوا بسياساته اللي موجودة سيحافظوا عليه، وإذا كانوا لو رأوا أن هذا ضد مصالحهم في يوم وليلة ممكن يغيروا هذا الموضوع. طيب القضية الفلسطينية نعم دائما وأبدا هي صدر اهتمام القيادة السياسية المصرية تحديدا، ولها أيضا مكانة كبيرة عند جامعة الدول صحيح. العربية وأهمية يعني كبرى صحيح. ولكن في النهاية مع كل هذا ومع محاولات مصر الدائمة يمكن ما فيش دولة يا فندم عملت اللي مصر عملته في القضية بدون الفلسطينية شك. بدون صراحة شك. أنا عايز أقول لحضرتك على مدار سنوات طويلة وحتى اللحظة كلام حضرتك صح جدا، لن نتقدم كثيرا في ملف القضية الفلسطينية يا فندم. مصر زي ما حضرتك ذكرت في موضوع القضية الفلسطينية، احنا نتذكر البطل الشهيد المقدم أركان حرب أحمد عبد العزيز لاسم شارع البطل أحمد عبد العزيز استقال من القوات المسلحة المصرية ليكون حرا ويقود الفدائيين المصريين في فلسطين. دي واحد، واستشهد في فلسطين أثناء هدنة موجود هو راجع استشهد. الحاجة الثانية الضباط الأحرار فكرتها برأت وهم موجودين في حصار الفالوجة في فلسطين، شهداء من المصريين أدوا كثيرين في موضوع فلسطين. حاجة تانية كل فلسطين بالنسبة لنا هي أساس قضية الشرق الأوسط وهي القضية الرئيسية عندنا في الجامعة العربية وفي الوطن العربي وداخل كل مواطن عربي. الإشكاليات ندخل على موضوع الإشكاليات عشان نقدر نقول العلاج يبقى منين. الإشكاليات بدون شك الانقسام الفلسطيني اللي كان موجود في الإخوة الفلسطين الأشقاء ضيع فرص كثيرة جدا أو تحديدا أثر على حدوث قرارات إيجابية لصالح فلسطين، بدليل أن في ظل هذا الموضوع يعلن رئيس ترامب
ان القدس ستكون العاصمه وينقل السفاره بمنتهى البساطه. لكن لو كان هناك تماسك، لما نشوف حتى اتفاقيات اوسلو ومدريد وكل المراحل اللي تمت السابقه، كان هناك تماسك في الشارع الفلسطيني. اذا الاتفاقيات اللي ادت الى رفع العلم في الامم المتحده فلسطين واصبحت عضو في الامم المتحده، واتفاقيات اوسلو ومدريد اللي اتعملت كان كلها في ظل التوافق الفلسطيني هذا الواحد. عشان كده مصر مش بتطالع، عشان ما حد متخيل ان هي عشان الحدود معاها، لا، مصر سترعى اي دوله عربيه حتى لو بعيده عن حدودها، مش موضوع الحدود الجغرافيه. وبالتالي مصر بترعى المصالحه. من حوالي ايام لما فلسطين اعتبرت ان المفاوض الامريكي غير نزيه لان هو لا يدعم القضيه الفلسطينيه واعترف بالقدس وحاد الأجندة، فقالت ان احنا لن يكون طرف في المفاوضات السلام وهذا الموضوع، ردت عليها الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات على أونروا اللي هي لمعاونة اللاجئين فلسطين. صحيح. فلسطين وهكذا. صحيح. طبعا الجامعة العربية اجتمعت من خلال أيام على المستوى المندوبين ثم الوزاري، وكان هناك قرار للدول العربية بحوالي أعتقد يمكن حوالي 200 مليون دولار لتدعيم الأونروار هذا الموضوع ده كده. ولكن أنا عايز أقول التماسك الفلسطيني والتضامن والعمل العربي القوي. المشكلة الرئيسية في الجزئية دي إيه؟ إن 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 الآلة الأجنبية لما عملت المشكلة القدس عملتها في ظل أن كل دولة عربية لديها من المشاكل الداخلية اللي هي برضو عايزة تعتني بيها، عايزة تصون الأمن الوطني أو القومي لكل دولة. يا فندم، بس لو 22 دولة عربية اجتمعوا فعلا وبصدق لنصرة القضية الفلسطينية سيتغير الحال. شوف أقول لحضرتك، معلش يا فندم، مع احترام لكل الدول العربية، هو في مين غير مصر يا فندم يعني بيسعى للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بيستضيف كل أطرافها كل فترة في مصر هنا؟ صحيح. بيتدخل، بيخاطب العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة في كل كلمة ليه حتى في المؤتمرات الدولية وأمام الأمم المتحدة يتحدث ويذكر أهمية القضية الفلسطينية. ده أقول لحضرتك ده صح جدا جدا. وأنا متصور، وأنا حتى في المجال حضرتك الكلمة حضرتك ذكرتيها، أن إمكانيات الدول العربية، إحنا بنقول أن الدول العربية لديها إمكانيات اقتصادية لو تم تجميعها في إطار السوق العربية. وطبعا في جامعة الدول العربية برضه عشان الشيء بشيء يذكر، شغالين في موضوعات الإعداد للسوق العربية المشتركة من خلال عاملين رئيسيين. العامل الأول هو التعريفة الجمركية، في مفاوضات شغالة على الموضوع دلوقتي، وتحديد المناطق الحرة العربية. النقطة الثانية اللي هي ممكن نبعت تستورد عربيات من أي دولة عربية نتمنى إن شاء الله بإذن الله. ممكن بجد؟ أقول لحضرتك حاجة، كل ده نتمنى إن هو يبقى سهلوا علينا يا فندم، يعني إحنا نتمنى الضرايب يا فندم، في مفاوضات شغالة في الموضوع ده، مجننا يا فندم والله يخليك. الحاجة الثانية أقول لحضرتك برضو، إحنا عندنا كان تجربة من التضامن العربي إحنا ما ننساهاش، موجودة كبيرة جدا. إحنا مش هنبدأ من الصفر. لما تشوف حضرتك فاكرة حرب 73، كان التضامن والتكامل العربي على أعلى مستوى. لما اشتغل الجيش العربي السوري والجيش المصري في توقيت واحد في حرب 73، هل هذا فقط؟ لا، ده كل الدول العربية. صحيح. ساعدت. صحيح. بقوات، وأنا دايما بقولها في الإعلام، رفات الشهداء من الإخوة العرب، في ناس في مصر ما يعرفوش هذا الموضوع، في مقابر شهداء الجيش الثاني والثالث الميداني موجودة الشواهد والرفات بتاعتهم، ما زالت موجودة، من السودان والجزائر والكويت وغيرهم موجودة. فكان في تضامن عربي في القوة المسلحة. لما طب النقطة الثانية، الاقتصاد والدعم، عندما منعت دولة الإمارات العربية المتحدة منعت لما تم استخدام البترول، الإمارات والسعودية والدول المنتجة البترول، لما تم التهديد بقطع البترول عن الدول التي تؤيد إسرائيل في القضية وعدم انسحاب الأراضي العربية، كان ليه دور. فعشان كده حتى لو حضرتك والمستمعين يشوفوا الكلام ده، الوطن العربي في حرب 73 تم رصده من القوى الدولية التي تريد إسقاط كل قوى إقليمية أو دولية، إسقاطها ما تعلاش. رصد أن هذا الوطن فيه قوة اقتصادية كبيرة من البترول، وفيه قوة عسكرية هائلة.
فكان لابد أن يتم إسقاط هذا في يوم الأيام. شوف الست سبع سنين اللي فاتت اللي حصل، البترول اللي كان 150 دولار نزل لـ40 و50، ما بيطلعش على 50. يبقى حتى البترول اللي عندنا في فترة معينة نزل. طيب. الجيوش العربية اللي كانوا عندهم الجيش العربي السوري والعراق والمصري، جيشين تأثروا وخرجوا برا المعادلة. إذا كان مرصود. طيب. كان مرصود. أغلق الحديث بالقضية الفلسطينية عشان آخر سؤال هيبقى فاضل لنا للأسف لأن وقت الفقرة انتهى عن مصر. آخر سؤال ليا في القضية الفلسطينية، ما الذي تفعله أو ستفعله جامعة الدول العربية لنصرة القضية الفلسطينية وهي الآن متأزمة جدا؟ ما زال الاحتلال الإسرائيلي طبعا بيمارس ضغوطات هائلة على أبناء الشعب الفلسطيني، الحصار ما زال يخيم على غزة وقطاعات أخرى، هناك تدنيس المسجد الأقصى وحركات في منتهى الاستفزازية طبعا لأبناء الشعب الفلسطيني وسقوط شهداء كل يوم والتاني هناك. هقول لحضرتك حاجة، طبعا ده يمكن برضو سؤال سياسي، يمكن عندنا في الجامعة في مستشار للشؤون السياسية، ولكن أنا أقول لحضرتك أمام عيني طبعا عندنا في الجامعة العربية في دلوقتي إدارة كاملة اسمها إدارة فلسطين، وأن هناك مساعد للأمين العام فلسطين الدكتور سعيد أبو علي، ففي اهتمام بالموضوع ده، وفي احنا قائمين بإجراءات موجودة للتواصل مع المحافل الدولية، لأن برضو الجامعة العربية هي لما بتسعى بتحضر كل المؤتمرات سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي أو في أي منظمة دولية أو إقليمية تتواصل من أجل هذه المشكلة، حل المشكلة أيضا بامتلاك الدول العربية لآلياتها، بالإضافة إلى أن الداخل الفلسطيني يصبح قوي، وطبعا التدعيم اللي بيتم زي ما حصل في المؤتمر هذا ما تملكه الدول العربية، لكن أعتقد عندما يتم حل مشكلة اللي بترعاها مصر المصالحة والالتئام الفلسطيني يكون قوي جدا جدا، وعندما يتم حل مشكلة الإرهاب وتصبح كل دولة عربية خالية من الإرهاب بها استقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار سياسي واستقرار عام، تصبح الدول العربية فاعلة، لكن بدون عندما يتم استمرار هذا الموضوع ده تصبح هناك إشكالية معقدة يصعب الوصول لحل بمنتهى الصراحة. مصر، وهذا آخر سؤال ختامها مسك، سيناء طبعا. سيناء قطعة من أرض مصر الغالية، حاول المتآمرون والإرهابيون بشتى الطرق السيطرة عليها وإعلان ولاية سيناء وما إلى ذلك، وتصدت لها القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية الحقيقة نعم. بقوة وبسالة نعم. هل نقدر نقول إنه الحرب لسه شغالة هناك وما زالت قواتنا الأمنية بتطهر المنطقة هناك وتتعامل مع الإرهابيين نعم. بكل حسم، واصلين في اللي فين يا فندم في هذا الملف من وجهة نظر حضرتك، ونقدر نقول إزاي إن إحنا إن شاء الله يا رب قربنا أن نعلن تمام القضاء على الإرهاب؟ طيب أنا أقول لحضرتك بشمولية يشمل السؤال وممكن سؤال تاني لو كانت سهل لو كان في وقت. الإرهاب في مصر، مصر كانت هي تعتبر فعلا الجائزة الكبرى، لأن لو مصر سقطت الكل يسقط أكيد. ما حدث في سيناء لها وضع، الحد الشرقي لها خليج العقبة، الحد الشمالي البحر المتوسط، والحدود الشرقية مع فلسطين وإسرائيل الاثنين وهكذا. فالمشكلة، وطبعا هي كانت ليست بالكثافة السكانية العالية، أما النقطة الثالثة فهي موارد طبيعية أيضا صحيح. وموارد سياحية أيضا صحيح. إذن هي تملك العناصر اللي كانت تجعل القوى الإرهابية تظن أنها من السهل أنها تجتزئ سيناء، عشان كده كلمة سيناء. لما نيجي نقول بقى ما تم خلال المرحلة السابقة، حصل أثناء سنة الإرهاب أن تم تخزين أسلحة ومعدات من كافة الأسلحة للتمكين واجتزاء سيناء في يوم من الأيام، وحدث هذا الموضوع. حتى الآن بيتم اكتشاف مخازن الأسلحة واكتشاف عربيات تحت الأرض هذا الموضوع. ماذا فعل الجيش المصري بمنتهى البساطة عشان نقدر الجيش المصري ونعرف تقييم هو حدث إيه؟ لما نقول أن الجيش العربي العراقي القوي والجيش العربي السوري القوي تمكنوا من السلاح على نص العراق قبل كده وإعلان الدولة والسلاح على تلتين سوريا، ولكنه لم ينجح حتى الآن في مصر أن يستولي على متر مربع ليرفع راية الإرهاب عليه. فإذا هذا يعتبر، وطبعا الحرب الإرهاب
مش بيحاربوا سراب، بيحاربوا قوات مسلحة بمعدات حديثة بأجهزة اتصالات، حتى لو في شبكات محمول أجهزة اسمها عارفين اسمها السورية اللي هي اتصال بأقمار صناعية ومعدات الدفع الرباعي المتطورة. كل هذا بيتم إمداد القوات الإرهابية في سيناء، لكن هم كل العمليات اللي بيسعوا ليها كان الاستيلاء على مدينة الشيخ زويل أو رفح أو قرية أو حتى مبنى كمين حوالي 30 عشان يرفعوا، لكن لم يمكنهم الجيش المصري من هذا الموضوع. هل استطعنا، وده آخر سؤال يا فندم، هل استطعنا أن نقضي على الآثار التي ترتبت على ما فعله نظام الإخوان خلال العام من حكمهم بالإفراج عن عدد كبير من المساجين اللي كانوا مطلوبين أمنية أو جنائيا، ده شق، بس كمان اللي كان منهم إرهابيين واللي منهم جزء كبير طلع مباشرة على سيناء واختبأ هناك زي هقول لحضرتك بين الجبال هقول لحضرتك ودخل في مظلة الإرهاب. نعم يا زميلنا، الكلام ده هقول لحضرتك منتهى البساطة عشان الناس تبقى عارفة. الحرب النظامية اللي هي فيها أسلحة شاملة مع دولة أخرى زي ما حصل مع إسرائيل في 4 جولات لا تستمر غير أيام، معروفة كده، لأن المعركة الحديثة في العلم العسكري اللي احنا درسينه تتسم بالحسم في أعمال القتال. 6 أيام خدنا سيناء وعبرنا القناة وخدناها، خلص الموضوع. برضو حتى لما إسرائيل في 67 نفس الموضوع، عشان يبقى برضو المعلومات صح. أما الحرب ضد الإرهاب لأن داخلها فكر المتطرف اللي هو يسكن العقول أولا. الحاجة التانية احنا قلنا عليها، إذا كان الإرهاب هو داخلي فقط وأسبابه داخلي عشان الفساد، عشان العدالة الاجتماعية، عشان الثقافة الضعيفة، طب ما كل العوامل دي في كل الشعوب، لماذا لا يكون فيها إرهاب؟ لكن تم استغلال هذه العوامل من عوامل خارجية. إذن لو كانت الأسباب داخلية فقط كان الجيش المصري والشرطة المصرية قادرين خلال فترات بسيطة يقضوا عليها نهائيا، لكن استمرار تهريب السلاح واستمرار دعم الإرهابيين إعلاميا وطبيا ولوجستيا وبالسلاح، إذن الموضوع. لكن بمنتهى البساطة ما تم في سيناء 2018 بعد ما كنا كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة في عملية، أصبح دلوقتي مسافات متباعدة بين العمليات الإرهابية. هذا يحسب لثلاث عناصر: الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة المصرية العظيمة ورجال الداخلية. احنا بنتحرك ليلا نهار عند مدار 24 ساعة شمالا وجنوبا، مفيش مشكلة أمنية على شوارع مصر. الشعب المصري، المشروعات القومية اللي اتعملت، البعض بيقول ان هي عملت ايه الطريق والكلام ده كله، أخذت ملايين فرص العمل لمن رجعوا من ليبيا ومن العراق وانتشرنا على الأرض في مصر. الطريق اللي افتتحه الرئيس، الطريق الإقليمي، الناس يقول لك هو الطريق بأكلنا، الطريق ده هيعمل حاجات لا مش محسوبة عالية جدا جدا. أرض مصر كانت 95% فاضي لما الطريق اتعمل في عشرات آلاف الكيلومترات. إذن الأرض على أجناب الطريق يمين واليسار يا إما زراعية يا إما صناعية يا إما إسكان يا إما الثلاثة مع بعض. إذن استغلينا أرض مصر استغلال صح، وذلك التنمية هي أحد الوسائل الرئيسية لمقاومة الإرهاب. بشكر حضرتك جزيل الشكر، وفعلا ختامها مسك، والجملة الأخيرة دي يا فندم فعلا التنمية إحدى أهم وسائل مكافحة الإرهاب. هتنمي يعني هتشغل يعني هتحارب فكر متطرف، الاحتياجات هتسد للمواطن، الاحتياجات الأساسية لن يستقطب من أي حد، صحيح، لن تتركه عرضة للاستقطاب من أي جهة أخرى. صحيح. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، جزيل الشكر وجودك معنا يا فندم. شكرا زميلنا، أنا سعيد جدا جدا، وأنا عايز أقول الأمل في المستقبل إن شاء الله أمل مشرق وباهر. اتفتح في السنين الأربعة ونص اللي فاتوا دول ملفات كثيرة جدا جدا اتعملت، هناك مشكلة من المعاناة، نعم، عشان يبقى ناس عندنا مصداقية، في مشكلة من المعاناة والأسعار، ولكن في ملفات كثيرة، الكهرباء والبطالة والعلاج في المستشفيات يعني حاجات كثيرة، ملفات اتفتحت، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله مشكلة الغلاء والمعاناة هتحل في الفترة الجاية إن شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر. وبعد هذا الفاصل سؤال مهم جدا،
القيادات المحلية والمحليات اللي احنا طول الوقت بنقول انها مهمة جدا، هي المفاصل الرئيسية الحقيقة في الدولة اللي بتحكم بقى الزحام المروري، النظافة، الشوارع، سير التوك توك وكل الحاجات دي. هل تراقب جيدا من جانب البرلمان أم أنه هناك ربما بعض الأمور التي لا تراقب والتي تتسبب فيما نشهده الآن من الكثير من المشاهد العشوائية في الشارع المصري؟ بعد هذا الفاصل. الزحام المروري في مصر أزمة متفاقمة منذ عقود، لم تفلح معها كل المسكنات أو الحلول المؤقتة، وأصبحت كالورم السرطاني الذي يتمدد في كافة الطرق، حتى صارت القاهرة الكبرى نموذجا فريدا لأكبر وأضخم ساحة انتظار للسيارات. عندما نتحدث عن غياب منظومة المرور في القاهرة الكبرى تحديداً، نجد أن الأسباب متعددة، بدءاً من غياب التخطيط العمراني والتكدس في حيز ضيق وزيادة أعداد السيارات مروراً بتضارب وشيوع المسؤولية، وذلك نظراً لتعدد الهيئات والجهات الحكومية المسؤولة عن المنظومة، وليس انتهاءً بانتشار التوك توك. هذا إلى جانب السلوكيات الفردية السيئة وغياب ثقافة احترام الطريق. وفقاً لأحدث التقارير والإحصائيات، فإن القاهرة تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم عقب دولة الهند من حيث الازدحام المروري، حيث يبلغ عدد المركبات المرخصة أكثر من 11 مليون سيارة، حيث تضاعفت أعدادها في 3 سنوات فقط. المواقف العشوائية أصبحت حجر عثرة أمام أي محاولات لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة والجيزة. سيارات الميكروباص تضرب بالقواعد المرورية عرض الحائط، والسائقون يتوقفون في أي مكان دون اكتراث لتسببهم بهذا السلوك في خنق الشوارع، خاصة في مطالع ومنازل الكباري والميادين الهامة. فقد فرض أصحاب سيارات الأجرة مواقف في العديد من الأماكن بعيدا عن رقابة الأحياء، مستغلين حاجة الركاب لفرض تعريفة ركوب تتوافق مع أهوائهم. واستغل سائق السيارات أيضا بعض الميادين والشوارع الحيوية وأماكن التجمعات لنقل الطلاب والموظفين إلى محطات المترو، متسابقين في تكدس مروري واشتباكات لا تنتهي مع أصحاب المحال وقائد السيارات الخاصة. والأخطر هو تعرض السيدات والفتيات لمعاكسات نابية من قائد هذه المركبات المخالفة. التوك توك سبب آخر من أسباب الأزمة المرورية في مصر، ظاهرة انتشرت بشكل كبير جدا في أغلب محافظات مصر وبسرعة كبيرة تدعو للتعجب، أصبح أحد العلامات المميزة للشارع المصري. وفي حين يعتبره البعض أحد أهم الحلول العملية لمشكلة البطالة في مصر، حيث استوعب أعدادا هائلة من الشباب، بالإضافة للباحثين عن تحسين مستوى معيشتهم من خلال أعمال إضافية، إلى أن وجهة النظر الأخرى تحمل التوك توك مسؤولية ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مصر. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن الوزارة تسعى لإنهاء تراخيص التوك توك في فترة أقل من 6 شهور، وقال أن التوك توك يهدر أموالاً كثيرة على الدولة ويتسبب في مشاكل كبيرة وفوضى أكبر، لذا تسعى الحكومة لضبط هذه المسألة. كل ذلك يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، أبرزها ما هي القوانين والتشريعات المنظمة لمواقف سيارات الأجرة وسير التوك توك؟
وما هي العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين لتلك القوانين، وما هو دور قانون المرور في ذلك، كما أنه يفتح الباب أيضاً أمام تساؤل أهم، وهو دور مجلس النواب كسلطة رقابية في متابعة وتقييم أداء القيادات المحلية بدءاً من المحافظين مروراً برؤساء الأحياء والوحدات المحلية. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. البعض الحقيقة بيتساءل عن فكرة تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بالمحليات عموما. وزميلتي نشوى عبد العاطي بشكرها طبعا على أدائها في هذا التقرير، والتفاصيل اللي اتقالت فيه في أسئلة كتيرة الناس بتسألها. يعني ناس تقول لك أنا بلوم التوك توك هو السبب في العشوائية وانتشار الجرائم اللي بتحصل، وبعدين في ناس تانية تقول لك لا، ما هو يعني أي حد ممكن يعمل أي حاجة طالما ما فيش قوانين صارمة، طالما ما فيش تحديد للمسؤوليات. إذا كنا يمكن لغاية دلوقتي هناك ربما بعض الخلط إنه مين مسؤول عن إيه. وأنا الحقيقة دي النقطة الأساسية اللي عايز أبدأ بها حواري مع ضيوفي الكرام فيما يتعلق بأدوار المحليات في فرض النظام العام، وفكرة أنه ما تبقاش القاهرة الكبرى عبارة عن، أو القاهرة أو المحافظات ما تبقاش عبارة عن جراج كبير، لا، كل حاجة ليها مكانها، المواقف ليها مكانها، سير التوك توك بطريقة معينة ويجب أن يقنن، وأبقى عارفة كل توك توك ده مين صاحبه، مين اللي بيشتغل عليه، كل حاجة تكون متحددة. ده الشكل اللي نفسنا ببساطة نشوف مصر بيه. هل ده ممكن إن شاء الله يتحقق قريب؟ هل الدولة دلوقتي بجد شغالة على ده؟ طب البرلمان بقى هل بيراقب ده؟ طب علماء وخبراء وأساتذة الإدارة المحلية إزاي يشوفوا العملية دي بصفة عامة ممكن تتم؟ خلونا نتكلم في كل الأسئلة دي وأكتر مع ضيوفي الكرام اللي منوريني النهاردة. سيادة النائب محمد المصري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلماني، أهلا بحضرتك. سيادة النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يا أهلا بحضرتك. الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وتطوير المناطق العشوائية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هستأذن حضراتكم تكون البداية من عند الدكتور حمدي، حديث عن الإدارة المحلية، التقرير اللي سمعناه والسؤال اللي عند كل مواطن مصري في الشارع، امتى هنلاقي الدنيا متنظمة في الشارع؟ أنا بقول السؤال ببساطة قوي، ودي مسؤولية مين؟ الداخلية ولا المحليات؟ ولا البرلمان يفرض قوانين ولا ايه بالظبط؟ طيب يعني انا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام والساده المشاهدين. اسمحي لي اكد لحضرتك، لما نطبق، انا مش هتكلم عن حكم محلي، مش هقول بقى نظام فيدرالي زي دوله الامارات او لندن او نيويورك. ابسط قواعد الاداره المحليه تطبق المركزيه الماليه والاداريه، لما يبقى في صلاحيات عند السادة المحافظين ابتدي ان انا اقدر اسيطر ويبقى ليا صلاحيات وسلطات على التكاتك وغير التكاتك. انا باكد لحضرتك طبقا لقانون الاداره المحليه 43/79 جميع ال 27 محافظ وما يتبعهم من وسائل المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه منزوع الصلاحيات ما عدا ملفين، ملف النظافه والعقارات المخالفه. ملف المياه ملوش اي سلطه عليه، لا اقاله ولا يقدر يعين رئيس شركه المياه ولا يقدر يحاسبه. عشان الشركات دي او الناس دي ليها تبعيه تانية، تبعيه لوزاره الاسكان. شركه المياه والصرف الصحي لا، هيئه المجتمعات العمرانيه. يعني مثلا عندي مثلا مدينه العاشر من رمضان، محافظ الشرقيه مالوش سلطه عليها، مدينه العبور محافظ القلوبيه مالوش سلطه عليها. يعني دي بتدخل مليارات، والمليارات 12 مدينه. نافع ده 12 مدينه. بالظبط 12 مدينه. فبتيجي حضرتك الـ 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 المليارات اللي تتحصل. يعني مثلا عندي جهاز مدينه اكتوبر بحق فوق ال 100 مليار، تقول لمحافظه الجيزه عشان محافظه الجيزه يعرف يشتغل؟ لا تقول. فانا عندي النظام، السيستم اللامركزيه الماليه والاداريه لم تطبق. دي ابسط قواعد اللامركزيه الماليه اللامركزيه الماليه والاداريه. يعني نحققها ازاي؟ نطبقها ازاي؟ اللامركزيه الاداريه بعيدا عن الشرح الاكاديمي ببساطه للساده المشاهدين، ان انا فوض جميع صلاحيات من الوزراء المختصين الى الاداره المحليه للمحافظين ووسائل المراكز والمدن والاحياء. ابسطها بطريقه ابسط، عندي قطعه ارض تقدر ب 100 مليار في محافظه اسكندريه، وهمنحها لاحد رجال الاعمال سواء المحليين او اللي خارج مصر، اللي هو الاستثمار الاجنبي الغير مباشر او المباشر.
لا المحافظ ما يقدرش يتصرف فيها لما يرجع وزارة الاستثمار. ده 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 ما بيحصلش يعني في أغلبية دول العالم لا تحصل. عشان ما تفرعش في أكتر من حاجة يا أستاذة منة، اسمحي لي أجسد مشكلة الإدارة المحلية على نظام التوك توك. عند التكاتك في طبقا لقانون المرور إن الاثنين مسؤولين عنها، عندي اللي بيصدر التراخيص هي إدارات المرور الموجودة في جميع المحافظات، واللي بينظم مسألة سير التكاتك وبيحدد التعريف الخاصة بها هو المحافظ المختص. اسمحي لي أؤكد لحضرتك إن إحنا عندنا 3 مليون توك توك، ده طبقا لتصريح صادر من أحد قيادات العليا داخل لجنة القوى. 2 مليون و 900 ألف. ما أنا جاي لحضرتك، لجنة المواصلات والنقل داخل مجلس النواب. 3 مليون، طيب ليه سعادة النائب قال 2 مليون و 900 ألف؟ لأن جهاز المركز التعبئة العامة والإحصاء قال أنا عندي 111 ألف توك توك مرخص فقط. لما جاء نقص النسبة 111 ألف فقط من 2 مليون و 900 من 3 مليون. من 3 مليون. 3 مليون يبقى أنا عندي 2 مليون و 900 ألف. عندي 9 محافظات موقفة ترخيص التوك توك تماما. اسكندرية، القاهرة، البحر الأحمر، مطروح، السويس، الوادي الجديد إلى آخره. طيب أنا 3 مليون توك توك يعادل المواطنين القاطنين في 4 دول خليجية: الإمارات، قطر، البحرين، عمان. 4 دول. أنا حتى كنت عامل دراسة بحثية. يعادل إيه معلش تاني؟ يعادل عدد سكان، عدد سكان أو القاطنين في 4 دول خليجية. 4 دول. كنت عامل دراسة. مش مجموع، كل دولة على حدة. أما أجي حضرتك أنا كنت عامل دراسة بحثية كنت اسمها جمهورية التوك توك. جمهورية التوك توك العربية. فحضرتك مشكلة يعني أنا بحيي حضرتك على الأسئلة القوية، معلش الأسئلة القوية هضطر إن أنا أجاوب إجابات قوية. فحضرتك مشكلة التوك توك مسؤولية المحافظين، 27 محافظ ده طبقا لقانون المرور وطبقا لقانون الإدارة المحلية المادة 25 البند رقم 2 من القانون 43 76 يضع المحافظ الخطط الاستراتيجية والأمنية مع السيد مدير الأمن. أعتقد إني زي ما حضرتك تفضلت مشكورا في بداية التقرير، حضرتك قلت دي بؤرة إجرامية، أنا بحب أضيف كلمة، هي بؤرة إجرامية متنقلة تشمل القتل، الاغتصاب، السطو المسلح. وأعتقد كان اللي حصل في الماروتية قريب من شارع الثلاثيني في الهرم كان مخرج الواقع أحد التكاتك، الإخراج التام. فأنا عايز أقول الجهات المسؤولة عن ملف التكاتك، واحد وزارة الصناعة والتجارة، أنا ما أعملش إفراج جمركي إلا ما يرخص داخل المرور، دي الجهة الأولى. عندي وزارة التموين مسؤولة عن، لأن طبعا الدولة فعلا وقفت مسألة استيراد التكاتك، بس الدولة اللي إيه سبب زيادة عدد التكاتك مع أن الدولة ما زالت موقفة استيرادها من الهند أو من الخارج؟ السبب بكل بساطة أن في بعض، ما بقولش أغلبية الشعب المصري، بعض الشعب المصري يعني ما عندهمش مستحيل، البعض منهم ما عندهمش مستحيل في زي ما نقول في الفهلوة، في الفساد، في التجاوز. حضرتك بيجيبوا قطع الغيار اللي طبعا الدولة بتسمح ان هي بتستوردها، طبعا عندنا تكاتك شغالة في 27 محافظة بتقل ما لا يقل عن 24 مليون مواطن يوميا. عند الكفور والنجوع والعزب اللي بتمثل 31 ألف كفر ونجوع عزبة، المواصلات فيها لا تتخطى 2%، لا حكومة مشاركة في المواصلات ولا قطاع خاص، وفي ناس بتتخطى 2 كيلو 3 كيلو خاصة وبتلاقي معاناة في فصل الشتاء عشان توصل لمدرسة. فطبعا انا ما اقدرش ان انا الغي التوك توك لان ده واقع والحكومه لم توفر البديل. بس استفيد منه بقى يا فندم. استفيد منه وقننه. يا سلام على اسئله حضرتك. اخد ضرائب وقننه فابقى عارفه مين بيسوق ايه. اسمحي لي اما اقول لحضرتك عندي 2 مليون و900 الف توك توك، متوسط التراخيص عندي كام؟ مينيمم الحد الادنى 500 جنيه ده اقل حاجه، غير التامينات اللي بتدفعها في المحافظه، غير الضرائب اللي بتدفعها، غير المخالفات المروريه. لما تيجي حضرتك تضرب المتوسط انا عندي 3 مليار جنيه ايرادات ضائعه على اداره المرور السنويه. في مشكله في اداره المرور، بس عشان اسيب المساحه للساده الافاضل وهرجع تاني لحضرتك، بس دي أنا بس مقدمه في حاجة. المرور عليه عبء كبير، يعني اداره المرور فعلا عليهم عبء كتير، ومن الاخر كده مفيش اماكن اساسا لما التكاتك زي ما بيقولوا كده بالبلدي يتقفشوا او يتمسكوا يلاقوهم مكان. وما عنديش وقت ان انا ارخص، ولكن عندي الفكر الاداري طبقا لتجارب الدول الغربيه والاتحاد الاوروبي اسندها للقطاع الخاص، خلي شركات متخصصه وانت تحصل ايراداتها بالمناصفه بينك وبين المحافظه. متخصصه للترخيص، هي للترخيص، هي اللي تقنن اوضاع التوك توك، تقنن اوضاع لفتره ترخصها ترخص بيترخص لها ان هي تقوم باعمال الترخيص
بدلا من المرور، شركة متخصصة في ذلك لمدة سنتين ثلاثة لديها وسائل الفحص. عندنا في مصر لا عندنا ما اتطبقتش قوي للأسف. لم تطبق للأسف. أنا بس يعني الدولة تدي شركة خاصة الحق في للأسف طبعا للأسباب ده موجودة، ده موجودة في دول الخليج بقى لها أكثر من 12 سنة. دي في علوم الإدارة، دي حضرتك دي في علوم الإدارة بيسمى الاستعانة بمنظمات القطاع، منظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في حالة عجز الحكومة عن توفير إيرادات مالية أو توفير أو حل مشكلة إدارية. الولايات المتحدة الأمريكية عندها عجز تجاري وعندها عجز وعندها بطالة، عندها ممثل بس مرور عندي بخرج من هذا المأزق التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. اسندوها للقطاع الخاص، أولا ما فيش أماكن التكاتك دي تتلم فيها، ده واحد. اتنين ما عنديش وقت وعندي موظفين في إدارة الأمور عليهم عبء كبير جدا، أتكلم حضرتك بأمان. بس الفكر الإداري إن هي تتم بمنصفة إيراداتها توزع الداخلية بالتعاون مع المحافظة والشركة الخاصة لمدة سنتين ثلاثة. إذا حصل إيرادات المرور العادية يا فندم ما بتدخلش للداخلية، بتروح للمالية. ما هو حضرتك الإيرادات المخالفات اللي بندفعها ما بتروحش الداخلية، بتروح للمالية. ما حضرتك أنا المعلومات اللي عندي أنا أتفق مع حضرتك تماما. الموازنة في كل وزارة زي ما حضرتك يعني أشرت ضمنيا عند الإيرادات وعند المصروفات بتيجي الإيرادات إذا يعني تخطت المصروفات في نهاية السنة المالية ترحل في نهاية السنة. يا ريت نعمل والله يا فندم حاجة تاني، يا ريت نعمل مشروع قومي الإيرادات اللي تيجي من التوك توك دي عارف نعمل بيها إيه يا دكتور حمدي؟ نركب بيها كاميرات في الشوارع كلها في مصر، نبقى زي دول العالم المتحضرة كلها، الجريمة في نص ساعة ممكن نعرف ونحدد الجاني بتركيب الكاميرات ده بصدر بيه قانون بتركيب الكاميرات. بس الامكانيات يا فندم عشان اعمم معلش هو حضرتك يعني لا يعني امكانيات طبعا ماديه لا هو اتفضل يا سياده النائب. انا كنت عايز اسال على يعني المقدمه كده لا انا هبتدي من حيث ما انتهيت انت يا حضرتك يعني اشكرك يا فندم وشكرا ليكي واهلا بيكي ومساء الخير على الساده المشاهدين، وان شاء الله يعني نقدر ان احنا نوضح صوره من اللي موجود معانا واللي احنا بندرسه وبنشوفه في المجتمع المصري. حضرتك انت بديتي ونهيتي بموضوع ان احنا ناخد الايرادات دي نعمل بيها كاميرات. لا ده في قانون طلع وقانون صدر من مجلس النواب بان لابد ان يكون حتى البناء حتى البناء يعني هو اشترط حتى اساسا ان في حاله استخراج ترخيص البناء الخاص باي برج او اي بيت او اي حاجه زي كده ان يكون معاه في ترخيصه وضع الكاميرات الخاصه على النواصي الخاصه به. المحل التجاري مش هتصدر ليه ترخيص بتاعه الا اذا كان هناك وضع الكاميرات الموجوده داخليا وخارجيا. اي محل تجاري ايا كان نوعه القانون بالفعل وصدر صدر موجود بلايحته تنفيذيه وصدر وتأيد وكل حاجه وادي الباشا موجود معانا وصدر يعني ولذلك ده بيساعد في حاجات كتير جدا يعني بيساعد في حاجات كتير يعني موجوده يعني ما يكون الشارع كله فيه من 15 يعني جميع المحلات التجاريه الموجوده فيه وداخليا وخارجيا وعلى النواصب الخاصه بيه بتوجد الكاميرات الخاصة بالمراقبة أو خاصة باستيعاب الكلام لما تحصل أي حاجة بترجع للكلام ده بيجيب الايه طيب الوضع اللي موجود الدفاع والأمن القومي لجنة الدفاع والأمن القومي في الحكومة هو باختصار شديد أكيد منوطة برضو عن يعني ده هو بتاعنا طبعا الاهتمام بالنظام والامن في الشارع ده ضروري ده هو من اساسيات اللجنه مش بس ان انا اكافح السرقه والتحرش والخطف وكذا لا ان انا كمان امشي في شارع امن الاقي مكان اركن فيه عربيتي ما بقاش ماشيه الاقي حد جاي عكسي قدامي كل دي ممارسات كل حضرتك اللي انت بتقولي عليه حضرتك واللي انت برضه استكمالا لكلام الحديث ان هناك قانون أتى المجلس عن طريق مجلس الوزراء خاص بقانون المرور الجديد وحال السيد رئيس المجلس الموقر للجنة الدفاع والأمن القومي تولى السيد رئيس اللجنة بدراسة هذا القانون مع هيئة مكتبه وقررنا نحن في اللجنة أن توجد عبارة عن ثلاث مجاميع موجودة خاصة بالاستعانة بأهل الخبرة اللي موجودين برا لدراسة هذا القانون. أهل الخبرة هم مين؟ اللي هم مساعدين الوزير الخاصين بالمرور المالية الإدارة المحلية لأن هو في دباجة هذا القانون المذكرة الإضاحية بتاعته ومشروعيته أن ليست وزارة الداخلية هي المنوط الوحيد المنوط ليها الوحيد والمختصة بالمرور لأن بتتدخل معها جميع الوزارات اللي موجودة الإدارة المحلية وزارة المالية وزارة التأمينات والمعاشات وزارة التخطيط الاستثمار كل ما يخطر على بال حضرتك من الحكومة هم بيختصوا بهذا القانون
طيب لما انا اقول الكلام دوت ونيجي يعني القانون بيقول ان مسؤوليه المرور مسؤوليه المرور هي تنظيميا في الشوارع هي دي بتاعه الداخليه تمام انما انا بعد كده انا عاوز انظم عاوز اعمل مواقف هجيب مين هكلم مين وهستاذن مين الاداره المحليه السيد رئيس السيد المحافظ بتاعنا او اي محافظ موجود ورئيس حي انا بتكلم على مستوى السيد المحافظ دلوقتي ماشي محافظ بتاعنا بيقترح وبيعمل مجلس تنفيذي بيقول والله انا هاخد حته الارض دي فدان او اتنين فدان او 3-4000 متر عاوز اعملها موقف تمام عشان يعمل الموقف دوت لابد ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لان مفيش مجلس محلي ليه كان المجلس المحلي الموجود معانا دكتور عايز اتكلم فيه لان هو حضرتك انا يعني اللي اتكلم اكتر في هذا القانون هو قانون معالي النائب ممدوح علشان الكلام دوت حضرتك يتم لازم يكون في مجلس محلي يصادق على قرار المجلس التنفيذي بتخصيص هذا قطعة الارض احنا ليه يا فندم بناخد وقت يعني ليه الدنيا صعبه كده عندنا اللي بيقوله الدكتور انا هاخد الكلام من الدكتور معلش عشان برضه اسيب الممدوح بيه كمل هاخد الكلام من الدكتور ان قانون الاداره المحليه اللي احنا ان شاء الله باذن الله في بدايه انعقاد الدور اول قانون هيتم مناقشته على معرفتي انا وتقديري هو قانون الاداره المحليه طبعا هرجع لحضرتك بعد قانون الاداره المحليه لابد في مواد وفي خاص ماده فيه باللامركزيه والمركزيه اللي موجوده اللي هتحل مشاكل واللي هي فيها المشكله واللي كثيرا من اللي مش فكره اني ادي كل مسؤول مش مستوعبينها ومش عاوزينها يعني عده اسباب مش عاوزينها مش عاوزينها يعني انت بتقول المحافظ لا حول له ولا قوه زي ما قال يعني المحافظ قال النهارده يعني انا شركات الميه دي شركات المياه والاصرف الصحي اللي جت كانت الاول مع وزاره الاسكان دلوقتي حاليا بقت وحتى مثلا مديريات الصحه مديريه الصحه اشراف مباشر هي تبع وزاره الصحه انما هناك اشراف من السيد الوزير المحافظ على فين على وزير على مدير عام الصحه او وكيل وزاره الصحه اللي موجود في محافظته يعني والتربيه والتعليم اشراف فقط لا غير اشراف منقوص اشراف فقط لا غير اشراف فقط لا غير يرفع سماعه التليفون يقول له هذا الانسان اللي عندي دوت بتاع التربيه والتعليم بتاع الصحه بتاع الكلام مش متوافق معايا بخصوص المحافظه اللي انا شغال فيها 1-2-3 ارجوك شوف حد تاني طيب. بكذا انا هرجع لحضرتك بعد ما اسمع سياده النائب ممدوح الحسيني حرضه وبرده التوك توك انا ما اتكلمتش فيه لان هو ده القانون اللي معايا هرجع لحضرتك فيه وبرده هتكلم على نقاط متعلقه بالدفاع والامن القومي ازاي نقدر نفرضها كمان في هذا القانون سياده النائب انا في رايي ان هذه المشكله مشكله متشابكه ولها اسباب كثيره اول سبب احنا الاستاذنا الفاضل استاذ الاداره المحليه قال لك تطبيق اللامركزيه الماده 176 من الدستور ده استحقاق دستوري ماده 176 من الدستور بتقول بالنص تطبيق اللامركزيه في خلال 5 سنوات من يعني اصدار عارفه نهايتها امتى من اصدار دستور 2014 نهايتها 19/1/2019 احنا 19 يناير من ضمن اديني فرصه يعني احنا المفروض على يناير الجاي نبقى طبقنا اديني فرصه اديني فرصه حضرتك قانون حسب الدستور تطبيق اللامركزيه استحقاق دستوري حسب الماده 176 من الدستور اللي بتقول لابد من تطبيق اللامركزيه بعد 5 سنوات من اصدار قانون في خلال 5 سنوات من دستور 2014 صحيح يبقى احنا عندنا استحقاق دستوري في سنة 2019 في شهر 1 لابد أن تطبق اللامركزية. طب اللامركزية ديت فايدتها إيه؟ زي ما قال أستاذنا الفاضل إن بيبقى للمحافظين السلطة الكاملة في الرقابة في الـ 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 بيبقى رقابة إدارية ورقابة مالية ولاية المحافظ بتبقى على جميع المصالح اللي موجودة كلها في المحافظة بالكامل بما فيها الصحة والتعليم والمرور والصرف ده شوفي حضرتك ما يقدرش المحافظ عندنا مثلا شركه المياه والصرف الصحي لو في مشكله في المياه والصرف الصحي المحافظ ينبه فقط لا يستطيع ان ياخذ اجراء لا يستطيع ان يصدر منه عقوبه كل الكلام ده كله بالكامل ده اول حاجه ان احنا ما طبقناش الدائره المركزيه ده اول حاجه الحاجه الثانيه ان احنا للاسف الشديد احنا عبارة عن جهتين رقابيتين موجودين في الدولة مجلس النواب اللي هو تشريعي رقابي وهناك المجالس المحلية
اللي هي النص الثاني لمجلس النواب اللي هيكمل مجلس النواب في عمله. المفروض اللي بيغذيكوا بالعمل اللي بيغذينا فهم. اللي بيغذينا وبيشيل. احنا بنشروع وبنراقب ولدينا ولدينا ادوات رقابيه كثيره، ومجلس المحلي هو اللي بيكمل كل الموضوع كله بكامل. المدخلات هو اللي بيشتغلوا هم عليها جايه من المجالس المحليه طبعاً. المشاكل ايه واللي احنا لما تعبنا في مشروع قانون الاداره المحليه الجديد وعملنا فيه مواد كويسه جدا، والناس كل للاسف الشديد ما زال يعني معظم المسؤولين بيخلطوا ما بين قانون الاداره المحليه وانتخاب المحليات. انا عايز دايما اقول يا جماعه، قانون الاداره المحليه لا يعني انتخاب المحليات. قانون الاداره المحليه يحتوي بداخله على مواد، انا بتعامل بقانون من سنه 79، يعني سنه 79 دي امتى؟ بقى لها كام سنه؟ انا عندي مشروع قانون جديد معد، قانون محترم به 156 او 160 وكيل لجنه الاداره المحليه، يعني 160 ماده في هذا القانون. ما فيش مواد انتخاب فيها الا ست مواد او سبع مواد، وباقي ال 150 ماده بالكامل تخدم بجميع نواحي المجتمع كله بالكامل، لخدمه المواطن. لما نيجي نقول في هتخدم المواطن ازاي يا سيدي؟ خدمه المواطن، قول لي بشكل مباشر هتخدم المواطن ازاي؟ اول حاجه المشكله اللي احنا بنتكلم فيها مشكله العشوائيات والوسائل الغير مقننه في المجتمع. منها العشوائيات الكثيره، ليست عشوائيات فقط التوك فقط، بس ولا عشوائيات المباني والتعدي على املاك الدوله، وعشوائيات التوك توك، وعشوائيات التمنه، وعشوائيات ما امشي يا فندم في الشارع والاقي العربيات تحت مجموعه عمارات راكنه صف تاني وتالت، والسياس واقفين والدنيا هرتله ومفيش حد والشارع بيحصل اختناق مروري من اوله. احنا في هذا الموضوع بطريقه محدوده بنتكلم ان عطلنا السير، وبنتكلم ان لا ده في كمان، احنا مصر دوله حضاريه، مصر دولة من الدول الحضارية المحترمة، احنا أثرنا وغيرنا الوجهة الحضارية لمصر. حضرتك لما تشوفي شوارع القاهرة الكبرى وتشوفي أهم شوارع مصر والزحام اللي فيها والمناطق والمواقف العشوائية اللي فيها والساحات الانتظار اللي بدون تخطيط وبدون توجيه وبدون تقنين، كل ده كله بيأثر في الوجهة الحضارية للبلد. احنا ما ننساش ان مصر لابد ان احنا نحافظ على حضاراتها، نحافظ على المنظر الحضاري بتاعها. ما ينفعش ان احنا كل حاجه تبقى عندنا غير مقننه، كل حاجه عندنا تبقى عشوائيه. لابد من مقاومه هذه العشوائيات. زي ما الرئيس اتجه لمقاومه العشوائيات اللي موجوده في المباني والناس اللي كانت بتسكن، الناس اللي كانت بتسكن في احضان المقابر واللي كانت بتسكن في اماكن لا تتناسب مع كرامه الانسان المصري ولا تتناسب مع قيمه الانسان المصري. احنا ما نبصش لزاويه واحده ان احنا نعمل نكافح العشوائيات في المباني فقط. لابد ان نكافح كل ما هو غير مقنن. طيب في الدوله، طيب على ارض الواقع بقى، واحده على ارض الواقع بقى، النقاط اللي ذكرها دكتور حمدي ولسه هيستكملها كمان سياده النائب المصري، نبدا بالمواقف العشوائيه وجواها موضوع التوك توك. نعم. دول يا فندم قانون الاداره المحليه هيعالجهم ازاي؟ هيعالجهم انا إزاي؟ كمواطن مش فاهم قوانين، بس اللي فاهمه انه حرام امشي في الشارع الاقي هذا الكم من التكاتك اللي رايح جاي، مواقف عشوائيه، زحمه، واختناق مروري طول الوقت. يا فندم احنا لقينا توك توك، ظبطنا توك توك في مصر الجديده في ميدان الاسماعيليه، فخلاص ده وعلى كوبري قصر النيل. بص حضرتك وعلى كوبري قصر النيل هنتكلم في مشكله التوك توك او على كوبري قصر النيل. احنا عاملين المكان اللي واقف الناس السياح اللي معاك. احنا اللي حركنا كلجنه اداره محليه داخل المجلس، احنا اللي حركنا موضوع التوك توك وعدم تقنين موضوع التوك توك. هو التوك توك اللي موجود في مصر دلوقتي اللي موجود عندنا على مستوى الجمهوريه 2,900,000 توك توك. احنا ما نقدرش، بص حضرتك، احنا ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا نلغي زي ما كان في حلقه قبل كده معايا زميل قال لك ان انا عايز انام الصبح بلاش ولا توك توك. لا لا ده كلام، هو ده دكتور كلام حمدي بشكل علمي جدا وضح فوائد التوك توك. هو عشان نعددها في نقاط واضحه، بس عايز احدده بقى واظبطه عشان نعددها في نقاط واضحه وقننه. جريمة التوك توك لا تلتصق بجسم التوك توك، ده رقم واحد. بمعنى ان الجريمة اللي مرتبطة بالتوك توك مرتبطة ببني يقود التوك توك. مين اللي بيقود التوك توك؟ للأسف الشديد لحد دلوقتي التوك توك بيقوده سن ال 11 سنة وسن ال 12 سنة. صح. ادى ذلك الى البلطجة والارهاب والخطف والسرقة وتجارة المخدرات والقتل في داخل التوك توك نفسه. للاسف الشديد اول حاجه لابد ان تقنن، لابد الحاجتين، ما اقولش ان انا ده الكلام ده احنا متبنيينه في الاداره المحليه. التوك توك يقنن، لابد انا ما فيش تبقى ماشيه قدامي اله كلهم شكل بعض، في محافظات كلها سوداء، في محافظات كلها خضراء، في محافظات كلها صفراء.
لو انا عايز اثبت جريمه على اي توك توك قدها ب 14 امسكه. طيب انا دلوقتي فندم احيانا بيلصق. نعم انا عايزه حاجتين دلوقتي، عايزه التوك توك ده يتقنن ويتسجل ويترخص ويبقى ليه رقم، وعايزه اخد منه ضريبه برضو. طبعا قرار السيد احنا عندنا هنطبق دول ازاي؟ وسائل لا لابد ان احنا اتحسب الضريبه تقديريه يا فندم ليهم؟ طبعا احنا التوك توك بيرخص ما بين 500 الى 600 جنيه يعني. طيب. تكلفه ترخيصه وما بين 500 بس انا عشان ارخصه خلينا نكون واقعيين يعني 3 مليون عشان ارخص التوك توك 500 جنيه كام تقريبا؟ انا 10 مليار جنيه برضه للاسف حضرتك عشان ارخص التوك توك مفيش وسائل تسهيل لترخيص التوك توك. انا بوقف لجان مرور داخل الشارع اللي يتمسك يقول له روح رخص. انا مش عايز كده. طيب هل انا عايز مع دكتور حمدي في ضروره في ضروره عايز اعمل نظام ما تديني بس فرصه حضرتك كده. انا عايز اعمل نظام عشان احنا يعني نقدر نعالج مشكله لابد لها من اساسيات وتخطيط وتوجيه محترم ومتقن. ماشي. انا عشان اقول انهي تقنين التوك توك ده اللي ماشي في الشارع وارخصه لابد زي ما قال استاذنا الفاضل لابد ان احنا ندي فرصه للشركات الخاصه ان هي تدخل، والكلام ده متبع في دول الخليج الدول محترمة صحيح، بس احنا كمصريين اللي علمناهم ازاي يشتغلوا في الحاجات ديت. احنا ما بنقولش شركة كده وخلاص، شركة ترخص موجود فيها ممثل المرور وموجود فيها مهندس فني بيفحص ويعمل، لكن بيؤدي لايه؟ لتسهيل اجراءات الترخيص. احنا عندنا كل مشكلة غير مقننة وراءها طابور ومئة الف حاجة من التعقيدات والروتين اللي بتعطل الترخيص. ليه كل مركز ما يخصصش مكان ساحه مثلا دلوقتي قبل ما نعمل الشركات؟ انا ما اقولش كل التكاتك دي بالكامل تروح مره واحده ترخص في مرور. انا عندي 3 مليون توك توك، عايز مكان محدد داخل هذه المراكز ويجي مهندس فني ويجي ضابط مرور ولا امين شرطه، واحد بيفحص، واحد بيقول بيشوف الشروط، بيسجل الاجراءات ودفع الرسوم اللي هي لابد ان تعود الى خزينه الدوله، حتى نوجهها زي ما حضرتك قلتي لكاميرات، نوجهها لزوات الدخل المحدود. احنا النهارده لما بنقول عايزين نعالج مشكله ماليه في الدوله وعندنا 100 الف مصدر ان احنا نجيب منه فلوس، منها هذه الوسائل غير مقننه. يعني وسائل غير مقننه لما دي تجيب 3 مليار ودي تجيب 7 مليار والوضع اليد على املاك الدوله مش عارف يجيب 300 مليار وده يجيب كام؟ فين الوسائل دي عشان نجمع هذه رؤوس الاموال كلها بالكامل ونوجهها التوجيه السليم في الدوله؟ طيب. ده اول حاجه التعقيد لابد ان احنا نسهله. هو طيب. ممكن بس واحنا في اول حاجه ارجع لدكتور حمدي اساله، بافتراض انه الدوله تبنت برلمان مثلا مع الحكومه تبنوا فكره القطاع الخاص اشراكه في عمليه الترخيص، الاجراءات ايه يا دكتور حمدي؟ طيب اول حاجه حضرتك انا محتاج يبقى في خطه قوميه استراتيجيه تطبق على 27 محافظه. يعني زي ما قال تفضل سعاده النائب مشكورا، قال التوك توك اللي ماشي وبيتقفش ده اللي بترخص بس، وعندي تسع محافظات تمتنع منعا كامل عن ترخيص التوك توك. انا محتاج مخاطبه وزاره التنميه المحليه تخاطب الجهاز المركزي لتنظيم الاداره ان يتم استحداث، بكلم حضرتك بشكل اداري وبقول حضرتك تنفيذي بالتعاون الشركات الخاصه، تمام، ان يتم استحداث اداره خاصه بترخيص التكاتك. التكاتك تبقى جوه ايه؟ جوه الاداره داخل المرور. داخل المرور. داخل المرور عندي حضرتك. هو انا عشان استحدث الاداره؟ لا انا بس مش عايزها داخل المرور. لا داخل يعني المرور لن احقق الهدف اللي انا بصمه له. انا اقصد يا سعاده النائب يعني مشرف عليها المرور. انا قصدي المرور يستحدث هذه الاداره لرسم السياسات للاشراف العام على الشركات الخاصه اللي هتتعاون معاها، تمام، طبقا لقانون المرور. ان التوك توك يصنف كدراجه ناريه، هي حسب نص الماده 7 من القانون من نفس بتقول ان هي عجلتين او 3 عجلات يصنف كانه الدراجه الناريه بالظبط. بعد ما يتم استحداث الاداره اللي هي مسؤوله عن رسم السياسات والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه ومتابعه الشركات الخاصه، ابتدي انا طبعا ما عنديش اماكن خاصه ان انا ارخص التكاتك، وما عنديش موظفين كافيين في اداره المرور لانهم عبء كتير جدا. يعني الداخليه فعلا في الاحوال المدنيه هتلاقي في زحمه جدا حضرتك، في الجوازات هتلاقي في زحمه عليهم عبء كبير جدا، وبيقعدوا شغالين الساعه 8 والساعه 5 والساعه 6، الموظفين عددهم قليل جدا. فانا اسندها للقطاع الخاص. القطاع الخاص ده هيبقى مسؤول عن توفير الاماكن، مسؤول عن اجراءات الترخيص. مين اللي يوضع بقى اجراءات الترخيص؟ هي وزاره الداخليه ممثله في مساعد وزير الداخليه لاداره المرور، واعتقد ان هو عنده خبره كبيره جدا، وعندنا مجلس اعلى للمرور اعتقد ان هو بينعقد
دوليا بقاله كام سنه، فيتم وضع السياسات ان طبعا اللي يرخص المرور يبقى معاه اقول لحضرتك بعض الاجراءات، يبقى معاه تصريح جمركي، ده واحد. يبقى في سن قانوني لا يقل عن 18 سنه، يعمل الفيش والتشبيه، يدفع في المحافظه زي ما قال سعاده النائب من 500 ل 600 جنيه، دي هتوصلني ل 3 مليار جنيه ايرادات على الاقل. طيب اصل سياده النائب بيقول لي مش ده المهم، لا ده برضه ده بند مهم يا سياده النائب. انا بس عايز اقول، انا بوجه اللي اتكلمنا فيها من يقود التوك توك. عايز اقول لزميلي حاجه، من يقود التوك توك في في حاجه كمان واستفيد منه يا فندم. طبعا ما انا بقول لك استفيد منه، ما احنا بنقارن الوضع. انا عايز 3 مليار جنيه في السنه بنقارن، يعني خلينا الوضع توك توك ووضع قائد توك توك. انا بس عايز اقول، عايز اضيف حاجه بس للدكتور اللي ما قالهاش، اختبار المخدرات. طبعا احنا النهارده احنا بنقول النهارده ما حدش يزعل، احنا بنتكلم لصالح المواطن، احنا بنتكلم لصالح المواطن، حتى يعني يستطيع المواطن ان هو يعني يركب وسيله نقل امنه من جميع النواحي. انا ما اجيبش واحد لازم اعمل له اختبار مخدرات. في مره كنا في برنامج وقلنا اختبار مخدرات، نزل كان معانا واحد مسؤول عن التكاتك زعل، قال ده حتى سواق القطار بيشرب مخدرات. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لازم اعمل اختبار المخدرات، لان جريمه التوك توك ملتصقه بمن يقود التوك توك، ليس بجسم التوك توك. مش عايزين نظلم الاله نفسها. وانا بعد اذن حضرتك يعني معلش، يعني انا استكمالا للي ما ذكره السيد الدكتور والسيد زميلي الفاضل ممدوح، ان موضوع التوك توك هو اصبح ان ضروره الايام دي، يعني موجود ده لازم، ده موجود وانا اعرف كويس او بس أن هناك دقيقة من غير قطع كلام حديثي، البقاء على الموجود فقط، لا نسمح باستيراده ولا تصنيعه ولا حاليا مسموح لسه بالاستيراد. لا هو في الاستيراد فعلا عن طريق قطع الغيار، حتى مقارنة الوضع يعني حاليا، واحنا هو بيجي قطع غيار وبيكمل بيخش الورشه للاسف الشديد، قطع غيار بيتجمع في ثلاث ساعات بيكون اتعمل، بيبقى توك توك. احنا لا عايزين نستورده ولا عايزين نصنعه محل، لابد ان يكون هناك رقابه. واحده بس اتفضل استاذنا، يا احلى بس. ما انت لو ترجع بيا تاريخ بس يعني حوالي 10 12 سنه كده ولا 15 سنه، كانت هناك قرى كان ينزل من الميكروباص يركب الدراجه البخاريه ورا منه اثنين عشان يوصل بيته. صحيح. فيعني معلش يعني ناخد ايوه كده، ما هو دكتور حمدي اشار في البدايه، الله يكرمك، عشان خاطري ملهاش لازمه. انا مش القاهره بس ولا اسكندريه ولا المناطق الساحليه السياحيه اللي موجوده، انا عندي مناطق وعندي محافظات انا عندي محافظات تلتينها ارياف، وعندي محافظات لما بتنزل شويه مطره ما بيبقاش الشارع ماشي خالص، ولا الناس بتروح حتى بشغلها. نعم يعني اللي انا عاوز اقول لك عليه اني انا بقول انقذنا وضعها، خليك معايا بس. ما هي كانت الدراجه البخاريه وكان عليها رقمها وكان بيركبها وياخد عليه اثنين ثلاثه يوديهم بيته ويجيبهم من بيته يوديهم الميكروباص عشان يركبوا الميكروباص يروحوا شغلهم، مش كده برضه يا فندم؟ طيب دلوقتي اصبح ان الدراجه البخاريه دي حل محلها ايه؟ التوك توك ده. طب انا التوك توك دوت لما صدر قرار رئيس الوزراء ده قال نقننه ونرخصه ونشوف هو بيمشي فين، انا عندي شوارع حضرتك ما بتمشيش فيها ما بتمشيش فيها عربيات ولا تصلح ان تمشي فيها عربيات، ده الناس بتمشي فيها بالعافيه. طب انا والله المثل اللي كنت بضربه ده ليه الاقي توك توك في قلب ميدان الاسماعيليه في مصر الجديده؟ خلاص يا فندم، هو سعادتك هو مش لا هو شارع صعب ولا هو منطقه يا فندم، بعد اذن سعادتك فيها مترو وفيها اتوبيس وفيها كل حاجه. بعد اذنك الثقافه بتاعتنا وظروفنا واللي حصل ده اهو مشي وبيقابله السيد الضابط وبياخد رخصته وبياخد التوك توك كله منه وبيحطه هناك وبيطلع تمام. بيطلع انا معاك احدد، اصل حضرتك قلت كلمه مهمه جدا يا سياده النائب، احدد اماكن تواجد التوك توك. يا فندم مش براحته كده، هو القانون اللي عندي والقانون اللي عندي واللي هيصدر واللي احنا بنفحصه دلوقتي واللي موجود فيه اللي هو المجتمعي وموجود فيه مساعدين الوزير للمرور السابقين والحاليين وبناخد منهم خبراتهم وبنشوف الدنيا وبنعرف ايه الموضوع بالضبط، نوصل ازاي ليه او كيفيه ترخيصه او كيفيه انتاجه او كيفيه تواجده ازاي. دلوقتي هو اللي بيتم دلوقتي الكلام دوت بالمناقشات اللي احنا بنعملها، انما حضرتك انا دلوقتي اجي زي ما بيقول الباشا ال 2 مليون و 900 او 3 مليون مرخص منهم مثلا 110,000 111,000 او 111,000 مرخص منهم والباقي مش مرخص. طيب حضرتك هل تعلمي ان اللي موجود على التوك توك اللي بيسوقه دوت اللي هو يعني مش عايز اقدر اتكلم اقول ان خريج المؤهل العالي وخريج ده اللي وخريج ده وخريج ده اللي استسهل
ان هو يدور على شغل بوظيفته او التعليم اللي اتعلمه او الوضع بالضبط واستسهل ان هو يركب التوك توك عشان يجيب الكلام ده. شفت حضرتك؟ زائد شغل يا فندم، زائد 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 السن الصغير. انا شو قد كده سن صغير وماشي وسيء التوك توك. انا عايز كبير بس اللي انا عاوز اقول ايه، عاوز اقول ايه، ان لابد ان يكون معاه رخصه يتم تقنينه ويتم الترخيص. هناك كميات كبيره هتكون موجوده سمح بيها، هنسمح بيها او يسمح بيها القانون بتوفير شركات خاصه للقيام بالترخيص بناء بايه، عن طريق وزاره الداخليه. هو كبير صغير، وزاره الداخليه موجوده هي اللي تشوف الكلام ده. شركه الترخيص دي مسؤول المرور فيها هيبقى يعني هو مشرف، لازم فيه ممثل، ده هو مهندس فني ومهندس فني، ده هو ده طبعًا. تحت اشرافه، تحت طبعًا. اشرافه ده تحت اشرافه، بس هو هيقوم بموظفين. طب دي يا فندم امنيا، بما حضرتك طبعا في لجنه الدفاع والامن القومي، يعني دي امنيا مفيش فيها الناحيه الامنيه حاجه خالص، نواحي امنيه؟ ما هو امنيا المهندس الفني هيشوف التوك توك اذا كان يسطع ولا ما يسطعش، فيه المواصفات الايه الهندسيه اللي موجوده ان يسطع زي السياره بالضبط، وبرده يعني بكل ما كل ما يخطو. طب هي فعلا هتبقى كده حاجه زي اوبر وكريم؟ ايوه هي، بس مش اوبر وكريم، لا ده هي انا بقول حاجه زي الفكره يا فندم. هي بص حضرتك على حاجه، هو مشكلة التوك توك ده ايه؟ اوبر وكريم مش مقننه حضرتك، لا صدر بها قانون، صدر بس ما قننتش كلها، معلش صدر بها قانون واتعمل بها شركات دلوقتي، وما بيعملوا شركات هم بيعملوها بقى زي بيعملوها. اللي انا بقول لحضرتك يعني دلوقتي الاوبر وكريم مش مخالف بالمناسبه، يعني مش مخالف، لا صدر هم صدر قانون، بس صدر قانون حتى الان لم يتم، بس انت عارفه ايه ميزه لم يتم تنفيذ القانون بناء على انشاء شركات. يا ريت يتعمل التوك توك زي اوبر وكريم. انت عارفه حضرتك دلوقتي التوك توك دوت ازاي؟ شارع عمومي، ده بقى بالموبايل دلوقتي. افهميني يا فندم، افهميني بقى، بقى بالموبايل دلوقتي. انا هوضح لك، بس انا معانا بس مراقبين من قبل جهات بالجي بي اس وبيمشي ازاي. لا بتكلم على التوك توك وبقى بالموبايل. انا بقول لك لازم التوك توك يبقى زيه، يبقى زيه ماشي بنظام برضه ومتراقبين فعلا جي بي اس وكل بس حاجه. يعني هو حضرتك دلوقتي انا لما اكون عندي شارع عمومي والشارع دوت فيه الميكروباص بتاعي الخاص بيه وعارف موقفه موجود، وانا هنزل من الميكروباص ده، انا هنزل من الميكروباص ده همشي في شارع همشي لي 3 كيلو عشان اروح بيتي. ما فيش عربيه بتخش عندي جوه ولا وسيله مواصلات ميكروباص جوه. وخلق التوك توك ده تواجد موجود، تواجد في الحته دي، ان رايح جاي في الشارع ده ياخد من ده يودي ده، وبيسهل لكبار السن وبيسهل لده وبيسهل لده. اقلل له وضعه ولا اقول له امشي؟ لا مش على فكره على وجود ولا حد من الساده الضيوف الموجودين بيتكلم على فكره. يعني اللي انا عاوز اقول لحضرتك، انا عندي هو بيقول السؤال الاهم ليا كمواطنه، هفرض ازاي نظامي على التوك توك انه يمشي في خط سير محدد زي ما حضرتك قلت؟ وسائل حضرتك، وسائل الرقابه، انا عندي ضعف الأمنية. وسائل الرقابه الامنيه، وسائل الرقابه، وعدم وجود المجالس المحليه، عدم وجود مجالس محليه وعدم وجود رقابه في الشارع هو اللي مقدر. طب التوك توك اللي بلاقيه على الدائري ده يا فندم، ما انا بقول لحضرتك ده يعني فين الرقابه؟ فين الرقابه؟ انا احدد زي ما قلنا جبنا سير. طب هو حضرتك انا عمر وكريم يعني جبنا سيرته ليه؟ جبنا سيرته ليه؟ يعني هو يعني ماشي بنظام يا فندم، ماشي بنظام، ماشيين بنظام. يعني انت حضرتك بنظام ليه؟ حضرتك ماشي على الدائري وليت توك توك، مفيش في مره مشيت على الدائري وليت واحد جاي عكسي بعربيه وراك حادث بدل؟ اه طبعا خلاص، هو التوك توك بيجي عكسي برضه كده. يعني هو كده وماشي عكسي كمان. هو يعني هو اصلا مش مؤهل ان هو يلتزم بقواعد المرور اللي موجوده. مين بقى اللي هيخليه يلتزم؟ احنا عاوزين نوصل اللي هو الامن بتاعي، القانون والتطبيق. القانون والتطبيق. انا بس عايز اكد على اوجه رساله للحكومه. انا سمعت عن تقنين التوك توك زي ما تفضلوا الساده الافاضل، ان اول تصريح صدر من مجلس الوزراء اعتقد ايام المهندس شريف اسماعيل، بنوجه له التحيه. انا لو شفت خطه قوميه ولا شفت برنامج زمني ولا شفت اهداف، انا ما بهاجمش، بس انا عايز اقول حاجه، يا ريت نعلن على الخطه، اهداف، اليات تنفيذ. نفسي حد مختص من الوزراء المختصين او احد المحافظين، او عندنا لجنه اداره محليه تابعه لمجلس الوزراء، يطلع يقول لي 1-2 استحدث اداره للتوك توك، اسندها للقطاع الخاص، اشوف افراج جمركي، اعمل تنسيق بين المحافظات. وعايز اقول على نقطه في غايه الاهميه، في ايه؟ على التكاتك اللي ترخصت قبل 2014 اللي كانت طبعا جايه من بره مصر، وبعدين الحكومه وقفتها من 2015. المستندات لابد ان توفر، لازم تبقى موجوده، لازم تبقى موجوده عشان اقفل مصانع بير السلم. عايز اقول نقطه في غايه الاهميه، يعني. عايز اقول حاجه في غايه الاهميه. تفضل سعاده النائب وقال اصحاب المهن الحرفيه بيهربوا للتكاتك، دي هتبقى كارثه. انا شفتها في بعض الدول الخليجيه، مش عايز اقول لحضرتك فيها، بس خلينا نتكلم بالارقام.
انا عندي 750 الف خريج دبلوم دبلوم يا فندم. الايه يا فندم؟ الدول الخليجيه ما فيهاش يا فندم التكاتك. انا ما قلتش ان الدول الخليجيه فيها تكاتك، بقول لحضرتك هنقابل ازمه في العماله ان هي مش موجوده، لان حضرتك العماله بمعنى ايه؟ زي ما قال سعاده النائب تفضل مشكور، انا عندي 700، ما انا هوضح لسعادتك سعاده النائب ممدوح، عندي 750 الف خريج دبلوم صنايع وتجاره وزراعه، اصحاب المهن الحرفيه، النجارة، السباكة، النقاشة إلى آخره. في حاجة في غاية الخطورة بنبه عليها الدولة، عندي أكتر من 1460 مدرسة للدبلومات، هؤلاء الناس 90% طبقا لتحقيق استقصائي نشرة في جريدة الأهرام بيستسهل، تم فعلا لجوهم للتوك توك، لان خلاص ما بدفعش الا 80 جنيه. طب ده هيؤدي عندي لايه؟ ان عندي في بعض المناطق اللوجستيه في المحافظات في محور قناه السويس، بعض انا ما اقولش كلها، في مش بعض هتلاقي طبعا. مش هتلاقي طبعا. طيب عندي بالعكس هلاقي في مناطق تانية الازمه دي نشات في بعض الدول الخليجيه، جابوا عماله يا استاذه منى من بنجلاديش وجابوها من الدول الفقيره، والعماله دي غير مدربه وعملت ازمه عندهم. فانا بنبه ده مين اللي عمل كده يا فندم؟ في بعض الدول الخليجيه بص حضرتك حصل في ازمه في العماله اللي ما لقوش الاستاف المدرب الاستاف الحرفيين، فاتجهوا فعلا واحد بيدخله في اليوم 150 جنيه من غير بنزين من غير زيت من غير، فطبعا كان شغال نقاش او سباك، لا خلاص انا سبت النقاشه وسبت السباكه. فانا بس بقول ما اتكلمش في مشكله بدون علاج يا جماعه. انا ما اتكلمش في مشكله بدون علاج. طيب حديثة. احنا قلنا ما اتكلمش في علاج مشكله بدون علاج. طيب سعاده النائب انا بس عايز اللي انا عايز ارد بس عليك على النقطه دي بالذات. ما هو ده جزء من العلاج. ما انا حضرتك انا عايز ما انا لسه ما اتكلمش سعاده النائب. اذا انا قلت العلاج بعد اذن سعادتك يا فندم لو سمحت. انا قلت العلاج، قلت استحداث وحده داخل ايرادات المرور لرسم السياسات العامه والاجراءات، ويكون فيها مسؤول فني زي ما سيادتك التنسيق بين الاجهزه الحكوميه في هذا الملف، التنسيق التمام والافراج الجمركي، وقول زياده الايرادات هي موجوده الوحده بس يطلعوها من جوه. لا مش موجوده الوحده يا سعاده النائب، مش موجوده وحده الترخيص. انا عندي يا فندم بس انا عايز اخلعها من المرور اخليها في اماكن تجمع يا سعاده النائب عشان بس انا ما توهش بس حضرتك يعني اتمنى بس عدم المقاطعه عشان ما توهش. اتفضل. دي حضرتك فانا محتاج هي موجودة القطاع الخاص موجودة موجودة يا فندم. يا فندم انا عندي سعادة النائب بيقصد ان هي عندي وحدة للدرجات النارية، هو عايز ينسب التكاتب التكاتب مش انا اللي عايز انزل، ده ماده 7 الماده 7 بتقول ايه؟ الماده 7 كل دي مصنف على انه دراجه ناريه، احنا لحد دلوقتي مفيش دراجه بخ دراجه بخاريه. بس انا اسمع نص القانون من ضمن نص الماده بس ما تحددوش ده القانون ده هو القانون ده القانون الجديد بتاعنا اللي هو احنا بنشتغل بيه. ده الماده 7 دلوقتي اللي هنقراها مش كده؟ المادة 7 في القانون القديم ده قانون ده تعديل القانون بقى الجديد ده تعديل الجديد ده تعديل. انا ما كملتش كلامي على فكره يا سعاده النائب، انت قطعتني كتير. لا 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 فانا ما وضحتش الفكره. انا راجعه لك يا دكتور، انا ما عنديش مشكله خالص. لا لا انت عايز اقول لحضرتك التعديل الجديد ما هي موجوده يا سعاده النائب، بس عندي 3 مليون حاجه في تعريف 3 مليون اوديهم فين؟ دراجه بخاريه ولا نطلع بره نعمل شركات خاصه؟ طب استاذن حضراتكم بس نعرف في القانون الجديد تعريف الدراجه البخاريه او التوك توك. ما فيش ما لا ما فيش كلام ما فيش كلام ده هو ما فيش لحد دلوقتي. لا 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 ما عنديش ما بقول لحضرتك الوحده خالص. وحده الترخيص موجوده، مشكلتنا نتكلم كده بهدوء عشان بس نوصل رساله حتى للمسؤولين. مشكلتنا ان ازاي نقلل الروتين ونقلل خطوات التعقيد في انا الترخيص. بس عايز اقول لحضراتكم بنطلع عايز بس ارد على ممكن اقول لحضرتك حاجه اوضع عشان الشباب بس عشان الشباب احنا بنتكلم عليهم اللي هو بيتهرب اساسا من مهن وبيتهرب كذا وبيتهرب من التعليم ويروح يركب توك توك. انا عايز البديل النهارده عشان اخلي الشباب. انا عندي عنوان كبير اسمه التنميه الشامله هي الحل. التنميه الشامله لابد ان اهتم الدوله تهتم بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومنتجات الصغر واوجه هذا الشباب للافضل. صحيح. اقول له انت افضل ما تركب توك توك هديك مشروع صغير او مشروع متناهي الصغر، هات 5 من زملائك وتعالوا اعملوا دراسه جدوى المشروع، انا اديك المشروع ده والدوله بتساعد فعلا دلوقتي وبتدي قرض ميسر. انا بقول للشباب اهو على الهوا يا شباب كل 4 شباب 5 شباب يجمعوا بعض ويفكروا في مشروع في دراسه جدوى المشروع جيد
محترم يخلي لك ايه التقيمه. عارف عيد وصل للكلام ده. انا عايز اكد على نقطه ذات اهميه ويعود عليك ويعود عليك بعد اقتصادي بس انا بقطع لان لما بتكلم لا 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 بس انا عايز اقول عشان وقت البرنامج ويعود عليك بالنفع. هو انا عايز اقول لحضراتكم انه وجهات نظركم ليست متعارضه. مش متعارضه نهائي. انا ما عنديش مشكله. انا عايز انبه على حاجه بس اديني بس الجزئيه دي يا دكتور جيال والله عشان انقل الشباب ووجهه التوجيه الصحيح لابد ان يكون هناك بديلا. ما قلتش الشباب بيتهرب من التعليم والشباب بيتهرب من المهن. طيب عندي الدول طب انا عملت له ايه؟ الدول وفرت لي إيه؟ بعض البدائل. فانا بقول للدوله بقول للمسؤولين وبقول للشباب. بقول للشباب الاول يا شباب احنا دلوقتي مهتمين جدا، الدوله مهتمه جدا وسياده الرئيس مهتم جدا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. جمعوا بعض يا جماعه. وبيجي لي شباب كتير عندي في المكتب وفي دايرتي وبكلمهم. جمع كل وفعلا بداوا يعملوا وينفذوا الكلام ده. جمعوا كل اربع شباب كل خمس شباب في فكره مشروع اعملوا له دراسه جدوى قدموه للبنوك اللي متاحه من الدوله تديك قرض ب 5% وعامل مشروع. حضرتك خد المفاجاه بقى. بس وصلت الفكره. المفاجاه الكبرى. عايزين بس قبل ما ننهي لازم نتكلم على المواقف العشوائيه. طيب. انا لازم اعرف برضه الدوله رؤيتها الجديده. اقل من نص دقيقه. هنعمل مشروع قانون لتنظيم الساحات. المفاجاه الكبرى اللي حضرتك قلتي خط السير المسؤول على التوك توك المسؤول عليه طبقا لقانون المرور بالتعاون مع قانون الاداره المحليه مسؤول عليه اداره السرفيس. اداره السرفيس بتقول مثلا المعادي احمد حلمي هتنزل من المعادي شارع 77 التعدي معرفش على العرب تطلع على الصائق الاخير. انا باكد لحضرتك 1411 وحده محليه قرويه ما فيهاش اداره للسرفيس. لا مش موجوده. امال اداره هتشتغل فيها ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك المواقف يا فندم موجوده يا فندم دي موجوده بقى. اداره المواقف دي موجوده في المحل. انا اداره المحليه يا فندم انا جاي لحضرتك اهو اللي اداره المواقف دي موجوده في المحل. موجوده في خط السير يا فندم. ده اللي بيخالف خط السير بيبقى مخالف. يا فندم انا عندي اداره المواقف. عندي سؤال. اداره السيرفيس غير اداره المواقف يا فندم؟ لا ازاي يا فندم؟ إدارة السيرفيس جزء من إدارة المواقف بس هي مسمية زي بقول لحضرتك إدارة المواقف العامة. الوحدات المحلية ازاي؟ ما أنا جاي لحضرتك المحافظات فيها المراكز والمدن فيها أنا كلامي واضح ومحدد وأنا عارف يا سعادة النائب أنا بقول إيه وبتكلم إزاي. 1411 وحدة محلية قروية لا توجد فيها إدارة واحدة للسيرفيس. طب ازاي؟ ولا المواقف. طب بياخدوا تعليماتهم منين؟ أقول لحضرتك لما يبقى عندي في قرية في مواقف عشوائية لم تحصى ومحدش عنده إحصائية للمواقف العشوائية وكان في طلب من مجلس النواب بيقول الحكومة انجزوا لي في المواقف العشوائيه ده واحد. يا فندم اداره في بعض المواقف يا فندم جميع المحافظات يا فندم موجوده في دواوين عموم المحافظه موجوده. لا يا فندم الوحدات المحليه القرويه مش موجوده يتفرع منها. لا يتفرع منها اداره المواقف يتفرع منها الموظفين المواقف ست اللي موجودين. خليك معانا في الفضيله دي. انا بس بقول لحضرتك انا باكد لحضرتك الوحدات المحليه فيها ادارات سيرفيس ولا لا؟ انا عندي اختلاف. الوحدات المحليه القرويه ما فيش سيرفيس يا فندم. ما هياش موجوده يا فندم يا استاذه مالك. بالعكس هي بعد اذنك دي حاجه برضه ليها علاقه بالامن. بعد اذنك القرى ما فيهاش اداره السيرفيس. السيرفيس ماشي بخط سير محدد ولا يمكن مخالفه خط السير. ومخالفة خط السير استاذنا اهوت في قانون ماشي يا فندم تبعيته مين؟ لا بياخد مخالفة غسيبة. اقول لحضرتك يا فندم بعد اذن سعادتك انا راجل قانون واعرف كويس قوي. انا كمان شاورت عليه قلت استاذنا اهو. الله يكرمك الله يخليك. انا بسال حضرتك يا فندم عشان هو يا فندم بعد سعادتك هناك مواقف اللي هي بين الاقاليم ده موقف موجود زي اي محافظة من المحافظات بيبقى موجود. محافظة القاهرة موجود في المرج موجود في القلري موجود في اي حتة موجود في في شبرا موجود في اي مكان اللي هو خاص بالكلام دوت. وهناك مواقف خاصه بالايه بالداخلي اللي هو جاي من المعادي ورايح كذا يركب من الحته ديت من المكان ده الموقف ده اللي يوديه اللي هو المواقف اللي هو بيقول عليها السرفيس اللي هو الموجود اللي هو الميكروباص. خدت بال حضرتك المواقف دي هنا المحافظ محافظ الاقليم او محافظ البلد اللي موجود هناك عنده اسمه ايه اسمه عنده اداره اسمها اداره المواقف الموجوده. الإدارة دي خاصة بالأقاليم وخاصة بمواقف السرفيس كله وهم اللي بينظموها. زمان أنا كلامي واضح ومحدد بأكد تاني 31,000 كفر ونجعوا عزبة إدارات السرفيس لم تنسب للإدارات الوحدات المحلية القروية نهائيا. أمال من يدير بيجي يا فندم ما أنا جاي لسعادتك يا فندم بتيجي من المحافظة هو في سرفيس في القرى. اسمع بس يا فندم ما أنا بقول لحضرتك دي مشكلة. لا هو سؤال الأول سؤال هو في سرفيس أيوة بس في نقطة السرفيس لا يوجد إلا في يا سعادة النائب أنت بتاخد في مكان تاني خالص. أنا عايز أأكد على الآتي مش المعيار مكانه فين. أنا مش عايز أوصل لكده. أنا عايز انا التبعيه وبنبه الحكومه بقول لها قبل ما تخش في موضوع المواقف العشوائيه موضوع التكاتك
تنشا ادارات للسيرفيس والوحدات المحليه القرويه، هل المحافظات فيها؟ فيها، المراكز فيها؟ هو واضح ان الادارات موجوده لكن هي تبعيتها اللي لازم تتعدل. عايز اقول لحضرتك استاذ امين، انا عندي سؤال بالارقام، حضرتك خدي بالارقام. اداره اصيله في 27 محافظه، 184 مركز، 214 مدينه، 92 حي، فيهم فعلا ادارات المواقف السيرفيس. انا بتكلم عن نقطه ثانيه، 1411 وحده محليه قرويه فيها شركات سيرفيس. طب انا بوصل ايه؟ بوصل للحكومه بقول عشان تخلص مساله المواد العشوائيه اللي هي يا فندم ما تسمعني، خلينا اكمل اسئله والله الكوره ما فيهاش يا فندم. حضرتك انت عايز تضيع الحلقه ساعه الناب، خلينا تقول اوجه رساله للحكومه عشان الناس الغلابه. اتفضل يا دكتور. يا فندم لو سمحت، اتفضل. انا بوجه رساله للحكومه، حضرتك فتحت يا فندم ملف المواقف العشوائيه، ممنوع السيرفيس يمشي في القريه اساسا، وملف المواقف العشوائيه واحد، ملف التكاتف. فانا بقول للحكومه عشان يبقى في تنظيم اكتر في القرى في القرى وفي النجوع وفي الكفور والعزب، تنشا اداره للسيرفيس. والله ولا اداره موجوده داخل الوحدات المحليه القرويه. انا كلامي واضح ومحدد لسعاده النادي، انا عارف انا بقول ايه وبتكلم ازاي، وعايز اقول لسعادتك على حاجه. يا استاذ منى، من الواضح ان وقت البرنامج انتهى، عايز اقول كلمه هتنظم الموضوع ده. حضرتك انت اشرت ليها في البدايه، قانون الإدارة المحلية اللي انتهى منه مجلس النواب، أأمل أن يتم طرحه للمناقشة المجتمعية. تمام؟ بمعنى أنا قريت في مادة طرح. لا يا فندم لم يطرح للمناقشة المجتمعية. لا طرح زي الطرح على الخبراء ماشي، على المحافظين ماشي، على الوزراء يا فندم. مين يا فندم؟ قول لي أنت طرحته على مين؟ يا باشا طرحنا ده. طيب أقول لحضرتك مادة؟ مين كان؟ مين كان؟ مين يا فندم؟ حضرنا جميع المختصين. بص حضرتك أسأل السؤال، جميع خبراء المحليين. أسأل دوري برضو أسأل. اتفضل حضرتك. مين أطراف الحوار المجتمعي اللي أجرتوه عند مناقشة قانون الإدارة المحلية؟ جميع خبراء المحليات على المستوى الجمهورية، من محافظين سابقين ومسكرتيرات عموم سابقين. انا بتكلم عن النقابات، بتكلم عن الجماعات الاهليه والنقابات والجماعات الاهليه وكل حاجه. طيب. اذا كان اقول لحضرتك فاضل، طب ما شافش احنا عملنا كام؟ لا بس انا اقول لحضرتك موطقه هنا داخل القانون اللي زمنا، الماده 2 من القانون اللي تم انتهى منه. احنا بنناقش، احنا واحنا دي تبقى مصيبه لو تم طرحه بهذا الشكل. انا بنبه ليه؟ عندي قانون خدمه يا فندم، هقول لسعادتك يا فندم لو سمحت. يا سعاده النائب، عندي قانون الخدمه المدنيه رقم 81/2016 عمل ضجه في مصر، ونبهت الكلام ده اكتر من مره، وطلعت مع الدكتور اشرف العبد زي تحتيه. يا فندم لو سمحت، انا طيب العيب في الماده الثانيه هي 2، ان وزاره الاسكان لها القانون الخاص بيها. يبقى انا عملت دوله داخل الدوله، عندي 29 مدينه وسبعه لو سمحت يا فندم، و75 مدينه صناعيه ايراداتها تفوق ال 3 تريليون، دي تتوزع على 27 محافظ عشان ما اقولش المحافظ ده فاشل. ازاي يبقى انا ضد المركزيه الماليه والاداريه؟ دي الماده رقم 2 من داخل القانون. دي واحده، انا قايل القانون وتم الانتهاء منه. الاداره المحليه في ماده قانون الاداره المحليه يا فندم، مش ماده 2 وفي مواد ثانيه، بس في مواد جميله يعني، في مواد انشاء اكاديميه للاداره المحليه. انا هرد عليه في النقطه دي، بس خليني ارد عليه. قانون الاداره المحليه الجميل اللي احنا عملناه وتعبنا فيه، فيه الموازنات الماليه المستقله لكل وحده محليه. يا فندم الماده 2 واضحه محليه، الكلام ده مش صحيح يا سعاده النائب. لا لا صحيح، سعادتك راجع القانون كويس يا سعاده النائب. لا لا مش صحيح. هقول لحضرتك استاذ منى، بس عشان انا بس ما اصدمش حد. الموازنات الماليه المستقله يا فندم، مين اللي قالك الكلام ده مش صحيح؟ واستاذن حضرتك. لا لا لا، انت كده انا بس عايز استاذ منى، انت دخلت في تخصص مش بتاعك خالص. استاذ منى لو سمحت، انا عايز بس موازنات ماليه، عايز اقول حاجه لوجه الله. وحده محليه على فكره سعاده النائب، اصبحت الوحدات، هتظلم نفسك سعاده النائب والله، هتظلم اللجنه معاك. خلينا اوضح حاجه لصالحك، اصبحت الوحدات المحلية لها هتصبح في ظل هذا القانون الجديد. طيب. اللي ان شاء الله يتم مناقشته في اول دور الاقدار الرابع، لكل وحده محليه موازنه ماليه مستقله. ممكن استاذن حضراتكم في حاجه بحيدي. ليس ببنود، ممكن استاذن حضراتكم في حاجه، ان وقتنا حقيقي انتهى من طيب انا عايز اقول بس يا استاذ منى، استاذن بس حضراتكم في حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه بس نهائيه ونهائيه هذا الحوار، ويكون الجزء الثاني من الحوار تحديدا لمناقشه طيب. قانون الاداره انا بس عايز اقول حاجه استاذ منى، عايز استاذ منى، انا عايز اقول حاجه لوجه الله. قانون الاداره المحليه طيب. اللي تم استحداثه يا فندم، والله هتصدم نفس حضرتك واللجنه يا فندم. القانون فعلا كويس استاذ منى، استاذ منى قانون كويس جدا، وفي اكاديميه. رد على استاذنا لو سمحت، في اكاديميه وفي المركزيه، في حاجات جميله جدا داخل القانون. بس انا بقول الماده الثانيه، بص عشان انا بخس الناس حقهم، 156 ماده فيهم 12 ماده بعد اذن سعادتك،
56 مادة على مستوى عالي، ما بحبش اصدم حد، فيهم 12 مادة أأمل 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 يا فندم لو سمحت أأمل أأمل مراجعة. ليه التشكيك يا سعادة النائب؟ أنتوا نشرتوا القانون على اليوم السابع وكالة الأنباء، ليه هنشكك في البعض؟ هتشكك في بعض ليه ما أنتوا نشرتوه يا سعادة النائب؟ حضرتك بتتكلم على عيوب يا فندم، ليه نشكك في بعض؟ أنا عايز البلد تنهض يا أستاذ. يا أستاذ الإمارات بقى لها 40 سنة ونهض، الولايات المتحدة 300 سنة ونهض، 7000 سنة وإحنا بنتراجع يا فندم. احنا بنتكلم كلام يصلح الوطن، انت زعلان ليه يا فندم؟ على فكره على فكره على فكره ارفض، وعلى مسؤوليتي وحضرتك هيتناقش قانون الاداره المحليه ماده ماده من 156 قدامك. هستاذن حضرتك لو في ماده فيها عيب انا مسؤول قدامك وقدام المواطنين. انا هستاذن حضرتك، ماده فيها عيب مفيش عيوب ابدا. اقول لحضرتك الماده الثانيه اللي فيها عيب ولا بلاش؟ ممكن اتكلم مع حضرتك؟ اقول لحضرتك الماده الثانيه؟ انا مش عايز اقفل الحلقه بس واحنا منفعلين على بعض. هو القانون تمام بس فيه 12 ماده من 156 الله يخليك دكتور حمدي. انا ما بحبش اخص الناس حقها، يعني لينا اسلوب وشكل خاص في البرنامج يا فندم. انتوا طرحتوه يا فندم، انتوا طرحتوه حضراتكم على وكالات الانباء. ليه التشكيك يا سعاده النائب؟ يا لو سمحت ولا ماده فيها عيب. بعد اذن حضراتكم انا ما بحبش اقفل الحلقه واحنا منفعلين على بعض. اول واحد اشك، احنا بنتناقش والمهم في النهايه ان احنا نصل لقانون مكتمل قدر الاستطاعه يطبق، يفرض النظام والامن القومي ويكون في مصلحه المواطن. فانا بستاذن حضراتكم، قانون الاداره المحليه بشكل مفصل وتحديدا ال 12 ماده اللي ربما فقط، والباقي القانون كويس، اللي بعض خبراء الاداره المحليه اللي يشوفوا يا فندم على الواتساب المره الجايه محدش معصوم من الراي. 12 ماده اللي بتقول عليها على الواتساب؟ لا لا انا لسه لحد دلوقتي مصر. طب بعد اذن حضرتك ما انا قلت لسعادتك افضل المشروعات التي اعدت. دكتور حمدي لو سمحت بعد الحلقه تبعت على الواتساب بس رساله لسياده النائب بال 12 ماده اللي حضرتك ونعمل تعديل ومحدش معصوم من غلط ومحدش لا لا هو يظهر ممكن انا كل حاجه هو الدكتور بس ممكن ما حضرش معانا في النقاش. يا فندم حضرتك طرحوا على وكالات الانباء وانتوا طلعتوا خلصتوا استاذ الاداره المحليه، لماذا لم يتم استدعائك عندنا في اللجنه؟ يا فندم دي انا مش انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله تم استدعائي او لم يتم استدعائي، دي مش شغلتي. لا يا انا طيب الفكره يعني لا هي في 100 واحد انا المهم من البلد تنهض مش يتم استدعائي. سياده النائب الحقيقه يعني من لقاءات سابقه كثيره مع الدكتور حمدي عرفه وهو قيمته كبيره في الاداره المحليه، لا اعتقد ان الموضوع ونبقى نتكلم. يا سياده النائب ادينا فرصه نتكلم بعد اذنك. انا لا اعتقد ان الفكره او المشكله عنده هو انه تمت دعوته ام لا للحوار المجتمعي. ابدا والله ابدا. الفكره في ان البلد تنهض، البلد تنهض بس انا عايز مصر تنهض. مصر تنهض، الامارات نهضت بالحكم المحلي وبريطانيا والولايات المتحده من هذه الدول اعظم، بس عايزين ننهض شويه بالقانون يا سعاده النائب. غير قابله للتعديل فعلا، لسه ما طبقش القانون ده احلى قانون في الدنيا، بس هبعت لك 12 ماده لسه ما طبقش. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر على بشكر حضراتكم جزيل الشكر سياده النائب محمد المصري وسياده النائب ممدوح الحسيني ودكتور حمدي عرفه، شكرا لحضراتكم. ان شاء الله نستكمل الحوار مره ثانيه، يعني بتخيل شكل الموضوع المره الجايه ان احنا ممكن ال 12 ماده دول اللي البعض بيشوفوا انه فيهم كلام او فيهم عوار ربما نناقشهم هنا على الهواء بعد اذن حضراتكم في مساء دريم. ده برضو شكل من اشكال الحوار المجتمعي، والهدف في النهايه ان احنا نصل ان شاء الله لقانون الاداره المحليه ينظم حياتنا اليوميه، لان المواطن في النهايه مش همه قوي بنود القانون ايه، همه يمشي في شارع نظيف وامن، ده أهم حاجة للمواطن المصري. بشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 10 مساء. إحنا وقتنا خلص من 7 دقايق فاتوا وأنا يعني نلتقي غدا إن شاء الله في تمام 10 مساء في مساء دريم. تحياتي ليكم منا فاروق، تصبحوا على خير.